بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. الأهلي بالنسبة لجمهوره مش مجرد نادي بيحبه ولا فريق بيشجعه ولا كيان بينتمي ليه. الأهلي بالنسبة لينا حياة، والجمهور العظيم بالنسبة للأهلي السند والظهر. ببساطة الأهلي دايما رافع راسه في السماء لأن ظهره مسنود. أيوة ظهره مسنود على أعظم جمهور، جمهور وفي، جمهور مخلص، عاشق من عشرات السنين. عمر الأهلي ما وقع ولا اهتز لأنه وراه مش جمهور، وراه شعب. وطول عمر الأهلي المثل والقدوة، ونادي البطولات ونادي الإنجازات ونادي الألقاب والأرقام القياسية، لأن معاه أهم سلاح وهو سلاح الجمهور. في الأيام الأخيرة شفنا كده حملة مش لايقة على النادي الأهلي من بعض المشجعين، من بعض المتعصبين. صحيح الزعل مسموح ومطلوب في بعض الأحيان، لأن جمهور الأهلي يتعود على المكسب طول الوقت، لكن لما بيخسر مش من طبيعي أبداً إنك توقع فريقك. ماتش ثلاث نقاط وعدوا، وكلنا انتقدنا وعاتبنا وزعلنا وخلاص عدى الماتش. يوم مش بتاعنا، وده عادي، حصل وهيحصل. إنما اللي مش ممكن يحصل إنك تهاجم عمال على بطال وخلاص، لأن المطلوب عكس ده تماماً. المطلوب إن المحب يكون واقف في ظهر حبيبه. إمتى؟ وقت الصعوبات، مش وقت لما الدنيا تكون سهلة والدنيا تكون ماشية. بالعكس، أنا محتاجك وقت ما يكون في مطبات، وقت ما يكون في حاجة صعبة. أنا هطلع من المطب ده بيك أنت، أنت اللي هتطلعني، أنت اللي هتوقفني على رجلي تاني. مش هقول في وقت المحنة، لأن الأهلي مش في محنة. عمر ما كان الأهلي في محنة، الأهلي البطل ومازال متربع على عرش المسابقة، وبفارق كبير من النقاط عن أقرب منافسيه. الأهلي الأقرب للفوز بالدوري رقم 42، وإن شاء الله هيحسمها بدري. وافتكروا كلامي، ومكملين المسيرة بنجاح في دوري الأبطال إن شاء الله. والماتش اللي فات بالرغم إننا خسرنا، إنما هو ده اللي هيدينا الانطلاقة للحصول على الأميرة السمراء اللي كلنا منتظرينها فارغ الصبر. الأميرة السمراء اللي إن شاء الله هتدخل دولاب البطولات بالنادي الأهلي قريبا جدا. جمهور الأهلي العظيم، انتوا اللي علمتونا واحدة من أهم المبادئ والقيم والثوابت، لما غنيتم لينا بأعلى صوت. ولا نسيتم؟ وإن كنت نسيتم أفكركم. شفتوا المشهد عامل ازاي؟ ده جمهور يزلزل الارض، جمهور ينطق الحجر، جمهور بيعمل كل حاجه عشان خاطر فرقته. على فكره جمهور الاهلي لسه بنفس الحماس وبنفس القوه وبنفس الروح، وهيفضل اكبر داعم لاعظم نادي في الكون، وهيفضل شعاره جمهوره ده حماه. حماه من المتربصين اللي بيحلموا ويخططوا لاسقاطه كل يوم، ومستعدين يعملوا أي شيء علشان إيه؟ الأهلي ما يستمرش رقم واحد والأهلي يبقى فوق الجميع. لا، مش هنديهم الفرصة دي، وكلنا إيد واحدة من أجل مواصلة المشوار بنجاح والفوز بكل البطولات إن شاء الله. هنعالج الأخطاء، هندعم نجومنا الكبار، وهنكون جميعا أكبر سند لكل لاعب لابس الفانيلا الحمراء. عارف كويس إن في ناس منزعجة من وجودكم بكل قوة في كل وقت ورا ناديكم العظيم النادي الأهلي، لكن مهما يعملوا انتم الاعظم على مر السنين. خليهم يصابوا بخيبه الامل، لان مهما حدث فالاهلي سوف يظل دائما معشوق جماهيره العظيمه. وعارف ان نجوم الاهلي هيتعرضوا كل يوم لحروب غير شريفه، لكن اللي متاكد منه ان الاهلي هيتصدى لكل دول وهيستمر في طريقه للامام بعيدا عن الصغائر. اما المتربصين فبقول لهم جمله واحده بس: يا جبل ما يهزك ريح. يا أهلي ما يهزك ريح. الأهلي هو كبير العائلة الرياضية في مصر،
والأب الشرعي لهذه الرياضة، فهو القائد الذي يأتي خلفه الجميع في هذا المجال، فهو منظومة يتعلم منها الجميع في كافة المجالات، فيوما بعد الآخر يثبت فيه النادي الأهلي أنه كبير دائما بمواقفه ومبادئه، كبير باحترافيته، كبير في إدارته التي تتمسك بمبادئه، كبير بأبنائه المخلصين الذين يبذلون كل الجهد من أجل رفعة ناديهم واستمرار عظمة الكيان. عظمة وكبرياء الأهلي وتغريده منفردا على القمة في كافة المجالات جعلت البعض يسعى لوضع عراقيل أمامه لإيقافه أو هدمه كما يحلمون. لا يدرون أنه الكيان الذي يعشقه الملايين في مصر وخارجها، فهو ملك أفريقيا وكبيرها، فكم من محن مرت عليه وظل شامخا يتعلم منه كل من يحاول النيل منه، فهو كيان كالجبل الشامخ لا يهتز من أي ريح، فكم من حملات هدامة ورياح مرت على هذا الكيان ولن يهتز لها، فهو يقود ولا يقاد، فعندما يحلق نسر الأهل عاليا الجميع ينظر له ويتابعه، قلة توهمت أنها من الممكن أن تهز الكيان الشامخ ببعض الأفعال غير المسؤولة، ولكن الأهلي له جمهوره هو حماه، فهو ضد الكسر لأنه خلفه جمهور يعشقه ويزداد صلابة في المحن وعلى الحلوة والمر معاه. الأهلي بجماهيره لا يعرف الاهتزاز، رايته عالية دائما بتكاتف أبنائه، فالأهلي دائما عنوان الإبداع، عنوان الفرحة والسعادة للشعب المصري، وسيظل كبير الرياضة المصرية بقوة وصلابة جماهيره التي تتصدى لكل المحن الراغبة بإيقاف قطار الأهلي. حاولوا من خلال بعض الحملات الممنهجة في مرات عديدة، ولكنهم وجدوا شموخا منحهم درسا قاسيا من خلال الجماهير التي لم ولن تصدق سوى العشق للكيان الأحمر، فهو الحضن الدافئ لكل الأهلوية في كل مكان يتغنون بشموخه وكبريائه. حلق يا نسر الأهلي عاليا بشموخ وكبرياء. فعلا يا جبل ما يهزك ريح، والأهلي طول عمره كبير وحيفضل كبير إلى ما شاء الله. ندخل بقى في أجواء مباراة النهاردة بين الأهلي والجونة، مواجهة قوية بين المارد الأحمر أمام تحدي مهم جدا، لا بد من تحقيق الفوز في مباراة اليوم واستعادة الانتصارات مرة أخرى واستعادة روح الثقة وروح الفانيلا الحمراء. كل فوز بيتحقق دلوقتي بيزيد من ثقة اللاعبين وبيقربهم أكتر مرة تانية من جماهيرهم وبيحسم المسابقة بدري، وإن شاء الله قادر النادي الأهلي واللعيبة العظيمة ديت والجمهور العظيم على حسم الدوري مبكرا والتركيز في دوري أبطال أفريقيا. فايلر النهاردة اختار قائمة بتضم كل من محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، أحمد فتحي، محمود وحيد، حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السلية، محمد مجدي أفشة، محمد شكري، عربي بدر، محمد فخري، أحمد الشيخ، جونيور أجاييه، جيرالدو، مروان محسن، وأليو باجي. كل التوفيق للنادي الأهلي في تحقيق الفوز إن شاء الله. وعلشان نعرف تفاصيل أكتر وأجواء المباراة هنروح دلوقتي جولة مع مراسلين الأعزاء في قناة الأهلي، شريف شعبان من فندق الإقامة وكريم أحمد من ملعب المباراة. هنروح الأول لشريف. شريف بنرحب بيك.
مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، يا رب باذن الله يا رب يكون يوم النادي الاهلي النهارده ويكون التوفيق من نصيب النادي الاهلي ونفوز على فريق جونة العنيد، فريق جونة اللي بيلعب كوره جميله طبعا بلاعبي النادي الاهلي. يا رب باذن الله يكون يمنا بلغه الكوره. يمكن معسكر الفريق اللي موجود في التجمع الخامس هيتحرك بعد قليل الى الاستاد 20-25 دقيقه بكتير باذن الله، ونكون موجودين في استاد القاهره. مباراه طبعا زي ما حضرتك عارف طبعا في التاسعه مساء. يمكن فايلر اختار 21 لاعب لقائمه المباراه، الشناوي في حراسه المرمى، علي لطفي، مصطفى شوبير، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، احمد فتحي، علي معلول، محمود وحيد، محمد شكري، السوليه، ديانج، حمدي فتحي، عربي بدري، قفشه، فخري، جيلاردو، اجايي، الشيخ، اليو باجي، مروان محسن. غيابات النادي الاهلي كتير النهارده، وليد سليمان، محمد هاني، حسين الشحات، محمد محمود، محمد متولي، كهربا، سعد سمير، كريم نيدفيد. يمكن النهارده يوم النادي الاهلي بدا من صباح باكر من الثامنه والنصف صباحا الى العاشره كان الفطار، الغدا كان الساعه 2:30، النهارده الوجبه الخفيفه كانت الساعه 6، المحاضره 7:05، والتحرك زي ما قلت لك الساعه 7:15 الى استاد القاهره. يا رب باذن الله النهارده يكون النادي الاهلي موفق ويكون 3 نقاط في متناول يده عشان نقدر نعدي العقبه ونصالح كل جماهير النادي الاهلي. النهارده لعيبه النادي الاهلي بعد وجبه الغداء اتكلموا مع بعض وقعدوا مع بعض وعندهم حافز النهارده يصالحوا كل جماهير النادي الاهلي. يا رب النهارده يكون توفيق معاهم ويكون الفوز من نصيبنا. عوده ليك من جديد كابتن ايمن. اتفضل. رن لمراسلنا المميز شريف شعبان ونروح على ملعب المباراه ومراسلنا كريم احمد. مساء الخير يا كريم. كل التحية ليك كابتننا الكبير كابتن ايمن شوقي، وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. عايزين نتعرف منك ايه اخر الاخبار، الاجواء هناك، وايه اخبار اللعيبه والجهاز الفني والروح المعنويه العاليه هناك، ايه اخبارها؟ هبدا معاك يا كابتن ايمن من كلامك. يعني لما بنقول جمهوره ده حماه على الحلو والمر معاه، ده مش شعار، لا دي حقيقه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. طول ما جمهور النادي الاهلي في ظهر اللعيبه والجهاز الفني والاداره، كل الامور هتعدي ان شاء الله بالنسبه لنا باذن الله. الفتره اللي جايه كلها تكون انتصارات لفريق النادي الاهلي. يبدا بقى النادي الاهلي من جديد، يعني يغلق الصفحه تماما، نعود بقى للارقام القياسيه والانتصار والفرحه، ونشوف شخصيه البطل، شخصيه النادي الاهلي، روح الفانيله الحمراء. النهارده مباراه غايه في الاهميه لفريق النادي الاهلي، منها لاستعاده الثقه من جديد ومصالحه لكل جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي منتظر الكثير خلال المرحله القادمه، تحديدا في بطوله الدوري العام، والهم الاكبر بقى طبعا والحلم الكبير لكل جمهور النادي هي البطوله الافريقيه. لكن معودنا النادي الاهلي مرحله مرحله، مباراه مباراه، مجرد المباراه بتنتهي بنبص للمباراه القادمه. لكن لو بتكلم على الاجواء بقى والحاله المعنويه وحاله اللعيبه، خلاص بقى يعني ده نقول في تركيز كبير جدا لكل لعيبه النادي الاهلي، عندهم هدف ان شاء الله النهارده. اما بنتكلم على الرغبه وتجديد الدوافع، ده مش امر سهل، لان انت تجدد الدوافع في كل مباراه كابتن ايمن ده امر محتاج شغل كبير جدا من الجهاز الفني ومن اللعيبه. اللعيبه بتقعد مع بعض، بتتكلم مع بعض، بتقول الفترة اللي جاية لابد ان احنا نحقق انتصارات ونحقق نتائج، ننسى كل اللي فات، عندنا هدف، وهو الهدف هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله النهارده تكون المباراة مهيئة، الظروف، كل الامور ان شاء الله النهارده تصب في مصلحة لاعبينا. الجهاز الفني النهارده يكون موفق ان شاء الله في اختيار التشكيل الامثل اللي يخوض به هذه المباراة. لكن يمكن النقطة اللي عايز اتكلم عليها، عندنا بعض اللعيبة كده عندهم انذارات، يعني ان شاء الله النهارده بقى يبقى في ضبط نفسي كبير، ما يبقاش في التحامات كبيرة. عندنا يمكن علي معلول وعمرو السوليه وحمدي فتحي واحمد فتحي عندهم انذارين، ان شاء الله النهارده ما يبقاش في اي حاجة تعوق فريق النادي الاهلي، لان عندنا مباراه المصري كمان المباراه القادمه ان شاء الله نخش يعني الفول تيم بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. كمان نقطه مهمه جدا يا كابتن ايمن عايز اتكلم عليها، هو التشكيل المتوقع لفريق النادي الاهلي من خلال رؤيتنا ومن خلال الجاهزيه لكل اللعيبه المتواجده في التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي. ابدا معاك في حراسه المرمى الشناوي، خط الظهر من الشمال لليمين، علي معلول، ايمن اشرف، رامي ربيعه، احمد فتحي، في الامام اليو ديانج وعمرو السوليه، على الاطراف جونيور اجايي وجيرالدو، في الامام محمد مجدي قفشه وباجي. دي نقدر نقول التشكيل الاقرب لفريق النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله بيتمنى له كل التوفيق ويعود لسلسله انتصارات. وان شاء الله كالعاده جمهور النادي الاهلي هو السند الحقيقي للعيبه النادي الاهلي ومجلس ادارته واعضاء الجمعيه العموميه. شكرا كريم، بالتاكيد تغطيه مميزه جدا ورائعه ويمكن اكثر من رائعه. دلوقتي ان شاء الله هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نستقبل ضيوفنا الكرام كباتن الاستوديو التحليلي النهارده، كابتن علاء ميهوب، كابتن محمد يوسف، كابتن اسامه حسني، والكابتن هاني العجيزي. نروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا مره اخرى. بنرحب بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار، نجوم الاستوديو التحليلي النهارده، الموهوب علاء ميهوب، نجم مصر والنادي الاهلي. كابتن علاء اهلا وسهلا بيك. ومدير الفني للاستوديو التحليلي النهارده كابتننا الكبير كابتن محمد يوسف. كابتن محمد نورنا النهارده. اهلا بيك كابتن. اهلا
ومعانا هداف الاستوديو التحليلي النهارده كابتن اسامه حسني. منورنا يا كابتن اسامه. اهلا وسهلا بيك يا حبيبي. والصاعد بسرعه الصاروخ في سماء الاعلام الرياضي كابتن هاني العجيزي. اهلا وسهلا كابتن. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك يا حبيبي، منورنا. ربنا يخليك. قبل ما نخش نتكلم على اجواء ماتش النهارده، عايزين نتكلم على الحمله الممنهجه اللي ضد النادي الاهلي اليومين دول، ودور الجماهير في الوقوف ورا لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي. ويمكن احنا كلنا حسيناها كلعيبه زمان لما حصل لنا بعض المواقف، مش عايز اقول المواقف الصعبه، حصل لنا بعض المطبات. يمكن بعض المطبات ديت جمهور النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي هو نادي كبير، انت بتتكلم عن النادي الاهلي، تتكلم على ريال مدريد، تتكلم على برشلونه، تتكلم على مانشستر يونايتد. النادي الاهلي نادي كبير ما بيقعش ابدا، نادي الاهلي نادي كبير بمبادئه وبقيمه وبجماهيره وبلاعبيه ومجالس ادارته. عايزين نتكلم في الموضوع ده يا كابتن علاء على الحمله الممنهجه اليومين دول اللي هي ملهاش اي مبرر على النادي الاهلي. بص يا طبيعي النادي اللي بقى في المقدمه واللي هو واخد كل الانظار وواخد كل البطولات وهو نمر واحد في كل حاجه، كل الناس او معظم الناس هتتربص ليه. ده طبيعي جدا على فكره، الدنيا كلها كده، حتى في الحياه العامه دايما البني ادم الناجح اي حد مستني بس يحصل له اي هفوه، حتى لو هفوه تعبانه جدا بتحس ان هي نهايه العالم. فريق خسر مباراه لظروف معينه ماشي، ضد نادي الزمالك، ايه الـ ايه الـ ايه الكارثه اللي حصلت؟ ايه اللي حصل؟ مباراه بثلاث نقاط. بالنسبه لنادي الزمالك هو انتصار كبير، ودي يعني دوري خاص مع تحرك اللاعبين من فندق الاقامه. معايا ايمن، لكن ده مش هيهز يعني اقل من شعره من قيمه وحجم النادي الاهلي. دي حاجه مش محتاجه كلام كتير، لان النادي الاهلي مش عايز اتكلم في النقطه دي كتير قوي. النادي الاهلي لما تقول النادي الاهلي خلاص هو معرف نفسه، انت بتتكلم في قيمه كبيره جدا جدا جدا، مهما اتكلمت مش هتقدر توصفها. فما تتعبش نفسك ما تقول النادي الاهلي، تقول النادي الاهلي اعظم نادي، اكبر نادي، احسن نادي، اي حد في الدنيا يتمنى يبقى موجود في النادي الاهلي وينتمي ليه، هو ده النادي الاهلي. دي خليها على جنب. حاجه بقى الاهم، انت عندك وراك جماهير في كل مش في العالم كله، في العالم كله صحيح. عارفين هو ايه النادي الاهلي وواقفين وراك في كل وقت مظبوط، ودايما في الاوقات الوحشه اللي هي الحمد لله الواحد من ساعه ما وقع الدنيا كده ما شافش النادي الاهلي في اوقات وحشه غير مره ولا حاجه، لكن الناس على طول واقفين وراك، عارفين دي حاجه بسيطه وبتعدي بسرعه، والجماهير واعيه مش واعيه، ده واعيه جدا كمان. تلاقي الالتفاف الجماهيري بقى زايد قوي حواليك ايمن، ولا كأن حاجه حصلت، حسسك ان انت فعلا انت بطل، وانت فعلا بطل. هو ده دور الجماهير، ولا حد بيسيء ليك، ولا حد بيتلفظ بالفاظ، ولا حاجه خالص. لو من بعد مباراه الزمالك لحد اللحظه دي، بص جماهير الاهلي بتعمل ايه؟ كله شحن وكله ولا يهمكم وعادي جدا، والناس كلها شايلاك اكنك انت كسبت المباراه، انك انت عارف هي قيمه النادي الاهلي، وهم عارفين ومتاكدين ان على الجانب الاخر في ناس كتير جدا بكل انتماءاتها مش عايزين النادي الاهلي كده. صحيح. عايزين النادي الاهلي ايه ده خسر؟ طب يلا بقى خلاص. مزبوط. ايه اللي ماتش خسر؟ خلاص خسر، انتهينا، على الموضوع انتهى. وليه على فكره ليه ظروفه، واتكلمنا هنا يعني قلنا حاجه واحده بس كانت في المباراه دي، لو حظ حلو النادي الاهلي بس حظ خلاص الموضوع كان انتهى تماما من اول 9 دقايق. مزبوط. فما نهولش المواضيع وما نكبرش الدنيا قوي، لكن هو ده قدر النادي الاهلي ايمن. ده قدرك في النادي الاهلي كلاعب وكجماهير، ان انت دايما انت العين كلها عليك انت. انت العين مش بتبص تحت ايمن، دايما العين بتبص للحاجه اللي فوق. صح. الحاجه اللي فوق هو النادي الاهلي. صح. فالناس كلها عينها على النادي الاهلي. مظبوط. ده حصل، ده مش عارف ايه، ده حصل مشكله ايه، وتلاقي الدنيا كلها كبرت. بس الذكاء بقى ان عندك الحمد لله مجلس اداره ناس محافظه كويس قوي على قيم على النادي الاهلي، محافظه على فرقتها وقافله عليها كويس قوي. ممنوع انك تخترق الفريق ده خالص مهما حاولت. أيوة. مهما يقول لك ده في مشاكل، ومهما يقول لك ده عمل وده عمل، ممنوع. من يوم ما كنا في النادي الاهلي والله العظيم ايمن ممكن تبقى الدنيا مولعه وكلنا لعبنا وكلنا كنا مع بعض فتره كبيره جدا، الدنيا مولعه ولا تحس بحاجه خالص. صحيح. هو ده النادي الاهلي. صحيح. فكل اللي بيحصل ده على فكره ما تستغربوش، ده طبيعي، لكن هيفضل النادي الاهلي هو النادي الاهلي، اعظم واحسن نادي في الكون باذن الله رب العالمين. طبعا النادي الاهلي زي ما قال الكابتن علاء هيبقى اعظم وهيفضل اعظم نادي في الكون. يمكن الكابتن علاء اتكلم على
دور الجماهير، واكيد كابتن هاني العجيزي وانت لعيب في النادي الاهلي اكيد حصل مواقف صعبه كتير، اكيد حصل مطبات كتير، حسيت ازاي بدور الجماهير في الدفعه لكل الامام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كابتن ايمن، النادي الاهلي اللي بيمر بيه حاليا يعني بقالنا فتره حوالي داخلين في 3-4 سنين نفس الحمله اللي معموله على النادي الاهلي، وباين جدا مدى الكره او مش عايز اقول طبعا حاجه تزعل الناس مني، بس واضح جدا واضح جدا ان في حمله شرسه على النادي الاهلي بقالها فتره كبيره، اسكات في لعيبه او تعاقدات لعيبه او اسكان في مش عايز اقول برضو في مجاملات بتحصل من اللجنه الخماسيه اللي موجوده. يعني كابتن عادل الكيهان لسه سامع ان هو متحول للتحقيق، ما اعرفش ليه، مع ان الراجل يعني بيتكلم بكل حياديه وبيتكلم بيجيب حق النادي. يعني انت راجل مفروض ان انت مسؤول في النادي الاهلي، مفروض ان انت طبيعي ان انت تدافع عن النادي الاهلي بتاعك او النادي بتاعك اللي انت منتمي ليه. في تجاوزات بتحصل من 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 من, من لعيبه ثانيه ومن اماكن من فرق ثانيه، ولكن ما فيش من الناس بتعمل ان هي مش شايفه حاجه، فده حاجه بتضايق طبعا يعني. لكن الشكل العام مش مطمن او مش مريح. ولكن في النقطه دي بالذات احنا يعني مش عايزين اتطرق لامور بعيده عن جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي نفسه، يعني هم ليهم طبعا اساليبهم وليهم اسبابهم وليهم يعني حاجات معينه مش عايزين نتكلم فيها، ولكن احنا بنتكلم على دور جمهور النادي الاهلي في تخطي فريق النادي الاهلي بلاعبته الصعب دي. جمهور النادي الاهلي يا كابتن ايمن طول عمره موجود ورا ظهر الفرقه، ده مفيش خلاف عليه طول عمر النادي، حتى لو النادي بيخسر برضه الجمهور بتلاقيه في ظهر الفرقه. يعني انت حسيتها ازاي كلاعب؟ انا يعني كنت اخر مره مع حضرتك في الاستوديو هنا لما رجعنا من اليابان لما خسرنا البطوله، كابتن علاء كان موجود وتقريبا كابتن يوسف كان موجود معانا، وخسرنا البطوله وكنا يعني ادائنا يعني كان وحش جدا تمام، وخسرنا ماتشين ورجعنا، لقينا في الاستاد الجمهور كله موجود، فدي حاجه من الحاجات برضو حتى كابتن اسامه موجود معانا اكيد كان فاكر الموقف ده، الجمهور كله في المطار، حاجه يعني بتدل ان انت وراك جمهور عظيم، مش جمهور وخلاص ان انت بتخسر ماتش الناس بتقلب عليك او الناس بتنتقدك. في انتقاد بناء، ده طبيعي ان انت مثلا لو مستواك وحش النهارده لازم الجمهور يعني يعلو يقرص ودنك كده عشان تفوق تاني عشان مصلحه النادي مش عشان حاجه ثانيه، فده طبيعي جدا. لكن انا شايف زي ما قلت حضرتك كابتن ايمن ان في حمله غير طبيعيه على النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي هو رقم واحد اللي هو يتصدى للي بيحصل ده. انا شايف ان جمهور النادي الاهلي هو طول ما جمهور النادي الاهلي موجود، وعايز اقول حاجه كابتن ايمن برضو ان جمهور النادي الاهلي لو في المدرجات مش هتلاقي الناس دي كلها بتتكلم، يعني صحيح. ده حقيقه انا شفتها جمهور النادي الاهلي كان بيجيب حق النادي من المدرج الوقت اللي طبعا لان مفيش جماهير في الملاعب والكلام ده، فكل واحد دلوقتي بيطلع يتكلم. انا مش عايز انا يعني انا 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 فعلا انا 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 زعلان على اللي بيحصل، وفي حاجات عايز اتكلم فيها لكن مش عايز اخش طبعا في تفاصيل اكتر من كده، خلينا في المباراه النهارده. لكن عايز اقول ان جمهور النادي الاهلي طول ما هو موجود في ظهر الفرقه وفي ظهر النادي ما تقلقوش عن النادي الاهلي. بس كابتن محمد يوسف عايزين نتكلم عن الحمله المغرضه ديت، هل بسبب نجاحات النادي الاهلي المتتاليه، ولا هل بان النادي الاهلي ماشي دلوقتي منفرد بقمه الدوري وهو الاقرب لقمه الدوري والحمله دي عايزه تتعمل عشان قبل بطوله افريقيا، ولا ايه الاسباب بالظبط؟ لا، هو الاهلي كبير، الاهلي دايما كبير، والاهلي هتلاقي كل الناس بتحاول انها يعني تنهش فيه، تحاول انها تجرحه، تحاول انها لانه كبير، ودايما البطل كله عايز ينال منه يعني. ودي خلي بالك قدر اللي بيشتغلوا في النادي الاهلي، يعني انا عايز اقول لك ان جمهور النادي الاهلي متعود على كده وعارف كويس قوي ان ناديه نادي بطل وهو جمهور بطل، والناس اللي بتشتغل في النادي الاهلي سواء لاعبين او مسؤولين او مدربين فاهمين كويس قوي ان المكان ده مكان متعود على البطوله ومتعود ان كل الفرق او ناس كتيره جدا، مش عايز اقول كل الناس لكن قطاع كبير بيحاول ان هو يعني لما يحصل دروب او يحصل حاجه بتلاقي البيبان اتفتحت وتلاقي البقاء اتفتحت زي ما احنا بنقول. لكن انا بقول ان النجاحات، البطولات، السيستم اللي ماشي بيه النادي الاهلي وما بيحاولش يغيره وماشي بيه رغم تغير الحاجات اللي حواليه وتغير الاجواء اللي حواليه، الا ان النادي الاهلي ليه سيستم وليه طريقه وليه اسس وليه مبادئ ماشي بيها فما بيغيرهاش، وده سبب من اسباب نجاحه. بالاضافه كمان ان هتلاقي دايما النادي الاهلي بيتعامل مع المشاكل
اللي بتقابله او بتقابل الرياضه المصريه او الكره المصريه باسلوب مختلف بطريقه مختلفه. فعشان كده هتلاقي الناس الى حد ما بصه عايزه زي ما قال الكابتن علاء حصل هزيمه المباراه اللي فاتت، مباراه في الدوري عاديه خالص مع الخصم طبعا المنافس بتاعك التقليدي، لكن في النهايه هي مباراه بثلاث نقاط. الدنيا قامت وانتقادات واسعه جدا على جميع المسؤولين وعلى جميع، رغم ان هي في النهايه مباراه. الاهلي عودنا واحنا كل الاستوديو موجود لعب في النادي الاهلي ولبس فانيله النادي الاهلي وعارف كويس قوي ان دايما لما بيحصل دروب او بيحصل نتيجه سلبيه في مباراه بيرجع النادي الاهلي اقوى، والنادي الاهلي جمهوره ومسؤولينه واعلامه وكل الناس اللي حواليه بتعرف تقف ازاي في المواقف اللي لما يكون النادي الاهلي حصل دروب وراجع تاني او هيرجع تاني اقوى من الاول. فانا بقول انها مباراه عاديه خالص بتحصل. برشلونه لسه خسران من بايرن 8-2، نتيجه يعني نتيجه العالم كله اتهز ليها، لكن يبقى برشلونه هو برشلونه. فاللي انا عايز اقوله النادي الاهلي خسر مباراه لكن ما خسرش بطوله، ده اللي قلناه في الاستوديو المره اللي فاتت. صحيح. قلنا الاهلي خسر مباراه بثلاث نقاط لكن ما خسرش بطوله، هو متصدر البطوله واحسن ارقام على جميع الفرق الموجوده، اقوى خط هجوم، اقوى خط دفاع، معدل تهديف غير عادي. فانا بقول ده قدر نادي الاهلي، ولاعيبه النادي الاهلي عارفين كده كويس جدا وعارفين ان دايما بعد ما بيحصل دروب في مباراه، يعني عارف انت الفرقه اللي بتيجي تلعب النادي الاهلي بعد خساره؟ ايوه. بتقول لك ده النادي الاهلي ربنا يستر علينا، لان النادي الاهلي خسر المباراه اللي فاتت مزبوط. فربنا يستر علينا النهارده هيعملوا فينا ايه؟ لان الزعل دوت يعني احنا طبعا بنزعل بعد الهزيمه وبتاع، انما الزعل ده بيبني على اللي جاي. مظبوط مظبوط، بتطلع زعلك ده في المباراه القادمه. صحيح. فانا حتى قلنا الاستوديو اللي فات قلنا رب ضاره نافعه، جت في مباراه في الدوري، لكن احنا قدامنا مشوار بقى لمده شهر اهو تقريبا عشان نظبط المعدلات بتاعتنا ونظبط الاداء بتاعنا ونبدا نرجع الناس المصابه وتبدا تبني في الفرقه بتاعتك، بحيث ان قدام مباراه الوداد في المغرب تبقى انت في اعلى مستوى ليك من كل النواحي بقى، سواء بدني سواء مهاري خططي ذهني كل حاجه باذن الله ان شاء الله ربنا. كابتن اسامه، يمكن كان لينا لقاء ليله ماتش القمه وانت كنت متخوف بطريقه غريبه كده وانا ما كانش عندي التخوف ده، ويمكن اتكلمنا انا وانت شويه بره الهوا وجوه برضو، انت اتكلمت شويه على حاجات في المباراه وحاجات في الاجواء المحيطه وكان عندك التخوف ده، وقلت لي في حمله ممنهجه ضد النادي الاهلي اليومين دول لازم نتصدى لها. خلي بالك يا كابتن ايمن، هي الحمله مش مباراه الزمالك بس او الحكم بس. يفتكر كلمتي دي، ربنا يحيينا ان شاء الله. مباراه الوداد هتلاقي نفس الحمله، قبل مباراه الوداد هتلاقي برضو في حمله ممنهجه. خلي بالك كل الحملات اللي بتتعمل دي ممنهجه ومدفوعه الاجر وباوامر على النادي الاهلي، وافتكر كلامي ده، ربنا يحيينا مباراه الوداد وشوف وقتها كم المشاكل اللي هتصدر للنادي الاهلي عشان يخرج اللعيبه، خرج الجهاز الفني عن تركيزهم عن مباراه مهمه ومصيريه. الفتره اللي فاتت ده فلان ماشي من النادي الاهلي، ده اللعيب ما اعرفش مين بيتعاقد مين معاه نادي مين، ده الجهاز الفني ريني فايلا بيصدر لك كم من مشاكل عشان يبدا يعمل لك مشاكل وبلبله جوه الفرقه. ما دي من ضمن الحملات المغرضه اللي بتتعمل. بس هو النادي الاهلي اكبر من كده يا اسامه. طبعا طبعا. انا النهارده يعني احنا كلنا زعلنا بعد مباراه الاهلي والزمالك اللي الاهلي خسر فيها، ده طبيعي. النادي الاهلي حتى لو انت حاسم الدوري من بدري وفارق النقاط كبير زي ما احنا بنتكلم، لكن لو بتخسر اي مباراه في الدوري مش مباراه الزمالك بس، نبقى احنا كاهلاويه متضايقين وزعلانين، ده طبيعي. لو كل النقاد راحوا لحته النقد في المباراه دي مثلا على ريني فايلر، تشكيل مثلا خطا او لعيبه غير موفقه او اداء لعيبه، نقد مقبول ممكن تقدر تتكلم فيه وتناقشه عشان تبني الفتره الجايه هي الاهم. لكن النقد زي ما بقول لك كان مغرض ومدفوع الاجر، راح لمناطق ثانيه. الهدف منها ايه؟ زي ما الكابتن علاء قال لك البطل دايما الناس بتزهق من المكسب بتاعه. لا ازاي النادي الاهلي يعني يبقى هو البطل على طول؟ البطل على طول، احنا عايزين نغير البطل، عايزين نهده، عايزين نعوره، عايزين نوقعه. ما تيجي من خلال الحملات دي. اما لو كانت او النقد كان في خلال الحاجات دي، النهارده انت فريق بطل ماشي 21 مباراه فايز 18 مباراه، بيحقق ارقام قياسيه. لما يحصل سوء توفيق
في مباراه ما تبقاش الدنيا تتهد. الحاجه الثانيه النهارده وانا بسوء الحاله دي، وانا هتفق معاك ان انا مش هقول لك ان احنا كنا في احسن حالاتنا، كنا في سوء الحاله بتاعتنا في مباراه الزمالك. طب اديني حق النهارده كحكم وموجود فار، اديني حق النهارده في ظل وانا وحش، انا عايز حقي. انا قلت لك يوم المباراه انا متخوف من حكم المباراه. صحيح. خاصه انك انت النهارده لجنه حكام، عندك دورات كبيره متوقفه وعندك حكام كبار واقفين، كان من الاول انك تخاطب الاتحاد الانجليزي، الاسباني، الايطالي، الالماني، تجيب حكم درجه اولى عشان يحكم المباراه دي، خاصه ان اخر مباراه خسرها النادي الاهلي في الدوري موسم 2019 كان امام بيراميدز من نفس الحكم. بس عايز اقول لك حاجه في ماتش الزمالك اللي فات. على فكره احنا ما كناش بالسوء ده قوي، احنا كنا في اوقات اسوا من كده وبنتعادل او نكسب. ده انا بكلمك يعني في اسوا الحالات، ان احنا لو احنا وحشين انا هتفق مع الناس عشان الخساره اقول ان احنا وحشين. لكن وانا وحش النهارده اديني حقي. النهارده الفريق اللي الحكم جاي على الاهلي في ركله في ضرب الجزاء وفي طرد للاعب الزمالك بعد ما الكره باينه، لكن النهارده الحمله اللي اتعملت بعد المباراه هي دي كانت حمله مغرضه، وزي ما اقول لك مدفوعه الاجر وباوامر. لكن النهارده بقى الشعار بتاع النادي الاهلي جمهوره ده حمار. شوف بقى وعي جمهور النادي الاهلي وحلاوه الجمهور، عظمه الجمهور لما يبدا يلاقي خطر على ناديه وعلى لاعبته اللي هي اسلحته. شوف بقى الوقفه، خلي بالك الدرس ده اتعمل السنه اللي فاتت في دوري السنه اللي فاتت. وللاسف الناس ما اتعلمتش الدرس، عايزين يعيدوا الدرس مره ثانيه. صحيح. يعني وهيتعلموا برده من الدرس بتاع السنه دي، والنادي الاهلي يبقى بطل الدوري وهياخد البطولات باذن الله يا رب. اتمنى بس يبقى دي رساله بسيطه اللي يقرب ناحيه النادي الاهلي عنده جمهور يعني يقدر يحمي النادي باذن الله رب العالمين. قبل ما نطلع ناخد تقرير عن مباراه الاهلي والجونه النهارده، عايز سريعا كده كابتن علاء لو تفتكر ايام زمان لما كنا بنخش في بعض المطبات الصعبه اللي هي زي ديت، احنا كلاعيبه في النادي الاهلي بغض النظر عن الجهاز الفني، الجهاز الفني طبعا بيحاول يجمعنا ويحاول يكلمنا ويحاول يطلعنا من اللي احنا فيه، ولكن في حاجه مهمه جدا، لاعيبه النادي الاهلي ودورهم في التوقيت دوت. تاني يوم على طول. انا فاكر ايام زمان، فاكر الكابتن خطيب، كابتن مصطفى عبده، كابتن ثابت البطل الله يرحمه، بيلمونا لما بالزبط. ننسى اللي فات، بص للي جاي، نبتدي نتكلم. هو ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل على فكره ايمن في كل الاجيال. ما بص يا ايمن، في حاجات كده في النادي الاهلي مش موجوده في حته ثانيه خالص. صحيح. اللي يعرفها اللي عايش جوه النادي الاهلي، اللي انت بتقوله ده حصل في كل الاجيال اللي قبلنا واللي بعدنا. هو بيحصل، مش عايز اقول كبوه، دي حاجه تعبانه قوي كده، تلاقي تاني يوم كابتن الفريق دايما بنقول عليهم اللعيبه الكبار، اجتماع قبل التمرين يقعد مع الناس كلها يخرجك في ثانيه من اللي انت فيه عشان ما تنزلش الملعب وانت متضايق قرفان. لا 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 خلاص، الموضوع تنزل من الملعب بيبقى بدايه جديده، تحس ان انت لسه بادي تاني، عايز تبقى عايز تلعب، عايز تكسب، كله عارف في شعله نار في الملعب. نفس اللي بيحصل مع الجماهير على طول. جماهيرك يا ايمن، حتى جماهيرك يعني سبحان الله جماهيرك مميزه جدا. جمهور النادي الاهلي عمره ما جه على لعيبه النادي الاهلي، عمر ما عمل لهم احباط. في عز لما يكون في مشكله تلاقي الجماهير مطلعاك السما، عشان كده جمهور النادي الاهلي ده لوحده. النادي الاهلي حته لوحده، هي دي المشاكل اللي في ناس كتير قوي مش حباها، حتى الناس بتحسدك على جماهيرك، يعني ده في ناس بتحسدك ايه الجمهور ده؟ الجمهور اللي لما بيحصل حاجه شايل فرقته في السما، لما بيكسبوا برضه طالع بيهم السما، اللي هو جمهور دايما ايجابي. ايوه. جمهور النادي الاهلي عمره ما كان سلبي. صحيح. فتخيل بقى لعيبتك، يعني اللعيبه الكبار بيعملوا ايه؟ بيجمع فرقتك، اللي حصل بدايه جديده، بتلاقي حاجه ثانيه خالص ثاني يوم على طول. متهيألي كان حصل موقف في ايام مستر مانويل جوزيه لما رحنا اول كاس عالم للانديه، خسرنا على طول. ايوه. بعدين قال ان احنا السنه الجايه هنيجي مره ثانيه وهتشوفوا ايه اللي هيحصل. وحصل ورحنا مره ثانيه وبعدين كانت النتيجه احسن من السنه اللي قبلها. هقول لك حاجه ايمن، سيبك من ده كانت مباراه يعني كاس الانديه. هقول لك عايز افكرك بيه، كابتن علي كان موجود في الجهاز الفني. ايوه. قبل كابتن يوسف. ايوه. واحنا راجعين من كاس العالم للانديه، النادي الاهلي طلب ياجل مباراه الاسماعيلي بتاع الساعه البيولوجيه ولسه عمليه النوم والتنظيم. أيوة. اتحاد الكره رفض، قال لك عندي جدول عايز استكمله بسرعه. ايوه. رجعنا خسرنا من الاسماعيلي في استاد القاهره وسط جمهورنا 3-0 او 3-1 على ما اتذكر. انت كلاعيبه بقى طالعين، احنا مستنيين المباراه اللي بعدها. احنا انا مش شايف مين اللي جاي. أيوة. يعني حظها كان المقاولين هو اللي المباراه اللي بعدها. كسبنا المقاولين في المقاولين 5. أيوة. هو ده الرد اللي لازم يكون. حاجة لا انا هقول لك حاجه، هقول لك حاجه اجمل من كده بكتير. ماشي. الصفقات اللي كان هنا اللي هناك. صحيح. هنا احنا انت خسرت البطوله. صح.
مستر جوزيه قبل ما يخش عندنا راح داخل عندهم مبروك احنا نكسبكم هناك. انت بتتكلم في ايمن هو بيقولش على فكره والله مش بيقولها مش بيقولها نوع من الشو او حاجه يعني او تهديد واثق هو واثق في نفسه واثق ان الاوضه الثانيه فيها لعيبه هتجيب الكاس هتجيب الكاس بس أي. هو ده لعيب النادي الاهلي هو حتى ده مدير فني النادي الاهلي هي أي. بص ايمن هي مشكلتك عارف اللي مؤرقه ناس كتير قوي في مصر ان دايما النادي الاهلي مميز في كل حاجه في أي. كل لوحده بص من غير زعل يعني ممنوع المقارنه مع النادي الاهلي في اي حاجه يمكن اتوبيس اللعيبه وصل دلوقتي ده وصل الاستاد توفيق ان شاء الله يعني باذن الله تكون مباراه النهارده انطلاقه باذن الله للي جاي والحصول على البطوله الافريقيه زي ما قال كابتن علاء. كابتن محمد يوسف عايز اعرف في الاوقات اللي هي زي دي دور المدير الفني للنادي الاهلي. بص في نوعين شويه، النوع الاولاني لو مدير فني وطني او مدير فني مصري وغالبا بيبقى من ولاد النادي فطبعا بيبقى الـ عايز اقول الـ يعني مناقشته للحته دي بتبقى وصل للعيبة بشكل قوي جدا وبتبقى سريعه. يعني انت بتلعب كل 3 ايام مباراه، كان مباراه الزمالك يوم السبت، النهارده الاربعاء تتكلم في فرق زمني 3 ايام ما عندكش غير حد واثنين وثلاث. ف المدرب بيبقى سريع جدا في الحاله اللي هو لو هو مصري فبيبقى عارف واصل المعاني بيوصل معاني قويه جدا للعيبه لانه عاش دي زي بدون قطع كلامك احنا شايفين الاجراءات الاحترازيه في الاستاد ويمكن الكل ملتزم عندنا في النادي الاهلي وباذن الله يكون مكسب النهارده ان شاء الله ان شاء الله اتفضل فدي نقطه. نيجي بقى للنقطه الثانيه لو مدير فني اجنبي زي الحاله اللي احنا فيها فهو طبعا بيقرا كل حاجه عن النادي الاهلي وعارف النادي الاهلي ده نادي بطوله بالاضافه الى ان في وقت التعاقد بتاعه لما بيجي يتعاقد مع النادي الاهلي مسؤولين النادي الاهلي سواء رئاسه النادي سواء لجنه الكوره سواء مدير الكوره كل دول بيقعدوا معاه بيشرحوا له بيقولوا له النادي الاهلي ده ايه وخططه ايه ولما بيخسر مباراه بيحصل ايه ويعني بيشرحوا له الاجواء اللي هي بتحصل في جميع المواقف اللي بيحصل فيها النادي الاهلي. النادي الاهلي بيعدي بمواقف كتيره جدا بيكسب وبيخسر وبيتعادل وبيفوز وجمهوره اوقات بيبقى معاه واوقات بيلاقي حاجات ضده كتيره وحاجات معوقات كتيره بتقابله في بطولات افريقيا بالتحديد فازاي هو بيجتاز ويحاول ان هو يحول الصعوبات والعقبات دي يحولها لحاجات تحفز اللعيبه وتزود من دوافع اللعيبه طبعا. فكتير المدربين الاجانب اللي جم مثلا كانوا بيفاجئوا لما بيروحوا افريقيا لكن مع الاداره بتاعه النادي الاهلي بص الجمهور مثلا في المدرجات طبعا حاجه ما تسمعونا شويه بالجمهور ده بيقول ايه حاجه عظيمه طبعا حاجه عظيمه وبص بيجرى كابتن يتكلم على النادي الاهلي يعني جمهوره ده فعلا حاجه عظيمه جدا مالي الاستاد شايف منظر وحشنا الجمهور والله منظر اتمنى ان يعود تاني لان فعلا اللعيبه انت عندك يا كابتن ايمن في مجموعه لعيبه كبيره جدا دلوقتي بقى لها مثلا 7-8 سنين من اول ما مثلت النادي الاهلي ما شافتش الجمهور ما عايز افكرك بحاجه كابتن محمد انت لعبت في الجونه ضد اورلاندو وخسرت وخسرنا وكسبت البطوله وكسبنا البطوله حصل خسرنا من دوري المجموعات وكان المباراه دي في رمضان كنا احنا صايمين وفريق اورلاندو بايرتس طبعا فاطر وبعد كده رحنا واحمد عبد الظاهر اتطرد كمان احمد عبد الظاهر اتطرد في الشوط الاول ثم بعد ذلك حولنا من مباراتين كان عندنا نقطه مع الزمالك تعادل حولنا طلعنا اول حولنا لاول مجموعه كسبنا اربع مباريات متتاليه او ثلاث مباريات بالظبط والتعادل الاخير مع اورلاندو هناك يعني الهزيمه دي كانت نقطه انطلاق فاللي انا عايز اقوله ان نفس الكلام دايما النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي لما بتحصل دروب بيحصل وقعه صغيره بتقوم اقوى من الاول وده سمات البطل. هو ده سمات البطل عشان كده دايما مدربين النادي الاهلي لاعيبه النادي الاهلي مسؤولين النادي الاهلي اول ما بتحصل حاجه زي ما كابتن علاء قال لك وزي ما هاني واسامه وكله احنا على طول لما بتحصل دروب او بيحصل حاجه لما بتبقى قويه قوي وبيبدا بقى
تبص تلاقي روح في التمرين، بتلاقي في المباراه اللي هي اول مباراه على طول بعديها بتلاقي حاجه غير عاديه زي الفرق الكبيره ريال مدريد بايرن ميونخ برشلونه. مظبوط مظبوط. النقطه كمان اللي انا عايز اكد عليها ان مدربين الاجانب اللي جم واشتغلوا في النادي الاهلي كلهم اجمعوا ان لا احنا 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 مذهولين من يعني هم كمان في مدرب اجنبي مره يعني دون ذكر اسمه قال هو انتم ما عندكوش مفهوم يعني ما فيش مفهوم ان الفريق ده يتعادل في مدير فني قال كده قال مره على المكسب قال هو انتوا بس فاهمين ان لازم تكسبوا ما فيش طبعا مش في ماشي اه مش موجود طيب. لا 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 يعني انا ما كنتش شغال معاه فالمهم مش عايز تقول اسمه ليه انا عارف مش ماشي مش عايز تقول اسمه وجاي تاني وبعدين قال حاجه حلوه مش وحشه ها قال حاجه كويسه بيقول اسمه مارتن يول مارتن يول عمل ايه مارتن يول فضل ماشي 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 فحصل دروب مره في ماتش وايه وخسر لا ومارتن يول ده مين ده مارتن يول شغال في البريمير ليج فقال هو هنا الكوره قال هو الكوره هنا يعني احنا في انجلترا في تعادل في مكسب وفي خساره ثلاث نتائج ممكن يحصلوا يعني في الكوره يعني مع اكبر فرق فقالوا لا هنا النادي الاهلي مفيش النتيجه ما يعرفش غير مكسب فقط لغير لا وممكن تعادل خفيف يعني فهو حتى انبهر ان 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 يعني ان نادي زي النادي الاهلي دائما بيبحث عن الفوز نتيجه الفوز دي هي النتيجه المنطقيه بالنسبه له واللي هو بيبحث عنها في كل مباراه فدي الجوان بقى بتاعه النهائي بقى ان شاء الله كده تبقى فال خير ان شاء الله يا رب البطوله بقى السنه دي ترجع تاني بلب النادي الاهلي في الجزيره ان شاء الله يا ده الهدف يا رب. الهدف الاول لا ده الهدف الثاني ده بتاع عبد احمد عبد الظاهر ده بتاع عبد الظاهر ده وفي هدف ابو تريكه بس ذكريات جميله وان شاء الله تتكرر باذن الله رب العالمين ان شاء الله. طيب قبل ما نكمل كلامنا عن المباراه هنطلع تقرير عن مباراه الاهلي والجون يلتقي الأهلي مساء اليوم مع فريق الجونة في إطار مباريات الجولة 22 لمسابقة الدوري الممتاز. الأهلي يدخل مباراته أمام الجونة تحت شعار مصالحة جماهيره عقب الخسارة أمام الزمالك بثلاثية في لقاء القمة الذي أقيم السبت الماضي، وهي الخسارة الأولى للجهاز الفني بقيادة السويسري ريني فايلر مع الفريق في الدوري. ورغم الخسارة لا زال الفريق متصدرا قمة الدوري برصيد 56 نقطة وبفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه. وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي على عقد جلسة مصارحة مع لاعبي الفريق في حضور لجنة التخطيط للكرة، وأكد في حديثه مع لاعبي الفريق ضرورة تقدير غضب جماهير الأهلي وأن تكون هناك ردة فعل إيجابية في أسرع وقت ممكن وتصحيح الأخطاء والعودة إلى طريق الانتصارات واستكمال المشوار المحلي في الدوري بنجاح، والاستعداد بمنتهى الجدية والتركيز لمباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال. ومن المنتظر أن يغيب عن اللقاء كل من محمد هاني للإيقاف ووليد سليمان للإصابة بجانب الغيابات المستمرة مثل محمود متولي ومحمود كهربا ومحمد محمود. وفي المقابل يدخل الجونة المباراة وهو بدون معظم لاعبيه الأساسيين المعارين من الأهلي لوجود بند في الإعارة يمنع مشاركتهم أمام ناديهم الأصلي، وهم محمود الجزار وباسم علي وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان. ويبحث الجونة خلال اللقاء عن تحقيق نتيجة إيجابية بعد تذبذب النتائج خلال آخر ست مباريات وتعويض الخسارة برباعية نظيفة أمام المارد الأحمر في الدور الأول للاقتراب من منطقة وسط الجدول وتعزيز فرصه في البقاء في الدوري الموسم المقبل، حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة ويبتعد بنقطة واحدة عن المراكز الثلاثة المؤدية للهبوط. قبل ما ندخل برضو في أجواء المباراة ونتكلم عن الفريقين هنروح لملعب المباراة ومعانا كريم أحمد وفاروق صلاح علشان يقولوا لنا تشكيل الفريقين. كريم معاك حبيبي اتفضل.
بجد التحيه ليك يا كابتن ايمن، وبرحب طبعا بكل نجوم الاستوديو التحليلي. زي ما قلنا التشكيل المتوقع من لحظات بالفعل هو التشكيل الرسمي لفريق النادي الاهلي. ابدا معاك تاني ونذكر كل جمهور النادي الاهلي في حراسه المرمى الشناوي، خط الظهر من الشمال اليمين علي معلول، رامي ربيعه، ايمن اشرف، احمد فتحي، امامهم السوليه وديانج، على الاطراف جونيور اجايه وجيرالدو ومحمد مجدي قفشه وبادجي. الاحتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي علي لطفي، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، مروان محسن، احمد الشيخ، محمود وحيد، محمد شكري ومحمد فخري وعربي بدر. وبيخرج مصطفى شوبير من القائمه عشان يكون 9 لاعبين على دكه البدلاء. ان شاء الله باذن الله يكون التشكيل ده موفق لفريق النادي الاهلي، ويبدا ان شاء الله يقدر ان هو يحصد 3 نقاط هيكونوا مهمين جدا ان شاء الله يا كابتن ايمن، ويستعيد سلسله الانتصارات من جديد، وتستعيد اللعيبه ان شاء الله ثقتها في نفسها، والقادم يكون افضل ان شاء الله لفريق النادي الاهلي. يا رب المكسب ان شاء الله يا كريم. شكرا. هنروح لمراسلنا فاروق صلاح ونعرف منه تشكيل فرقه الجونه. اتفضل يا فاروق. كل التحية ليك يا كابتن أيمن، وكل التحية لضيوف حضرتك الكرام، كابتن علاء ميهوب، كابتن محمد يوسف، كابتن أسامة حسني والكابتن هاني العجيزي. من هنا من داخل ملعب استاد داخل استاد القاهرة، الجولة رقم 22 ما بين الأهلي والجونة. الجونة استعد جيدا لمواجهة النادي الأهلي في هذا اللقاء. كان فريق الجونة عقب قرار الدولة المصرية بعودة استئناف النشاط كان لعب 3 لقاءات، كان تعادل مع الاتحاد بهدف لكل فريق، وكان تلقى الهزيمة في اللقاءين أمام نادي مصر المقصة ونادي مصر. منذ لحظات مستر بيدرو أعلن التشكيل اللي هيخوض بيه اللقاء، وهي طريقة 4-2-3-1، الطريقة المعتادة لفريق نادي الجونة في ظل غياب مجموعة من اللاعبين أبرزهم رباعي النادي الأهلي باسم علي، أكرم توفيق، أحمد ياسر، ريان، من مجموعة اللاعبين اللي بتغيب، ومحمود الجزار أيضا طبقا لبنود التعاقد ما بين الأهلي والجونة، وأيضا غياب لؤي وائل للإصابة وعبد عمر عموري للإيقاف. تشكيل فريق الجونة في هذا اللقاء: إسلام طارق في حراسة المرمى، على يمينه ألان كيامبادي، في الشمال جوناثان، 2 مساكين محمد نجيب وخالد صبحي، 2 في نص الملعب عمرو بركات وسيرجي اكا، قدامهم 3 اسلام محارب، اسلام عبد النعيم واحمد مجدي، خلف راس الحربة وولتر بواليا. عايز اقول لحضرتك كابتن ايمن ان هداف فريق الجونه في مباراه الدوري اللي بيغيب النهارده احمد ياسر ريان احرز 5 اهداف، يليه احمد حمدي 3 اهداف، ثم وولتر بواليا ب 3 اهداف. هنشوف المواجهه النهارده ونشوف المباراه ما بين مستر بيدرو ومستر ريني فايلر. طبعا نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للاستوديو التحليلي، اتفضل يا كابتن ايمن. الف شكر كريم احمد وفاروق صلاح ملعب المباراه، بنشكركم على التغطيه الرائعه، وباذن الله متواصلين معاكم حتى نهايه المباراه. وقبل ما نتكلم على الاجواء والفنيات في مباراه اليوم، تعالوا نطلع فاصل، نرجع بعد الفاصل نتكلم في اجواء المباراه. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، ونستعرض معا تشكيل النادي الأهلي لمباراة اليوم. عندنا في حراسة المرمى محمد الشناوي، أحمد فتحي ناحية اليمين، علي معلول ناحية الشمال، 2 في القلب رامي ربيعة، أيمن أشرف، طبعا رامي ربيعة بيلعب النهارده على حساب ياسر، 2 في نص الملعب أليو ديانج، عمرو السلية، و 3 قدامهم جيرالدو، محمد مجدي قفشة، جونيور أجايه، وقدام أليو باتشي. كابتن علاء، عايزين نتكلم في التشكيل من طريقه التشكيل اللي هي قدامنا دي دلوقتي. يمكن الاربع مباريات اللي فاتت الناس كانت حاسه بان في حاجه غلط في الفرق، يعني اللعيبه موجوده ولكن في تغيير في بعض المراكز، انما اعتقد النهارده اللي جاي دوت اعتقد ان مستر فايلر يبتدي الماتش زي ما كان قبل كده، يعني هو حاطط كل لاعب في مكانه اللي بينجح فيه. هو رجع لطريقته المعتاده خلاص يا ايمن. بالظبط. قبل الكورونا التوقف وكده، هو بعد ما رجع او بعد التوقف بتاع الكورونا ده، واضح ان كان في فكر معين هو عايز ينفذه، حتى في المباريات الوديه واتكلمنا فيها هنا في الاستوديو، كان عاوز ينفذ حاجه. بس هي خدت وقت شويه، والناس كانت بدات تبقى مش متقبله. تقلق. ايوه. وفي نفس الوقت يمكن برضو احنا الحمد لله بنوضح كل حاجه في الاستوديو هنا. اللعيبه نفسها مش هاضمه الطريقه، او مش يعني كل واحد مش حاسس ان هو في مكانه. النهارده انت رجعت لطريقتك الطبيعيه اللي هي تديك التفوق في كل حاجه، دفاعيا وهجوميا، واللعيبه كل واحد بيلعب في مكانه، وكل واحد حتته اللي هو متعود عليها وبيبدع فيها. عشان اتفضل. ويخليك كمان تبدا المباراه بالاريحيه اللي انت هي دي ايمن، اهم حاجه انت كلعيب نازل
عارف هتعمل ايه ومن جواك مستريح، بلعب في المكان اللي انا متعود عليه مش مكان لسه هفكر هعمل هشتغل فيه ازاي. لكن النهارده 4 2 3 1 الطريقه الطبيعيه جدا بتاع مستر فايلر اللي بتناسب لعيبه النادي الاهلي على فكره. يعني مش لازم اي طريقه تبقى هي الطريقه اللي العالم كله بيلعب بيها تناسبني، لا طبعا. لكن دي الطريقه بتناسب لعيبه النادي الاهلي، 4 2 ارتكاز و3 كل واحد ليه مهامه الخاصه وكل واحد عنده مهارته الخاصه، وباجي اللي خلاص تقريبا 80% اخذ ثقه فايلر واخذ ثقه جمهور النادي الاهلي، وده الاهم بقى. اعتقد قدم اوراق اعتماده المباراه اللي فاتت بالظبط، ده الاهم ان جمهور النادي الاهلي بدا يتقبل بادج خلاص بعد ما مش مباراه الزمالك، المباراه اللي قبلها لما نزل اسوار لما احرز هدف. حتى كنت بتكلم قبلها مش عارف مع مين بقوله على فكره احتمال كبير قوي بادج هو اللي يبدا، لان هو مخلص المباراه اللي قبل الزمالك ايمن احرزوا الهدف ثقه، طب ما ندي واحد عنده ثقه وهو عارف يعني ايه اهلي وزمالك، فهينزل. وحصل على فكره من احسن لعيبه النادي الاهلي هو كان بادج المباراه السابقه، ولو كان عنده بس جزء من الحظ كان احرز اول اهدافه في الزمالك. احنا يمكن اتكلمنا في الموضوع دوت وانت قلت عنده مميزات كبيره جدا في العاب الهواء بالذات، الهوا طبعا لازم نلعب عليه شويه بس من الجناب مظبوط، تلعب هوا تلعب العاب الهوا على واحد من امكانيات بادج بس اللي هي الجناب اللي هو فتحي بقى ومعلول واذا كان جونيور اجاييه اذا كان جيراردو، لكن اللي دايما مواجهه دي ايمن بتبقى لحد كبير صعبه، لو اكتر حاجه هيعملها كده لحد بيكمل. لكن ميستو اللي هو متفوق فيها قوي جدا ما شاء الله، اللي هي الكوره العرضيه اللي هو ممكن يحطها في الجول وممكن بيصلح للي واقف على الدايره بره، لا بيعملها ودايما بيبقى شايف. فانا يعني احسن حاجه في المدير الفني استغل الميزه اللي عند اللعيب بتاعي. كل واحد عنده ميزه ربنا ميزه بحاجه، هو الميزه اللي عند بادج ما شاء الله قوام ممتاز والعاب الهواء مميز فيها، طب انا ليه ما استغلش الامكانيات دي. وبعدين هو بيعمل حاجه كويسه كمان لازم نتكلم عليها، ان هو دايما بيتحرك على الجناب، هو بس دايما بيروح ناحيه اليمين يا ايمن. يعني انت لما بتلاحظ حركاته يا اسامه دايما بيحب يروح ناحيه اليمين ودايما بس بيروح ناحيه اليمين بيتصرف كويس على فكره. فهو مميزات كتير جدا، خلاص هو تقريبا خد ثقه الجمهور واخد ثقه فايلر، الثقه بقى كبيره قوي الاهداف، هي دي اللي بالنسبه لراس الحربه، راس الحربه لازم الاهداف. يعني معانا اثنين اسامه وهاني كانوا بيلعبوا في الحته دي، هي الاهداف اللي دايما تحس ان راس الحربه طالع مبسوط، اهم حاجه حته الاهداف دي. لكن النهارده يحسب مستر فايلر ان هو رجع ما كبرش، رجع للطريقه الطبيعيه بتاعته وان شاء الله تبقى موفقه ان شاء الله. هو اعتقد ان هو عشان لسه بادئ يمكن ارقامه لسه مش تقيله معانا، ولكن احساسي ان هو خطورته جوه ال 18 طبعا مش بره ال 18 لا 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 خالص. يعني في لعيب لما بيطلع بره ال 18 لا مش موجود بالزبط. هو في ال 18 لا بالزبط. يبقى خطورته قويه جدا، بقول لك عشان امكانياته ايمن امكانياته جباره، بس زي ما بيقولوا في الصندوق هو في الصندوق لا مهاجم خطير جدا مميز. جدا مميز جدا، بس حته الاهداف كمان هدول ثقه كويسه قوي، هو تحس ايمن كمان هو تحس الثقه خلاص وصلت عنده. أيوه. ان هو برده خد بالك هو جاي النادي الاهلي بجماهيره، ازاي افرض نفسي على اللعيبه يا محمد صغير في السن، هو صغير يعني طبعا يعني مش عنده 29 سنه. ايوه هو حته ان هو يدخل مع الفرقه دي اسامه، في لعيب بياخد وقت وفي لعيب بيتاقلم بسرعه، بس في كل الاحوال انت متاكد من حاجه ان انت جايب لعيب امكانياته كويسه، لكن هو واضح ان هو بدا يتاقلم، بدا يخش مع اجواء لعيبه النادي الاهلي. حته بقى الاهداف بتمنى ان شاء الله النهارده احرز هدف، اعتقد هتفرق جامد. عارف يا كابتن كمان سنه بيتحكم في الحته دي، يعني مثلا يكون عنده 29 30 سنه بيبقى لعب بقى له مثلا 7 8 سنين بيلعب، هو الولد لسه صغير، الولد عنده 23 24 سنه برضو زي ما كابتن علي قال لك لما هياخد الثقه بلاش ولد يقول الوحش عنده 23 ده ما شاء الله الوحش ده عنده 23 سنه، فاهم قصدي؟ انا عايز اكمل كابتن علاء شرح حته بادجي حلوه جدا، بس لازم الاربعه اللي قدامك كابتن ايمن لازم يبقى فيه هارموني ما بينهم. يعني ايه؟ يعني انا النهارده لما بلاقي اليو بادجي بيجي على الطرف اليمين ويتطرف بره الملعب عشان يستلم، بيستلم مثلا من فتحي او بيستلم من طرف جيرالدو مثلا داخل لجوه، يقوم هو قاطع له بره يقوم حاططها له في مساحه، لازم في الحاله دي قفشه يكمل حربة. راس حربه مزبوط. راس طبعًا. حربه طبعًا. جونيور اجاي راس حربه تاني بالزبط. انت فاهم قصدي ازاي؟ ما نبقاش برافو عليك، طالما انا الراس حربه بتاعي بيخرج لبره، يعني صح. طريقه لعب بادجي غير طريقه لعب جونيور، لما جونيور لما بيلعب راس حربه بيتمركز على ال 18 مزبوط. وبيبقى دايما جوه البوكس ودايما بيلعب على كره استحواذ شويه، يعني صح. ايه العب معاه دبل باس يدخلني المساحه اللي هي الحاجات الصغيره صح. دي ده ستايل جونيور اجاي لما بيلعب راس حربه صح. غير مروان غير بقى الولد بادجي
عشان الولد الكابتن علي. الوحش بدجي لما بيتحرك على جنب من جناب الملعب وخصوصا الجنب اليمين، فلازم هنا في الحاله دي ان يخش قفشه يبقى راس حربه، ولازم جونيور اجاي يبقى راس حربه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان الكرات العاليه، لان احنا لجأنا ليها كابتن في ماتش الزمالك، ودي كانت يعني برضو انا كنت عايز اتكلم فيها، لانها دي مش طريقه لعب النادي الاهلي. مش برافو عليك، مش دي شخصيه النادي. مش شخصيه النادي. رقم اثنين رقم اثنين ان الكرات العاليه دي لما انا العبها على مهاجم زي بادجي لازم يبقى عندي سرعات. ليه بقى؟ السرعات اللي هي هتاخد هيطلع هيزحلق الكره ياخد الكره الثانيه. انا عندي جونيور لعيب كره عالي قوي، فكر عالي، رؤيه مميزه جدا، لكن مش سبرينتر. قفشه نفس الكلام. اللي عنده سرعات شويه وممكن يعمل دي جيرالدو. اذا انا الثلاثه اللي تحت بادجي منهم واحد بس سريع واثنين تانيين لعيبه كوره، يبقى لازم الكوره دي تتحط ايه؟ تتحط على صدر بادجي. يعني انت كنت راس حربه والعجيزي واسامه، انا ممكن العب لك كوره طويله من تحت، يعني انا كسد باك رامي ربيعه او ايمن اشرف. ايمن على عدلته الشمال ورامي على عدلته اليمين. لما اجي احط كوره طويله ممكن احط الكوره اشيل الكوره بحيث تسقط على صدرك على فخدك. مش هروح مديك كوره اطلعك مع السرد باك بدماغك وايه وتخبطوا في بعض. ودي بتبقى غالبا الاولويه للمدافع لانه بيبقى جاي وراكب وبوشه وظهري، فاهم قصدي؟ فانا مش معترض على الكوره اللي بتتحط على بادجي بقدر ما انا يعني معترض على الكواليتي بتاعها. انا ممكن احطها له في رجله، احطها له على صدره لو هو جوه وهيتطرف على الطرف او احطها له في مساحه هيروح هناك، ممكن ياخد فاول يعدي ويعمل بالعرض ايا كان يعني. بس لازم اللي حواليه برضه يساندوه. طبعا الاربعه اللي قدام دول حتى هو يقول لك واحد وتحتيه ثلاثه، في اوقات كتيره جدا الشادو، في مدربين كتير جدا بيلعبوا بالشادو سترايكر ده اللي هو السترايكر ده عشان يفضي وياخد السرد باكين بس. انما كل الشغل بيتعمل منين؟ بيتعمل من الثلاثه اللي تحتيه. الثلاثه تحتيه نوعيتهم ايه؟ هل سرعات كلهم؟ هل لعيبه كوره؟ هل متنوع ما بين سرعات زي جيرالدو وزي مثلا وليد سليمان عنده حته السبرنت ولعيبه كوره زي قفشه وزي جونيور اجاي؟ لازم يحصل هارموني ما بين الرباعي ده، لان هو ده اللي بيشكل لك الهجمات بتاعتك، بالاضافه لتقدم باك من الباكين سواء علي معلول من الجنب الشمال او احمد فتحي النهارده بيبتدي من الجنب اليمين. الكابتن محمد يوسف اتكلم في حته الهارموني بين الاربعه اللي قدام. وجود محمد مجدي قفشه النهارده في مكانه الطبيعي اعتقد ان هو هيرجع لنا الهارموني ديت. مجدي قفشه يعني افضل مكان عشان تاخد منه انت كمدير فني تستفيد منه كفريق النادي الاهلي دايما في قلب الملعب. عشرة. دايما اللي بيلعب على الطرف بره بيبقى محتاج يعني مميزات معينه. صحيح. محتاج السرعه، محتاج يعرف يلعب على الخط، فدي تبقى في لعيبه في مواصفات معينه. جيرالدو اوكي، اجاي ممكن يلعبها، حسين الشحات لما بيرجع ممكن يلعبها. لكن قفشه دايما هو اللي بيعمل لك ربط الخطوط مع بعض. ايوه، دايما اللي بيعمل لك اي حل في قلب الملعب، مثلا ديانج والسلاق الراس المثلث بتاعهم هو قفشه. دايما عنده رؤيه في المساحات الضيقه. فعشان نستفيد من محمد مجدي قفشه هو ده افضل مكان يلعب فيه حته ربط الخطوط. الحاجه اللي قالها كابتن يوسف مهمه جدا، النهارده حته الضغط الامامي، اليو بادجي، جيرالدو، مجدي قفشه، جونيور اجاي، لازم يكون في ضغط من الرباعي ده، ما يبقاش ضغط واحد والباقي راكب، لا لازم بوجه الهجمه ناحيه جنب من الاجناب واحنا الاربعه بنضغط مع بعض. عمليه اللامركزيه في الجزء الامامي مهمه جدا. النهارده يعني جيرالدو ما لقوش واقف على الخط بصفه مستمره، اجاي ما لقيش واقف على الخط بصفه مستمره وقافل على علي معلول. اعتقد بالنسبه لاجاي هو متفاهم جدا مع علي معلول في الناحيه دي، لعبوا مع بعض كتير. لعبوا مع بعض كمان، هو بيوسع له كتير كمان. لعبوا مع بعض كمان في الصفاقسي قبل ما يجوا النادي الاهلي، الاثنين كانوا بيمثلوا ثنائي في الحته دي، خلاص لعبوا مع بعض كتير. والنهارده في افضليه، اجاي ممكن بيكمل راس حرب او يلعب على الخط، فدي بتدي افضليه. النهارده جيرالدو مع احمد فتحي برده زي ما هو بيقوم بالدور الدفاعي بشكل مميز جدا، بيقفل الجبهه بتاعته، بيقوم بالدور الهجومي. جيرالدو لعيب بيحب يلعب دايما على الخط، دايما عنده السرعه، لا النهارده مطالب برضو انه في وقت من الاوقات يضم للداخل عشان افتح المساحه دي لاحمد فتحي. احمد فتحي بيجي من تحت، عنده الكروس باص بيعمله كويس زي ماتش اسوان الهدف اللي كان جابه جيرالدو، بس كان هو موجود الناحيه الثانيه. لسه ما نعرفش يعني، هو اكيد اشياء هيلعب قدام علي معلول اكيد طبعا. بس أكيد دي حته مهمه بالنسبه للرباعي الامامي. حته دايما العرضيات التكمله مهمه جدا. يعني النهارده لو احمد فتحي بيرفع ناحيه اليمين
مش عايز بادجي لوحده وعايز بقى قفشه مستني بره على 18 واجاي، لا لازم يبقى فيه النهارده مهاجم واثنين وثلاثه جوه ال 18 والتكمله من ورا عمرو السوليه هو اللي قافل على 18 مره علشان تقدر يبقى فيه اهداف، والاهداف تيجي من هنا دايما من الكثافه الهجوميه الاماميه. صحيح. كابتن هاني عجيزي ورايك في التشكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا كابتن ايمن التشكيل ده كلنا اللي احنا حابينه واللي الناس كلها اتكلمت عليه كذا مره ان هي ان هو لازم الراجل يبدا كده، حتى الماتش اللي فات كان كنا كلنا متوقعين ان الراجل هيبدا كده، وفي ناس كانت متوقعه ان الراجل هيبدا بثلاثه في نص الملعب، ولكن النهارده رجعنا للتشكيله المحببه لينا 4-2-3-1. الراجل قفشه في مكانه، جيراردو ناحيه الشمال في مكانه، اجاي نفس الكلام. النهارده مفيش يعني مفيش مش عايز اقول افتكاسات، لكن الراجل النهارده بيلعب بالتشكيل اللي هو المريح للعيبه بتاعته، زي ما الكابتن علاء قال ان اللعيب بيبقى مرتاح في مكانه اكتر ما بيبقى مرتاح في مكان مش مكانه. انا كلعيب سترايكر لو المدرب جه قال لي العب هاف انا هبقى متضايق، يعني طبيعي مش مكاني ومش حافظ مكاني كويس وما ببقاش مش يعني ببقى في مكاني افضل، احس ان انا شايف في مكاني ان انا افضل يعني. لكن النهارده التشكيل احمد فتحي النهارده بادئ مكان محمد هاني الايقاف، رامي ربيعه داخل النهارده مكان ياسر ابراهيم، بقيه التشكيل جيراردو النهارده بادئ مكان حمدي فتحي. فالتشكيل النهارده انا شايف ان هو مناسب جدا، لكن في حاجه كابتن ايمن لازم نتكلم فيها كلنا كابتن محمد متفقين عليها، النهارده جمهور النادي الاهلي لازم يبقى فيه رقم واحد الروح النهارده لازم تبقى اعلى من الفنيات، لان النهارده الجمهور عايزين نقول برضو ان في ان الجمهور مشحون، وان في طبعا الهزيمه من النادي الزمالك الماتش اللي فات، فدي حاجه مؤثره على الناس كلها، يعني حتى في الشارع الناس الاهلاويه كلها اللي في الشارع الناس كلها متضايقه، يعني النهارده لازم يبقى فيه روح قبل الفنيات وقبل كل حاجه، لازم يبقى فيه روح النهارده اللعيبه تنزل تحسس ان الناس ان هي الماتش اللي فات كان قدر الله ما شاء فعل وما كانش ماشي معانا، وفي نفس الوقت ان احنا رحنا للجول كتير، الراجل بادجي مش ضيع الراجل لعب على الجول وكان مميز الماتش ده، ويعني اللعبة كلها راحت للجول وكان في ضرب الجزاء لينا ما اتحسبتش. طبعا مش عايز اتكلم في تفاصيل اكتر من كده، ولكن النهارده اهم حاجه انا شايف ان اهم حاجه النهارده اللعيبه تنزل ان هي من اول دقيقه يبقى في روح في المباراه. في حاجه بس كابتن ايمن عايز اتكلم فيها، حته ان الراجل برده لازم يدي كابتن اسامه فرصه للناشئين شويه، يعني انا ده رايي. الناشئين في برده في محمد شكري، في عربي بدر، اللعبة دي وفي فخري، اللعبة دي يا كابتن يوسف لازم برده الراجل يديها، يعني انت الحمد لله ماشي يا كابتن علاء، بس انت اقول لك على حاجه، انت الحمد لله اديهم في التوقيت ده هاني. لا مش قصدي يا كابتن، مش قصدي الماتش ده، انا قصدي بتكلم عامه. ايوه عامه، انت الناشئ اهم حاجه التوقيت. تمام، اهم حاجه التوقيت، صحتك تبقى فايقه عشان ما خصوصا ممكن يبقى ناشئ هاني تالنت ومميز وكل حاجه، بس توقيت ان انا العبه مع في الفريق انا معاك غير انك انت انت حاسس ان فريقك كله تمام، وحتى الاداء ما فيهوش مشكله، اداء ممتع، حتى اي بقى حاجه تعملها متقبله، حتى الناشئ لما يلعب، ما هو كلنا لعبنا في الاوقات دي، مفيش حد لعب هاني في وقت وحش هتيجي عليك انت، ممكن تبقى لعيب كويس قوي بس للاسف تبعد. صح، بس انا مش بتكلم على ماتش النهارده، لا انا بتكلم على قبل كده، انت الحمد لله دلوقتي انت راجل اول الحمد لله بفرق 17 بونت بينك وبين اقرب منافسين ليك، فايه المشكله ان انت تدخل الناس دي واحده واحده، مش شرط النهارده، الا ممكن الماتشات اللي جايه النهارده ربنا يكرمك، الماتشات اللي جايه يبقى فيها اريحيه للفرقه. لا ممكن النهارده، ممكن النهارده على حسب النتيجه، على حسب النتيجه ليه لا، على حسب الناس دي، وانت كده كده بالتالي عندك غيابات وعندك اصابات، وبرده لازم تحافظ على الناس اللي عندك، يعني انت عندك ناس النهارده اساسيه زي اجايه زي مجدي قفشه، الناس دي لازم برضو يا كابتن ايمن لازم تحافظ عليها، ما تديهاش النهارده 90 دقيقه لازم تحافظ عليها. لا وخلي بالك في حاجه بمناسبه كلامك، ان في بعد يومين ثالث يوم مباراه بالظبط، يعني انت عندك يوم السبت ان شاء الله ماتش باذن الله، ماتش مهم كمان مع النادي المصري بالزبط. فرقه فعلا جامده برضو، وماتش برضو يعتبر قوي، فلازم الراجل برضو يدي فرصه للناس دي برضو يشوفهم ويحكم عليهم. انا اعتقد زي ما قال كابتن اسامه وكابتن علاء ميهوب ان التوقيت مهم جدا في الدفع بالناشئ، فانا اعتقد ان الفتره الجايه لما الامور تتحسم شويه بالنسبه للدوري اعتقد ان هيبقى فيه نتمنى طبعا اكتر من ناشئ مستر فايلر هيستخدمه ان شاء الله باذن الله. في نقطه مهمه يعني اشوف كابتن علاء وكابتن هاني وكابتن يوسف يتفقوا معايا فيها ولا ايه، النواحي الدفاعيه في النادي الاهلي محتاجين يبقى فيه تركيز شويه من ريني فايلر على النواحي الدفاعيه، يعني احنا النهارده لما بنتكلم عن اقوى خط هجوم النادي الاهلي من بدايه مش انطلاق الدوري 53 هدف، اقوى خط دفاع 8 اهداف ما زال حتى الان فعلا بس عايز اتوقف عن
بعد الكورونا واستئناف الدوري هدف في مباراه الانتاج الحربي، ثلاث اهداف في الزمالك في اربع مباريات. انت النهارده كنت في حوالي 17 مباراه و 18 مباراه اربع اهداف بس. النهارده علشان تبقى فريق بطل وانت داخل على البطوله الافريقيه خلال المباريات القادمه ومن بدايه الجونه، الاهتمام بالنواحي الدفاعيه مهم جدا. اهتمام النواحي الدفاعيه مش معنى ان انا بدافع وبرجع وبسيب نص الملعب الثاني للفرقه الثانيه، لا، الوقفه الصح لخط الظهر وانا بهاجم. يعني النهارده الفرقه بتهاجم في ناحيه هجوميه، وقفت رامي ربيعه ازاي، وقفت ايمن اشرف ازاي، وقفت الباك الثالث ازاي. لو علي معلول بيهاجم يبقى احمد فتحي هل واقف ورا مع ناس ومأمن، وايضا وقفت اليو ديانج الهاف ديفندر اللي قدام المساكين. الوقفه دي مهمه جدا، لازم يعني يركز عليها ريني فايلر النهارده عشان تقدر يعني مش لمباراه الجونه بس، للمباراه القادمه وايضا مباراه الوداد. عارف كمان اسامه بعد اذنك كابتن ايمن، كمان عارف من النواحي الدفاعيه اللي دايما يا كابتن ايمن بنعملها احنا كنادي الاهلي دايما مميزين فيها، الكاونتر بريشر اللي هو الضغط العكسي لما بتفقد الكوره. احنا دايما كنا مميزين حتى قبل الكورونا، كان لما انت بتهاجم ومثلا جونيور اجاييه مع علي معلول شغالين في الجنب وبتاعه وبتعمل كره عرضيه، الكره اتقطعت بنضغط على طول بسرعه في التلت الهجومي، تضغط ضغط عالي في التلت الهجومي. يعني مش لازم تضغط، مش لازم النواحي الدفاعيه وانا بهاجم، انا ممكن كمان ان انا اضغط بسرعه اول ما بفقد الكوره عشان اجيبها تاني باسرع ما يمكن قبل ما الفريق اللي قصادي يترتب ويتمركز ويبدا يقف في البوزيشن بتاعته الصحيحه. فدي كانت مميزه جدا عندنا، ان احنا كنا على طول بنضغط بسرعه، بنعمل ضغط عالي بسرعه على الفرقه اللي قصادنا اثناء ما احنا بنهاجم الهجمه. فلما بتفقد الكوره بتروح ضاغط بسرعه جايبها تاني، فتفضل عامل ايه ريباوند تاني للهجمه بتاعتك. فاهم قصدي ازاي؟ دي مهمه جدا لان بتوفر اولا مجهود، ثانيا بتفضل حطاك في التلت الايه، في التلت الدفاعي او اللي هو التلت الامامي بتاعك اللي هو التلت الدفاعي بتاع الخصم، فبتفضل حاطط الخصم تحت ضغط باستمرار، تحت ضغط باستمرار، تحت ضغط باستمرار. دي مميزه جدا، ودي بتتعمل في التمرين، لما في تمارين الاستحواذ اسامه وكابتن علاء طبعا والعجيزي، لما بتيجي تعمل تمارين 5 ضد 5 و6 ضد 6 الضغط، انت مثلا مستحوذ اول ما بتفقد الكوره بيحصل ايه؟ على طول بسرعه تك 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 تضغط عشان تجيبها تاني، تجيبها بسرعه. ايوه بزبور. فدي حاجه من الحاجات المميزه جدا، والحاجه اللي احنا خليني يعني لو اجدناها ورجعنا تاني بيها قبل الكورونا كان بتتعمل دي، وكان ممكن اجيب لك لقطات كتيره جدا كنا بنقطع الكره على طول في التلت الهجومي بتاعنا واحنا بنحاول الهجمه، فبتضطر ان انت ايه تروح عامل هجمه ثانيه. فاهم قصدي ازاي؟ فدي انا شايف ان دي هتوفر مجهود كبير جدا على الاثنين ديفندر بتوعنا وعلى المدافعين، ان بدل ما بتقطع الكره في 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 80 متر اللي وراك لغايه ما توصل عند ال 18 بتاعت الشناوي، لا انت هتقطع الكره فين؟ عند ال 18 بتاعت الخصم. هنتكلم عن الاهلي قبل الكورونا وبعد الكورونا وارقام الاهلي والجونه والمدرسه السويسريه والمدرسه البرتغاليه، ولكن بعد هذا الفاصل. مرحب بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، وكنا قبل الفاصل بنتكلم على الارقام بين الاهلي والجونه. يمكن النادي الاهلي ونادي الجونه لعبوا مع بعض 14 مره، كان المكسب للنادي الاهلي 9 مرات، الجونه مره واحده واربع تعادلات. النادي الاهلي جاب 22 هدف، الجونه 7 اهداف. النادي الاهلي الاول 56 نقطه، 18 فوز، تعادل 2، هزيمه 1، وما زال افضل ارقام الجونه ال 14 برصيد 21 نقطه، وهو في موقف صعب جدا. فاز 5 مرات، تعادل 6 مرات، و10 مرات هزيمه، ليه 16 جول عليه 27 جول، وده ثالث اضعف خط دفاع وثالث اضعف خط هجوم. بالنسبه للمواجهه بين فايلر مدرسه سويسريه وبين بيدرو، واللي مش فاكر مين بيدرو، بيدرو كان مساعد مع مستر مانويل جوزيه. فالنهارده مواجهه بين مدرسه سويسريه ومدرسه برتغاليه. كابتن علاء، يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الارقام وعن كابتن محمد يوسف لفت نظرنا لحاجه، الاهلي قبل الكورونا والاهلي بعد الكورونا، ايه اللي حصل؟ على مع العلم النادي الاهلي نادي كبير ماشي، بس على فكره ده طبيعي، فتره توقف طويله قوي ايمن قوي،
يعني لو شفت اي نادي في العالم، مش في يعني مش نادي الاهلي بس، الرجوع بعد كده مش هو النادي اللي كان قبله كورونا. ده على فكره طبيعي جدا انك هتاخد وقت ترجع لفورمتك تاني وشكلك كله، شكلك كتيم او حتى كفورمه يعني فرديه كلاعب لوحدها هتاخد وقت. لكن هو الانديه الكبيره مش لازم الموضوع ده يطول قوي. بس ده انا مش شايف ان هو حاله مش حاله نادره، دي حاله طبيعيه جدا جدا على فكره، انك التوقف ده طويل قوي. انا عايز بس اقول لك حاجه كمان يا ايمن، في نقطه فارقه مع لعيبه النادي الاهلي، هو متاكد عدم وجود جماهير، عدم وجود جماهير دي مأثره كتير جدا في اداء النادي الاهلي. جمهورك خصوصا النادي الاهلي، ليه؟ جمهور النادي الاهلي عارف مفعول السحر مع 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 لعيبته، بيفرق جامد جدا. لكن اللي انا شايفه ان يعني فتره عن فتره النادي الاهلي بيخش الفورمه اللي قبل كورونا، لكن أيوة. انا مش شايف في سبب، لان هي نفس اللعيبه، هي بس الطريقه اتغيرت قبل الكورونا، بس رجع تاني بيحاول يصلح طريقه تانيه مستفاده للنهارده، وهيبان النهارده الشكل. انا متاكد الشكل النهارده هيختلف الاحسن طبعا، لكن على فكره كل اللي بيحصل ده انا شايف ان هو طبيعي جدا. على فكره يا كابتن علاء، دي الموضوع ده على انديه العالم كلها. ما انا بقول لك هاني، مش على النادي الاهلي بس. بص يا هاني، هات دوريات العالم كلها اللي رجعت كلها بقى فيهم دوري الابطال وكلها، هات لي فريق في الفورمه العاديه اللي قبل كورونا يا محمد، صح؟ فريق واحد بس مفيش. ماشي، بس عايز اقول لك حاجه يا كابتن علاء، الوحيد اللي ها بايرن، البايرن عشان ده اول نادي بدا على فكره. بس عايز اقول لك حاجه في النقطه دي، يعني احنا بنتكلم عن فرق كبيره. اوكي، الفرق الكبيره تبقى غير الفرق المتوسطه او الفرق الصغيره. يعني انت بتلاحظ ان في تقدم من مباراه لاخرى، يعني انت بدات المباراه الاولى يعني نص نص، اللي بعدها في تحسن شويه، اللي بعدها في تحسن شويه، اللي بعدها وصلت لمرحله اكبر بنسبه 50-60%. اللي احنا شفناه يعني هقول لك ليه شوية. لان انت مغير طريقتك انت بدنيا على فكره بالزبط. بدنيا بالزبط. انت كويس واحنا اتكلمنا اشدنا الموضوع ده من اول مباراه. بدنيا كويس، بس انت راجع يا ايمن بشكل وطريقه جديده. كل ماتش يا كابتن علاء كمان، معلش بقطع، كل ماتش كمان بتشكيل، ما هي دي الفرقه، هي دي الفرقه يا هاني، انك انت راجع مغير طريقتك، عايز طريقه معينه جديده. هو من حقه طبعا، لكن يؤخذ عليه حاجه واحده بس يا ايمن، ان فتره التوقف طويله قوي. لما تيجي تجرب حاجه جديده لازم يبقى عندك وقت كتير تبدا تشتغل عليها، لكن انت جاي من فتره توقف، ففي فكر جديد عايز تنفذه، ماشي من حقك. عشان كده الشكل كان ما كانش كويس. النهارده انت رجعت طريقتك العاديه، اللي انا متاكد منه ان شاء الله النهارده انك هتلاقي الشكل النادي الاهلي كفريق هو مفيش مشكله فيه، شكل بقى الفني وكل حاجه. لكن بدنيا لا، من اول مباراه النادي الاهلي شكله البدني الحمد لله كويس جدا. كابتن محمد يوسف، شايف المواجهه ازاي بين فايلر وبيدرو؟ بص، ودوافع كل واحد فيه. بيدرو انا اشتغلت معاه لما كان مشتغل مع مستر مانويل جوزيف 2011-2012، كنت موجود في الجهاز مع مستر مانويل، وبيدرو من المدربين المميزين، تدريبه الوحدات التدريبيه بتاعته منظمه جدا، بيبقى عارف ايه الهدف منها وعايز ايه من التدريب بتاعه. طبعا كان ليه تجربه سابقه في الاسماعيلي، يعني ادى فيها بشكل نقدر نقول متوسط، وفي نفس الوقت كمان كان ماشي مع الجونه قبل التوقف بشكل مميز. يمكن هو زي ما قلنا في التقرير بتاعنا، صلاح قال ان لعب ماتشين، اتعادل ماتش وخسر ماتش من المقصه، النهارده بيلعب ثالث مباراه بعد التوقف. المواجهه خسر امام مصر، نادي مصر، خسر من اف سي مصر وخسر من المقصه كمان 1-0. لكن عامل يعني الجونه، عايز اقول المواجهه السويسريه شويه، او اللي بيواجه النهارده المدير الفني رينيه فايلر مع النادي الاهلي، لا هيبقى في صعوبه عليه. الكره البرتغاليه كره متقدمه وكل حاجه وليها الغلبه بشكل كبير، لكن النهارده انت بتتكلمش في اثنين مدربين فقط لا غير، مدرستين لكن اللعيبه مصريين، اللعيبه في الدوري المصري، وفي نفس الوقت كمان سيطره وشخصيه لعيبه الاهلي هتفرض على لعيبه الجونه النهارده، رغم ان انت عندك عدد كبير قوي من اللعيبه بتاعه النادي الاهلي في الجونه. يعني النهارده ما ننساش ان مثلا التشكيل اللي بادئ بيه عندك محمد نجيب، عندك اسلام رشدي، عندك عمرو بركات، اللعيبه دي كلها لعبت، ده غير بقى اللي كانوا موجودين. يعني عندك مثلا في البدلاء محمد ناجي جدو، عمر رضوان، عندك احمد حمدي من ولاد النادي الاهلي،
عندك عمرو سعداوي، اسلام محارب، كل اللعيبه دي لعبت في النادي الاهلي ومثلت النادي الاهلي في مباريات كتير. اللي انا عايز اقوله ان لازم النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي من الاول يبقوا فعل، يعني على طول يحطوا الجونه تحت ضغط عشان يعني توصل الرساله للاعيبه الجونه ان لا، النادي الاهلي النهارده بيبحث عن الثلاث نقاط، النادي الاهلي النهارده بيبحث عن التميز، عن ان انت تسيطر وتبقى متحكم في مجريات الملعب، في الريتم الاداء، كل الحاجات دي مهمه جدا. ان من اول يمكن احنا اتكلمنا كابتن ايمن في بعض المباريات، كانت البدايه مباراه اسوان، كانت مباراه الانتاج الحربي قصدي، كانت البدايه ما هياش بالقوه اللي كانت مطلوبه. الانتاج الحربي دخل في المباراه وثم بعد ذلك حصل التعادل في النهايه 1-1. اللي انا عايز اقوله النهارده ان البدايه مهمه جدا عشان تقدر تفرض سيطرتك والثقه كمان ترجع للاعبتنا. خلي بالك من المباراه الصعبه شويه، هي اول مباراه بعد نتيجه سلبيه، فاللعيبه شويه بتبقى فيها هزه. هنرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ولكن بعد ما نروح لتقرير عن المواجهه السويسريه البرتغاليه. مواجهة تكتيكية مرتقبة بين المدرسة السويسرية والبرتغالية على الخطوط في لقاء الأهلي والجونة، والتي ستقام مساء الأربعاء باستاد القاهرة في الجولة 22 من الدوري الممتاز، حيث يمثل ريني فايلر المدير الفني للأهلي المدرسة السويسرية، بينما يمثل المدرسة البرتغالية بيدرو بارني المدير الفني للجونة في مواجهة تكتيكية بين الفريقين. كل فريق ومدير فني له أسلوبه وطريقته لتحقيق أهدافه من اللقاء. فايلر يسعى بكل قوة للهجوم الضاغط منذ البداية على دفاع الجونة لإحراز هدف مبكر، بتنوع طريقة اللعب وإيقاف أي هجمات مرتدة يخطط لها المنافس، حتى يحافظ على نظافة شباكه ويحرز أهدافا مبكرة تساعده في تحقيق ما يرمي له في اللقاء. بينما بيدرو يسعى بكل قوة لإيقاف عناصر الخطورة في الأهلي ومفاتيح اللعب، مع شن هجمات مرتدة سريعة لتهديد مرمى المارد الأحمر وإمكانية إحراز هدف مبكر يربك به حسابات فايلر وإمكانية الخروج بنتيجة إيجابية. السويسري ريني فايلر يحرص على تنوع طريقة اللعب في المباراة وإمكانية تغيير بعض المراكز لإرباك حسابات المنافس، ويعتمد على أكثر من طريقة لعب منها 4-2-3-1 وأيضا 4-4-2، ويتم التغيير حسب طريقة أداء المنافس ما إذا كان يحرص على التكتل الدفاعي أو يشن هجمات متبادلة. أما البرتغالي بيدرو بارني فهو يعتمد أيضا على الأجناب والانطلاقات في الهجمات المرتدة مع التأمين الدفاعي، وإن كانت هذه المباراة سوف تغيب عنها بعض الأوراق الرابحة التي كان يعتمد عليهم في تنفيذ فكره، وفي مقدمتهم أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق. فايلر قاد الأهلي في الدوري في 21 مباراة، فاز في 18 مباراة منها، بينما تعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيدا، ويحلق بالأهلي في الصدارة. وفي الوقت الذي قاد فيه بيدرو فريق الجونة في 10 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات وخسر مثلهما، ويحتل الجونة المركز 14. يمكن دلوقتي معانا تشكيل الجونة: اسلام طارق، خالد صبحي، الان كيمبار، محمد نجيب، جوناثان نجويم، سيرجي اكا، عمرو بركات، اسلام رشدي، احمد مجدي، اسلام عبد النعيم، والتر بواليوم. يمكن يا كابتن اسامه شايفين هي نفس طريقه اللعب بتاعه النادي الاهلي، ولكن اعتقد الدوافع هنا مختلفه. يمكن بالصدفه الفريقين خسرين الماتش اللي فات، وطبعا موقف الاهلي معروف، وهو عايز يرجع الثقه وعايز يستعيد اللي انصارت مره ثانيه، ولكن موقف الجونه هنا صعب جدا. يعني اعتقادي في طريقه اللعب دي انها هيغلب عليها الطابع الدفاعي، ما اظنش ان فرقه الجونه هتلعب بالاسلوب ده في الملعب. لا لا، هو كشكل كده، لكن توظيف اللعيبه داخل الملعب بيختلف. توظيف اسلام عبد النعيم واسلام رشدي واحمد مجدي، خاصه الثلاثه اللي تحت المهاجم.
الفريقين النهارده عندهم دوافع، النادي الاهلي عنده دافع بعد الهزيمه من المباراه السابقه، عايز يستعيد الثقه مره اخرى، الجهاز الفني عايز يستعيد الثقه، اللعيبه تستعيد الثقه، يصالحوا جمهورهم. ايضا نادي الجونه يعني في ترتيب المركز ال 14 اللي يليق برضه بنادي الجونه، نادي الجونه عامل فرقه السنه دي وضامن عناصر جيده، فكان بيامل انه يكون في مركز افضل. ومهدد بالهبوط. ومهدد بالهبوط، وخاصه كمان الماتش اللي فات خسران من نادي مصر، والمباراه اللي قبلها مصر ما خسر، فالنهارده عنده دوافع عايز يخرج من الكبوه اللي هو يعني فيها. صحيح. حتى بقال الخسائر لو تعادل مع النادي الاهلي، فاللعيبه النهارده هتلاقي فيه برضه كميات جري كتير، في روح في الملعب، في التحامات، يعني مش هيكونوا مستسلمين. تشكيله الجونه يعني فيها ثبات شويه بغض النظر عن اللعيبه اللي مستبعده من النادي الاهلي زي احمد ياسر ريان، اكرم توفيق، باسم، الجزار، الاربعه ده نتيجه بروتوكول الاعارات. لكن الناس اللي موجوده برضو عناصر اساسيه في نادي الجونه وليهم مشاركات بصفه مستمره. لو قلنا على تشكيله نادي الجونه بيلعبوا 4-2-3-1، لكن يختلف دور اسلام رشدي واحمد مجدي واسلام عبد النعيم، خاصه الثلاثه دول. الثلاثه دول من بدايه المباراه مش هيلاقيهم طايرين على طول تحت بواليا المهاجم. لا، النهارده هنشوف قفل على مناطق القوه بتاعه النادي الاهلي. مناطق القوه في النادي الاهلي هي علي معلول واحمد فتحي الاطراف، وقدامهم اجايه، وقدامهم جيرالدو. النهارده هيتم قفل المناطق دي بشكل كبير. يعني هنشوف فرقه الجونه في نص ملعبها تقريبا. نص ملعبها، وهيكون في قفل. يعني لا، كمباد مع اسلام رشدي هيقفلوا الطرف اليمين. الناحيه الثانيه اسلام عبد النعيم وجوناسان هيقفلوا الناحيه الشمال على احمد فتحي. فالنهارده هيكون في قفل محاور اللعب للنادي الاهلي عن طريق الاطراف بشكل كبير، برجوع اسلام رشدي واسلام عبد النعيم للمناطق دي عشان يقدر يقفل على مفتاح لعب النادي الاهلي. أيوه. وهيعتمد على السرعات اللي عنده. عنده احمد مجدي لاعب سريع، عنده سرعه الانطلاقات من تحت، بيجي من تحت بسرعه لما بيبداوا على الكره الثانيه، ممكن لبواليا لما تتعمله بيقدر يكمل، وعنده الانطلاقات، ولعيب برده مهاري. فده ممكن اسلوب اللعب بتاع نادي الجونه اللي يعتمد عليه بشكل كبير النهارده. لكن النقطه المهمه النهارده، النادي الاهلي يعني ممكن تميزه وميزته في مباراه الدور الاول اللي انتهت بنتيجه رباعيه للنادي الاهلي كانت الكرات الثابته. أيوة. النهارده لو في تحضير للكرات الثابته بشكل كبير، زي ما بيقولوا بلغه الكوره، لو في تريكه اتعملت، شفنا الهدف في الدور الاول بتاع وليد سليمان برضو نتيجه كره ثابته ملعوبه، يعني جت هدف. فالكرات الثابته دايما في المباراه اللي بيكون فيها تقفيل بشكل كبير تكون مهمه. النهارده زي ما بقول الحركه مهمه جدا، خاصه نادي الجونه لو شفناه بيلعب في نص ملعبه عامل تكتلات دفاعيه، النهارده الحركه بدون كره مهمه، عدم المركزيه في مكان واحد، لازم يبقى في لا مركزيه بين اللعيبه. بنشوف النهارده بادجي بيطلع بره، نشوف اجاي يدخل مكانه، قفشه يكمل المهاجم، فمش عايز يبقى فيه يعني استسلام لمدافع الجونه بشكل كبير، لازم يكون فيه تحرك كبير من لاعبي النادي الاهلي. طيب يا كابتن اسامه، هنرجع نكمل كلامنا، ولكن هنروح للبرتغال وهناخد معانا مستر مانويل جوزيه. مساء الخير يا مستر مانويل. مستر مانويل برحب بيك على قناه الاهلي. اوكي، شرف لي اكون موجود معكم مره ثانيه. السلام عليكم للكل. معانا اربعه من نجوم من الاستوديو التحليلي، والاربعه كانوا معاك كلاعيبه او كمدربين. معانا الكابتن علاء ميهوب، وكابتن محمد يوسف، كابتن اسامه حسني، وكابتن هاني العجيزي، وكلهم بيرحبوا بيك على قناه الاهلي. الصوتين بيوصلوا عنده. Tenho que deixar falar e depois fala você. Tá bem, mister. E tem que falar mais alto. Ok. Agora estamos com quatro estrelas de comentário aqui. Gezi, o Osama Hosni, o Mohamed Youssef. Você está a falar muito baixo, eu não estou a ouvir nada. Os últimos shows, Fernando, mister Mano. Os últimos shows. طيب، سؤالنا الاول مستر مانويل، ازاي شايف مواجهه الاهلي والجونه النهارده بعد مباراه الزمالك وهزيمه الاهلي من الزمالك؟ اوكي، os meus cumprimentos para todos. Não, já saímos, vamos voltar de novo, porque parece ter haver problema técnico. Minha voz não chegou aí. O meu som. Ah,
دلوقتي الصوتين بيوصلوا له، صوت طيب. هنكمل مع ضيوفنا نجوم الاستوديو النهارده، وبعد كده هنرجع لمستر مانويل لما يتحسن الصوت ان شاء الله. يمكن كابتن هاني كنا بنتكلم قبل مستر مانويل، كابتن أسامة اتكلم في نقطة مهمة جدا، النقطة اللي هي بتاعة تشكيل فرقة الجونة وطريقة لعبه على الملعب نفسه. يعني التشكيل يوضح كده ان النادي الجونه بيلعب بالظبط زي النادي الاهلي، ولكن اسامه وضح لنا ان لا، هي هتبقى طريقه دفاعيه، هيقفل على الجناب سواء اليمين او الشمال، يقفل على علي معلول، يقفل على احمد فتحي، وهتبقى الطريقه تقريبا شبه دفاعيه. هل من الممكن احنا اتكلمنا قبل كده في ماتش اسوان وماتش الانتاج وماتش انبي بنفس الطريقه، ولكن فوجئنا لما بدات المباراه بطمع، او يعني يمكن الفرقه الثانيه كانت بتبدا برضه بالناحيه الهجوميه زي النادي الاهلي بالظبط. هل ده ممكن نشوفه النهارده من فرقه الجونه؟ ممكن، وارد يا كابتن، وارد يا كابتن ايمن، لان الموقف بتاع فريق الجونه النهارده صعب جدا. انت بتتكلم بينك وبين الاخير خمس نقاط، يعني ماتش وتعادلين. يعني انت لو خسرت الماتش ده النهارده والماتش الجاي لا قدر الله حصل حاجه، هتلاقيك مع الثلاثه اللي تحت او الاثنين اللي تحت، الموضوع هيبقى صعب. بالظبط، النهارده لو حصل حاجه خلاص، هو ترتيبه 15 دلوقتي، 15 يعني فاضل له 16 17 18، هيبقى في هيبقى تحت مع الـ مع الـ بس هو في حاجه، يعني انت بتلعب النادي الاهلي طبعا، ولما بتلعب فرقه كبيره بيبقى انت طمعان يعني بالكتير قوي في نقطة انك ما تخسرش، ما اعتقدش. انما تفتح الماتش من بداية الجيم والنادي الاهلي انت عارف انه جاي من مطب جامد، فالبداية اكيد هتكون هجومية وقوية، والنادي الاهلي عايز يعوض وعايز يستعيد الثقة مع جماهيره وعايز يستعيد الانتصارات مرة تانية، اعتقد ان دي ممكن تبقى فيها مخاطره من بيدرو. هو ده الطبيعي يا كابتن، هو الطبيعي ان انت النهارده تنزل عندك تحفظات ان انت تنزل تدافع قدام النادي الاهلي، لكن انا من رايي ان الراجل مستر بيدرو النهارده ان هو ينزل هيبقى مفيش تحفظات قوي للدرجه ان انت ايه هتنزل يبقى خلاص ان انت امر واقع ان انت بتدافع من اول دقيقه. لا، انا شايف ان الراجل النهارده هينزل هيعمل جيم مفتوح مع النادي الاهلي بدليل التشكيل بتاعه النهارده بيلعب 4 2 3 1 نفس التشكيل النادي الاهلي. الراجل هيفتح المباراه النهارده، في النهارده عندك الثلاثه اللي قدام اسلام رشدي واحمد مجدي واسلام عبد النعيم، لعيبه كره كويسه جدا، كويسين جدا، لعيبه مهاريه بيلعبوا على الجون بشكل كويس قوي، بيلعبوا على الجون بشكل قوي جدا. عمرو بركات برده عنده حته الهجوميه النهارده، فانا شايف ان التشكيل هجومي مش دفاعي خالص، هو باستثناء طبعا الاربعه اللي ورا ده طبيعي، لكن انا شايف النهارده ان الراجل هينزل يلعب جيم مفتوح، مش هينزل يقفل من اول المباراه. طبعا انا زي ما قلت النادي الاهلي طبعا الموضوع في ايده، ان النادي الاهلي لازم ينزل النهارده من اول دقيقه يبقى في روح، ينزل النهارده يبقى بيوصل رساله لجماهير النادي الاهلي ان هو عايز يكسب المباراه. مفيش النهارده خلاف عن ان النادي الاهلي لازم يكسب وباداء وبروح، يعني ثلاث حاجات دول يعني مهمين جدا. لكن النهارده يعني زي ما قلت النادي الجونه مفيش قدامه بديل النهارده غير المكسب، ولو طلع ببونت يبقى ده مكسب ليه برده من النادي الاهلي. لكن مجمل طبعا الكلام، مباراه طبعا انا شايف ان هي مباراه هتبقى مهمه للفريقين، النادي الاهلي خارج من خساره زي ما قلنا، النادي الجونه نفس الكلام خارج من خساره من امام اف سي مصر. فالموضوع يعني الفريقين نفس الشكل او نفس الظروف اللي حصلت المباراه اللي فاتت. لكن طبعا النهارده بنتمنى النادي الاهلي النهارده يخرج من الكبوه اللي حصلت الماتش اللي فات، وانا متاكد النادي الاهلي النهارده هينزل من اول دقيقه وهيكشر عن انيابه، وهتلاقي النهارده اللعيبه عندهم روح عاليه جدا، وده اللي هنشوفه ان شاء الله من اول دقيقه باذن الله. كابتن هاني اتكلم عن نقطه برضو، هو بيقول ان النهارده النادي الاهلي جريح، النادي الاهلي نادي كبير، لما بيرجع في الماتشات بعد مطب او بعد عقبه مثلا وما وفقش فيها، هو بيتكلم على ان النادي الاهلي النهارده هيجمع بين الاداء وبين النتيجه. انا بعد موقف زي اللي حصل في ماتش الزمالك، هل ببقى تفكيري في ان انا اخد النتيجه واخد الاداء في وقت واحد، ولا ممكن اكسب بمثلا، ما انا ممكن اكسب سكور، يعني احنا كسبنا مثلا ماتش اسوان 3 يمكن، بس ما كانش شكل فرقه كويس قوي. هل ببحث هنا عن الاداء والنتيجه؟ طب افرض جت النتيجه 2 3، هل ببقى زعلان مثلا ان الاداء ما كانش كويس؟ هو مش النهارده بس، يعني الفرق الكبيره دايما مطلوب منها اداء ونتيجه، وهي دايما كل الضغوطات اللي بتتعامل مع لعيبه النادي الاهلي، دايما جماهيرك
نمرك واعيه جدا وبتحب الكره الحلوه، دايما انت عايز نتيجه وعايز اداء. هو هاي. انت عودت جمهورك على كده يعني، على طمع ان بكسب بس انا عايز اداء حلو. طول عمرنا متعودين على كده. ممكن جماهيرك تبقى انت كسبان زي ما قلت وقت ايمن مثلا 3 بس يقول لك الاداء مش حلو مش كويس، مع ان جماهير تانية يقول لك اهم حاجه يا عم ايه الثلاث نقاط بالظبط، لا وبعدين كسبان 3 لا لا جماهير النادي الاهلي بتحب الكوره، عارفه النادي الاهلي وعارفه النادي الاهلي اللي هو مش بيكسب باي اداء، لا هو مطلوب دايما من لعيب النادي الاهلي مكسب واداء مقنع، مش لازم اداء في اعلى درجه بس أي. مقنع بتطلع النهارده يقول لك لا بس اداء النهارده مطمئن ممكن في احسن من كده وتطلع هوا ولا هيطلع سيرزي كويس، لكن النهارده مطلوب الاثنين، النهارده اجباري مطلوب الاثنين، مطلوب نتيجه كويسه واداء يرجع لجماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي خطوا في نفسهم تاني. طبعا يا سقا ما راحتش بس برضو اللعيبه ايمن بيحب يخرج من المباراه حاسس ان هو كان كويس، يفتكر لعبه حلوه شوطه حلوه هدف احرزه، هو ده متعه لعيب الكره كده، بعد ما خلص المباراه يفتكر كل حاجه حلوه عملها في المباراه مستوى الفردي او مستوى الجماعي وفي الاخر الشكل كله هيبان. لكن النهارده اساسا لا لازم نتيجه واداء مقنع تخلي جماهيرك كده عندها ثقه في نفسها وينسوا كل الهفوه اللي حصلت في مباراه الزمالك. هو ده مطلوب النهارده كويس، نتيجه واداء يطمنهم للفتره اللي جايه بالظبط، وخصوصا وينسيهم الكام ماتش اللي هم هتقول لك ادائنا مش حلو. على فكره احلى حاجه في الدنيا انك تنتقد حتى نفسك وفريقك، بس طبعا الاسلوب بيفرق ودي حاجه انا بشوف في النادي الاهلي، يمكن النادي الاهلي بس لما بتبقى وحش الناس بتنتقدك بس باسلوب مهذب، النهارده احنا مش كويسين احنا وحشين، حتى لعيبتك تبقى حاسه ان هي مش كويسين. هي دي الميزه اللي دايما في لعيبه النادي الاهلي وجماهيره على فكره، ان يحسسك ان انت مش كويس، بس هو الاسلوب اللي بيفرق، في واحد يوصل لك الاسلوب بطريقه انت تستقبلها وانت مستريح، في واحد بيوصل لك الاسلوب اكن مثلا خدك قلمين، لكن هي الناس عارفه ان الثلاث مباريات اللي فاتوا لا مش ده اداء النادي الاهلي، عشان كده بقول لك النهارده يا ايمن مهم قوي نتيجه مطمئنه ان شاء الله واداء مطمئن كمان. كابتن محمد الفرق زي ما احنا شايفين بين الفرقتين كبير جدا، وخصوصا كمان بعد غياب لعيبه الاهلي المعارين طبقا لبروتوكول التعاقدات، فشايفين موقف الجونه الصعب كمان ان هو ناقص لعيبه النادي الاهلي المعارين زائد موقفه في الجدول زائد هزيمته الماتش اللي فات، هل الكلام دوت يصعب من مهمه النادي الاهلي النهارده؟ لا يعني هو طبعا انت بتتكلم على قوه ضاربه متمثله في احمد ريان اكرم توفيق، يعني في لعيبه غايبه النهارده عشان الاعراض طبعا لا يعني اقول ان لا الافضل طبعا في مصلحه النادي الاهلي، ليه؟ لان انت عندك العناصر دي مش موجوده خالص مع الفريق النهارده، فاحنا اسلام عبد النعيم النهارده بيبتدي بس دائما ما بيبقاش موجود بشكل اساسي لكن دائما بينزل، اسلام رشدي برضو بديل وبينزل لان عندك على طول باستمرار بيبقى فيه يعني عناصر غير دي. اللي انا عايز اقوله ان هو خطوره فريق الجونه النهارده في تعادل اف سي مصر تعادل اف سي مصر مع النادي المصري خلى فريق الجونه بقى ترتيبه ال 16 ال 15 فانت انت النهارده فاضل لك مركز يعني 16 17 18 دول هبوط، ف ده بيحط ضغط بص معلش بيحط ضغط على بنيله الجدول بص كده من الثامن استاذنك كابتن علاء بعد اذنك معانا مستر مانويل مره ثانيه من البرتغال اتفضل مساء الخير مستر مانويل، بنرحب بيك وبيرحب بيك نجوم النادي الاهلي كابتن علاء ميهوب كابتن محمد يوسف كابتن اسامه حسني وكابتن هاني العجيزي. هاي ساتوت جنت بوا الناس وابراسو ابزار ذا بانديميا. انا احضاني الحاره للجميع بالرغم من الوباء المنتشر في العالم، لكن احضاني الحاره للجميع وشرف لي ان اكون اتكلم معهم واكون واشوفهم تاني. مستر مانويل ازاي شايف مواجهه الاهلي والجونه النهارده؟ في الدوري والجونة والجونة هو في المركز ال 15
طبيعي. كأننا هنكون بنسوق على الطريق السريع اتجاه واحد، الاتجاه الواحد هيبقى اتجاه على مرمى الجونة لان هو في المركز ال 15، لان في الحالة دي الثقة عندهم مش هتكون عالية جدا زي الاهلي. فانا شايف ان هيكون الاستحواذ والاتجاه اتجاه واحد لصالح الاهلي، لان الاهلي بعد نتيجته مع الزمالك اللي كانت نتيجه صعبه 3-1، فنقول ان من ناحيه الثقه، من ناحيه المعنويات، ومن ناحيه النفسيه، الفرقتين مش في حاله كويسه. الاهلي لازم عليه ضغط انه يعمل مباراه كويسه ويكسبها بسهوله على الجونه، او الجونه ممكن يستغل المباراه على الرغم من انه ما عندوش الثقه العاليه انه في المركز ال 15، ممكن يستغل الحاله اللي فيها النادي الاهلي انه يعمل مباراه كويسه ويقدر على الاقل ياخد نقطه واحده. اللي انا شايفه ان مش هيكون مباراه كرويه حلوه قوي، لان الفرقتين ما عندهمش الصحه الذهنيه ولا النفسيه اللي تساعدهم ان يأدوا كويس في المباراه، فمش شايف ان هيكون مباراه كرويه كويسه. طب هل قياده بيدرو المدرب العام السابق للنادي الاهلي، وهو تلميذك طبعا، هو المدرب المدير الفني للجونه دلوقتي، هل ده يزيد من صعوبه المباراه؟ بيدرو مدرب ممتاز، انا مش بقول كده لان كان بيشتغل معايا، لا انا بقول الكلام ده لانه الحقيقه هو مدرب ممتاز، هو طبيعي انه هيصعب المهمه للنادي الاهلي وهيصعبها اكتر، لان هو عارف عن الفريق الاهلي انه اشتغل في الاهلي وعارف يعني ايه الخساره قدام الزمالك اللي بتاخد المعنويات من الفرق، وان الجماهير بتتطلب من النادي الاهلي في الوضع الحالي اداء احسن والفوز دايما، ففي ضغط نفسي على لعيبه الاهلي دلوقتي، فهو ممكن يستغل الحكايه ديت ويدي معنويات للعيبته انهم يقدروا ياخدوا نقط من النادي الاهلي. احنا النهارده عندنا بعض الغيابات، ولكن منهم غياب هداف النادي الاهلي الكابتن وليد سليمان. النهارده غياب الكابتن وليد سليمان بسبب الاصابه، هل ده يأثر على الأداء الهجومي وعلى دكة البدلاء في النادي الأهلي؟ مش شايف ان احنا ما نتناولش موضوع وليد سليمان بالطريقه دي. وليد سليمان انا شفت ماتشين للاهلي ضد اسوان وضد الزمالك، هو كان بيلعب بس في الشوط الثاني، وكمان كان بيلعب في مركز كان مركزه قبل كده في الناحية الشمال، لكن دلوقتي لا، المفروض مكانه نمرة 10 ورا راس الحربة لأنه ما عندوش السرعة اللي كان عنده في الأول وعنده المواهب، وأكيد هنفتقده في الفريق. لكن هو كان المفروض يبتدي المباريات، هو كان بيدخل الشوط الثاني، فما ينفعش نقول ان التأثير هيبقى كبير في الفريق النهارده لأن هو ما كانش بيدخل من أول مباراة، ما بيبتديش كأساسي. عايزين نعرف رؤيتك لمستوى بدري وانسجامه مع اللاعبين، خصوصا بعد تألقه مباراة الزمالك السابقة. أنا شايف إن بادجي من ناحية البدنية هو لاعب قوي ولاعب طويل، ويعرف إزاي يتمركز عشان ينهي الهجمات. كان جاب كرة في العرض وأجبر الزمالك إنه يتمركز دفاعيا كويس ويعمل دفاع كويس، وشفته كمان بيلعب ضد أسوان وعجبني، فهو راس حربة لو الكرة ظهرت في ال 18 هو بيتمركز كويس دايما عشان ينهي الهجمة، فهو لعب كويس، بس هو محتاج ان الكرة توصل له بالإمكانية انه يحرز بيها هدف. والأهلي هو بيلعب ضد الفرقة دي فرقة دفاعية زي مثلا أسوان،
ما ينفعش يلعب لاعب واحد ده بس قدام، لازم يلعب بادجي وراس حربة تاني، لازم يلعبوا باتنين راس حربة قدام الفرقة الدفاعية، لأن الفرقة دي بتدافع بتسعة عشرة، واللاعب لوحده في وسط خمسة أو ستة مدافعين هيبقى عنده صعوبات كبيرة إنه يكسب مساحة وينهي الهجمة، لو في حد جنبه هيجيب أجوان أكتر بالتأكيد. بنشكرك مستر مانويل، شكرا جزيلا، وكنت منورنا على قناة النادي الأهلي. قبل ما نروح للمباراة، توقعاتكم سريعا عن الشوط الأولاني. أنا متوقع تقدم النادي الأهلي. تقدم النادي الأهلي. كابتن هاني. تقدم النادي الأهلي. كابتن محمد يوسف. تقدم النادي الأهلي الشوط الأول. كابتن أسامة. أتمنى التوفيق للنادي الأهلي. إبراهيم نور الدين أتمنى له التوفيق، حكم المباراة النهاردة. قبل لعيبة النادي الأهلي. قبل لعيبة النادي الأهلي. بالتوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله. نروح نتفرج على الشوط الأول، نرجع لكم مرة تانية بعد نهاية الشوط الأول بمشيئة الله. شوط أول هادئ وتعادل سلبي بدون أهداف بين الأهلي والجونة. كابتن علاء مهيوب، الشوط الأولاني شفنا بطء في التحضير، بدأنا بداية هجومية لمدة 10 دقائق زي الماتشات اللي فاتت، ولكن بعد كده اتغير الأداء وهدي الريتم بالنسبة للعيبة النادي الأهلي. لأن الجونة خدتك للريتم بتاعها هي. أنت بدأت ضغط في أول 9 دقائق وكانت في فرصة لبادجي، بعد كده في هدوء حصل. ما كملتش كالعادة الضغطة بتاعتك. والجونه واضحه، يمكن اتفقنا كلنا والجونه واضحه، نص ملعب وكل ورا الكوره ايمن بيسيب لك نص الملعب فارغ تماما، واول واحد بيقابل النص الملعب وولتر بواليا، ده هو ده اللي على السنتر او بعد دايره السنتر، وباقي اللعيبه مرصوصه وراه، ما هم واقفين دفاعيا كويس على فكره. هي المشكله مش الوقفه الدفاعيه بتاعت الجونه اكتر ما هي التحرك بدون كوره عندنا. المشكله التحرك بطيء جدا بدون كوره. لو لعبت بالاسلوب ده يومين مش هتجيب جون، ما ينفعش. ماشي طبيعي جدا وكلنا متوقعين ان الجونه هيلعب بتحفظ، دفاع كويس قوي، ويلعب على كوره مرتده جت او ما جاش، ان الجونه ما جاتلوش فرصه طوال حوالي 49 دقيقه كويس. فانت التكاتر الدفاعي ده تخلص منه ازاي؟ التحرك بدون كوره، مش التحرك اللي معاك كوره، بدون كوره. يعني الراجل وخصوصا يا ايمن في اخر 25 متر التحرك بطيء جدا، خصوصا من لعيبه النادي الاهلي بطيء. انا بص طول الشوط الاول انت بتلعب في المساحه دي بالظبط يا ايمن، طول الشوط الاول انت في نص الملعب ده كان رامي ربيعه وايمن وادي لعيبه الجوله كلها ورا الكوره، ودي الرصه بتاعت لعيبه النادي الاهلي. الرسمه دي يا ايمن اسوء حاجه فيها ان لعيبه النادي الاهلي كلها مديها ظهرها للجول. عمرك ما تعرف تتحرك كده ابدا. يعني ما ينفعش تحرك كده، لازم بقى لازم جيراردو على اليمين قوي، ولازم حتى الاطراف ضم على جوه. بقول لك هي دي ايمن، الصوره دي هي موضحه لك، لازم تاخد عرض الملعب بالكامل، هو ده عرض الملعب تقدر تستعمله بالكامل. انما التكتل ده وانت قافل قوي كمان الملعب في اخر 20 25 يارده، استحاله اجيب حاجه، اجيب جول ازاي كده ايمن بالشكل ده؟ بص الوقفه، لازم اخد عرض الملعب كويس قوي، واللي يفتح لك كل التكتل ده لازم علي معلول ولازم احمد فتحي، مش اجاي ولا جيرارد. اعتقد احنا واقفين نفس وقفه مدافعين نادي الجون بالظبط. ما اقول لك يعني تخيل انت الناس دي كلها اللي شايفها في الصوره بتبص للكوره وظهرها لحارس المرمى، طب انت هتروح تعمل خطوره ازاي؟ انت ايمن الخطوره كلها اللي جات لك كم كور ثابته جات، وكان اسامه كان بيتكلم وما استغلتش، وهنتكلم فيها في الاخر، لكن هي ما استغلتش تماما. اللي لازم يفك التكتل ده اخر 25 يارده تحرك من غير كوره، مش اكتر من كده. كابتن محمد يوسف، كلمني عن اداء النادي الاهلي الشوط الاولاني. يمكن احنا شفناه برده زي ما قلنا اول 10 دقائق، وبعد كده شفنا بعض الفرص ولكن على استحياء. هو طبعا يعني زي محاولات، لكن ما ترقاش للطموح بتاعنا، ما ترقاش للهدف بتاع النادي الاهلي. احنا قلنا ان الشوط الاول المفروض النادي الاهلي نازل من مباراه سلبيه الاخيره ليه، كان المفروض يعني يبقى في محاولات اكتر من كده. احنا شفنا كره قفشه، شفنا محاوله بادجي، يمكن محاولتين على المرمى نقدر نقول فيهم واقعيه الى حد ما. كره قفشه اللي دخل بيها لجوه وعملها بشماله فيها طبعا توفيق كبير قوي لاسلام طارق حارس مرمى الجونه، والكره الثانيه اللي باجي حاول يعمل بيها ترن طولت سنه وعملها بسن الجزم. فيما عدا ذلك مفيش تاثير قوي على المرمى
بتاع الجونه. ليه بقى؟ انا عايز اقول ان الثلاثه جيرالدو وقفشه وجونيور اجايين مع اليو باجي، التلت الهجوم يا كابتن اخر 25 متر لازم يبقى فيه تغيير في رتم الاداء. يعني احنا بنحط الكوره من ديانج للسولية لفتحي في اليمين او علي معلول في الشمال، لما بنيجي نخش التلت الاخير اللي هو التلت اللي بيتكتل فيه الجونه مفيش تغيير في الريتم، المفروض يبقى فيه سرعه في الاداء من لمسه زي الكره، زي دي الكره دي جيرالدو هنا حاطط الراجل في ظهره لازم على طول لازم تتلعب له. لازم صحيح. بص مشي، هو لمس الكوره صحيح، مشي خطوه زياده خلاص اللعبه راحت. فانا دي كوره من الكرات، واحنا قاعدين حتى قلنا المفروض يحطها لجيرالدو، جيرالدو خلاص حاطط ايه، حاطط الراجل باك ليفت في ظهره خلاص بره اللعبه. ومش اوف سايد لان بص محمد نجيب مغطي هناك، فالكره دي لو اتحطت من جنب خالد صبحي ايه عينه في الارض، عينه في الارض. ما هو كابتن انا النهارده رقم 10، انا في البوزيشن ده المفروض ما يبقاش عيني في الارض خالص، شايف كل زمايلي اللي قدام، ده انا دايما عينيا دي فوق وشايف، عشان اول ما حد بيعمل سبرنت على طول بروح حاططها له. خلي بالك 10 اللي هو الراجل البلاي ميكر او صانع العاب اللي هو بيعمل الاسيست ده لازم يبقى عينيه في عينيه شايفه، عشان في ثانيه بيعمل باص. انا 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 بس الحته اللي عايز اقولها هي لازم رتم اللعب اسرع، يفرق ما بين ال 25 متر اللي هي في وسط الملعب اللي هي منطقه التحضير عن ال 25 متر الثانيه اللي هي انهاء الهجمات، واللي هي التلت بقى الهجومي اللي بيبقى فيه ايه، بيبقى فيه خطوره وفي تاثير وفي مثلا ضربه جزاء، في انفراد، في 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 التلت الثاني ده احنا شغالين في التلت اللي هو ال 25 متر اللي هم بعد نص الملعب منطقه التحضير شغالين فيها كويس. نيجي بقى التلت الثاني لازم يبقى فيه رتم سريع، حد علي معلول متقدم اوفرلاب من ورا جونيور يبقى لازم دي رتمها سريع، جيرالدو رايح واحد ضد واحد لازم سريع، قفش عمل واحده اللي هي راح قطع بيها لجوه ولعبها بشماله حاجه زي كده، اللي هي برده الكره الثانيه اللي قفش راح عاملها من فوق دماغه جت لاليو باجي وسندها برده، شايف الريتم هو ده. فنفسي ان احنا الشوط الثاني يبقى ده الريتم ونزود بقى كمان. ما شفناش فتحي بالتقدم اللي المفروض معه، يعني المفروض اللي احنا عارفين بيه فتحي المفروض يخش في التلت الهجومي يعمل عرضيات كتير يتقدم كتير، يا اما يقطع لجوه ويشوط، يا اما لبره ويعمل العرضيات. اتمنى الشوط الثاني يبقى فيه تاثير اكتر من كده، يبقى فيه رغبه في الفوز اكتر من كده. كابتن اسامه، بالنسبه للارقام في الشوط الاولاني طبعا 0-0، ولكن نسبه استحواذ النادي الاهلي 61%، الجونه 39%، وبالرغم من كده احنا يمكن سددنا تسديدتين بالظبط، واحده بين الثلاث خشبات والثانيه بره، الجونه زيرو. احنا ما عندناش، عندنا خمس اخطاء وانذار، والجونه عندها 14 خطا وثلاث ركنيات لينا وركنيه للجونه، يعني الاستحواذ نسبته كبيره جدا ولكن المحصله الايجابيه صفر. ما هو النهارده استحواذ لكن استحواذ سلبي. انت النهارده عشان يبقى الاستحواذ ايجابي لازم يبقى فيه سرعه شويه في الاداء. احنا توقعنا شكل نادي الجونه هيقفل على الاطراف بتاعتك عن طريق علي معلول واحمد فتحي، وقلنا اسلام رشدي وسام عبد النعيم هيقفلوا الاطراف بشكل كبير. طيب دور الاربعه اللي بيلعبوا قدام قفشه واجايه وجيرالدو وباجي، لازم يبقى في تحرك سريع، لازم يبقى في لا مركزيه في اللعب. اللعب بالشوط الاول شكله نمطي، جيرالدو كان ناحيه اليمين واجايه ناحيه الشمال وقافلين في الحته دي. بعد كده فايلر جه غير في الدقيقه 32 ودى جيرالدو على عدلته الناحيه الثانيه وجاب اجايه. أجاي محتاج يشتغل أكتر شوية الشوط الأول، الريتم هادي بزيادة شوية، لا محتاج يزود الريتم شوية، السرعة تزيد. طول ما عندك تكتلات الجونة واخداك للريتم البطيء، وهي طالعة بالشوط الأول هي عايزة الأسلوب ده. بص الفرصة دي برضه كورة هي مع ديانج النهارده، طول ما كل ما يبقى فيه سرعة في اللعب هتلاقي فيها هجمات خطر. شفنا الكورة اللي عملها محمد الشناوي بسرعة لقفشة الهجمة المرتدة، استلم عدى تسديده جت في القائم. هو ده الشوط الثاني المفروض يحصل لو انت عايز تكسب المباراه وعايز تدخل في جو المباراه بسرعه. لازم بدايه الشوط الثاني من بدايه ضغط سريع، لازم استحواذ ايجابي بسرعه في اللعب. كابتن هاني، بالنسبه لدكه البدلاء اكيد هيبقى ليها دور في الشوط الثاني، ولكن البدلاء في النادي الاهلي زي ما احنا شايفين علي لطفي، ياسر ابراهيم، مروان محسن، حمدي فتحي، احمد الشيخ، محمود وحيد، محمد شكري، عربي بدر، محمد فخري. انا اعتقد لو في تغييرات في الشوط الثاني اكيد هتبقى تغييرات هجوميه،
ويمكن نلاقي كمان ان حد من الولاد الصغيرين دول ممكن يشارك الشوط الثاني. مين اقرب ان هو ينزل؟ هل ان ممكن مروان محسن ينزل والراجل يلعب باثنين راس حربه؟ ممكن، وارد وارد، بس انا شايف ان اقرب واحد احمد الشيخ، ان عندنا جيراردو واجاييه في 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 تقل في الحركه عند اجاييه بقالها فتره، يعني انا شايفه ان هو في تقل في حركته، مش عارف ده سببه ايه، ممكن يكون مثلا حمل زياده او ممكن يكون هو مجهد من الماتشات اللي فاتت، لكن انا شايف احمد الشيخ اقرب واحد. ممكن الراجل يلعب ينزل مروان، بس ما اعتقدش ان حاله مروان دلوقتي يعني لسه برده لسه ما فاقش برده زي ما كلنا عارفين، ولسه خارج برده من الماتش اللي فات برده مش لسه ما رجعش لمستواه، لكن انا اعتقد واتمنى اتمنى الناس يعني في عندك فخري لعيب كويس، لعيب مهاجم لعيب كويس، اتمنى ان هو ممكن ينزل النهارده. بس في نقطه كابتن ايمن عايز اتكلم فيها وهي نقطه الروح. النهارده الروح ما فيش، يعني مش عايز اقول ما فيش روح خالص، لكن ما فيش النهارده عندك الرغبه ان انت تكسب، دي مش موجوده خالص، ودي مشكله كبيره جدا عمرنا ما شفناها في النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي يعني الطبيعي بتاعه رقم واحد الروح، اللي بتميز النادي الاهلي عن اي نادي تاني هي ان شاء الله. نتمنى النهاردة ان الروح ترجع الشوط الثاني، ونشوف شوط كويس باذن الله ومكسب للنادي الاهلي، ونلتقي بكم بعد المباراه اعزائي المشاهدين، ونروح كلنا نتفرج على الشوط الثاني، ونرجع لكم مره اخرى بعد المباراه. ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره بعد عودة الروح بهدف رائع لمروان محسن. الأهلي يهزم الجونة في الوقت القاتل ويحصد ثلاث نقاط غالية يواصل بها تصدره لجدول الترتيب العام. كابتن علاء ميهوب، شفت المباراة إزاي من الناحية الفنية؟ من الناحية الفنية مباراة متوسطة المستوى مجاملة، أو هدف المباراة كرة طولية استقبلها مروان محسن حلوة ولف جسمه حطها في الزاوية البعيدة، جول من الأجوال الحلوة قوي في الدوري السنة دي. بس ما شاء الله الكرة دي تمريرة من الشناوي، ما وصلنا الألعاب بتاعنا الشناوي. يعني الشناوي شايل جول في الدقيقة 73 انفراد. بص يا أيمن، المباراة النهاردة فيها حاجتين طبعا، أحلى حاجة في المباراة النهاردة دقيقة 73 الشناوي خلاك في المباراة، دقيقة 95 صح. الشناوي بيعمل لك كرة طولية لمروان، صحيح استلام لمروان هدف رد اعتبار ورجوع روح للنادي الأهلي ومروان شخصيا بعد الهجوم الفظيع اللي حصل له بعد مباراة الزمالك. لكن سبحان الله ربنا رضاه النهاردة رضا ما بعده رضا بجد النهاردة، يعني ما اعرفش يمكن بغض النظر عن النتيجة النهاردة احنا اتفقنا قبل الماتش ان احنا هنختم النهارده البرنامج بكلمه لكل واحد فينا لمروان. حصل هو يعني مروان النهارده بعد هدفه النهارده ده مفيش كلام تقوله، يعني تقول ان الراجل ده اتعرض لهجوم جامد قوي وساكت، لكن ربنا كرمه فعلا ان هو واضح ان بني ادم كويس فعلا، يعني ربنا يكرمك كده ايمن بعد حوالي 3 ايام هجوم مش طبيعي وتهريج وقلش وحاجات غريبه جدا على مروان وهو ساكت، ربنا يكرمك بتقول. وخلي بالك نزل في توقيت صعب جدا. صعب يعني لو اي حد غيره يعني ما ينزلش، يعني التوقيت صعب ومروان حالته صعبه وهجوم غريب جدا، لكن هي سبحان الله ربنا ما بيحب يعني يكرم حد، بس هو يستاهل اكيد. لكن النهارده فعلا شناوي النهارده انقاذ وتمريره ساحره لمروان، استلام مروان وهدف يعني رد اعتبار رسمي مروان، ثلاث نقاط يستاهلوا من النادي الاهلي، لان النادي الاهلي روحه اتغيرت بعد الطرد، هو ده التغيير اللي حصل في النادي الاهلي النهارده. النادي الاهلي نفس الاداء في الشوط الثاني، مع يعني مش مع اعتراض، يعني اعتراض خفيف كده، هو انا ليه برده رجعت لاعب محمد مجدي ناحيه اليمين بدايه الشوط الثاني، ودي حاله غريبه جدا برده حصلت النهارده. محمد مجدي بدايه الشوط الثاني برده راح ناحيه اليمين، ما اعرفش ليه، او كان ايه الغرض من الـ من الـ من الـ من تغييره الملعب دي، لانك برده فقدت حاجات كتير قوي. الحاله الفنيه لعيبه النادي الاهلي لازم نكون صراحة ايمن، مش دي الحاله الفنيه لعيبه النادي الاهلي، في اكتر من لاعب النهارده يعني بعيد واخطاء كتير قوي في التمرير، وهي كره القدم تمرير، الكره بتقطع منك مدافع على طول، لكن النهارده برده تغيير مجدي غريبه شويه، تحس ان الملعب اتعدل وتحس ان في روح جديده بعد طرد يانج. صحيح مجدي راح راجع نص الملعب، روح جديده دخل رجعت النادي الاهلي، ودي لعيبه النادي الاهلي ايمن دايما تحت الضغط وتحت الاوقات الصعبه. كنا بنتكلم احنا في بدايه الاستوديو
يطلع نوعيه لعيبه النادي الاهلي هو ده. لا ما ينفعش النهارده ماليش دعوه انا بلعب ناقص واحد، لا انا عايز ثلاث نقاط النهارده، اداء وحش انا عايز ثلاث نقاط النهارده. النهارده تغاضى عن الاداء مع ان الكلام اللي انا قلته انت عايز ثلاث نقاط واداء، النهارده مفيش اداء لكن قدرت تحصل ثلاث نقاط. في سلبيات ولسه بيقول في سلبيات لكن لازم السلبي تتعالج. الحاله الفنيه او المستوى الفني الشوط الثاني المباراه ككل متوسط المستوى، زي ما بقول لك ايمن الحاله الفنيه بتاع لعيبه النادي الاهلي بعيده، لا بعيده فعلا. مفيش حد النهارده تحس ان هو كان بيحاول غير بادجي، حتى يعني قبل ما يخرج هو اللي كان بيحاول في الكور القليله قوي اللي بتجيله، هو برده معذور ما جاتلوش حاجه النهارده. الجنبين بتوعك يعني مقفول عليهم تماما، ريتمك برده ما زادش قوي اللي كان بيتكلم عليه اسامه ومحمد يوسف بين الشوطين، الريتم في ال 25 يارد الاخيره ما زادش برده، ما تحسش ان في حاجه اتغيرت، بل بالعكس انت لما وديت مجدي ناحيه اليمين مفيش ريتم، بتبتدي تلعب كور طويله وكور مقطوعه كتير قوي. لعبت الجونه لعبت نفس الشكل، لكن هو طمع في المباراه بعد الطرد، كل تغييراته كانت هجوميه. مظبوط، جت فرصه للكلام اللي اتكلمت عليها دقيقه 73 انقذها الشناوي ببراعه الهدف، الكره دي لو جت كانت المشكله هتبقى لا جامده جدا، الكره دي غيرت مجرى المباراه كلها يا ايمن. تخيل انت مغلوب يعني هيجي فيك جول 1-0 ومطرود منك واللعيب وانت حالتك الفنيه مش هتساعدك كمان، لا الامور كانت هتبقى صعبه جدا. لكن انا عايز اقوله ان مباراه عدت بقى بحلوها بمرها، لازم الحاله الفنيه لعيبه النادي الاهلي اكتر من لاعب لازم يبقى احسن من كده بكتير. علامه استفهام كبيره قوي على حاله جونور اجاييه، بعيد كل البعد بقاله فتره كبيره جدا من ساعه رجعنا من بعد كورونا. ده 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 يعني الوقفه غريبه جدا كمان، يعني برضو بنتكلم على الوقفه اللي هي الهدف اللي انقذه الشناوي، يعني ازاي كل لعيبه النادي الاهلي على خط وفي واحد مغطي الوسط لوحده وثلاث لعيبه من الجونه اللي واقفين الوقفه دي. لا خلي بالك انا عايز بص اتفضل بص على لعيبه النادي الاهلي والقمصان الحمراء، انا بقول لك كلهم تقريبا بره ال 18، ما انا بقول لك واحد بس جوه ال 18 ياسر ابراهيم، وياسر ابراهيم مغطي الاوفسايد، وفي ثلاث لعيبه من الجونه لوحدهم اللي عليهم الدوائر دي اللي هتروح واحده فيهم لاسلام محارب. يا جماعه الشكل ده ما ينفعش. بس خلي بالك هنا يا كابتن علي قبل الكوره ما تتلعب، بص الثلاثه اللي انت بتقول عليهم باصين على الكوره كويس مش شايفين الخصم، بس هم شايف ماشي، لا في خصم هو شايفين، هو واحد مغطي الليله كلها. ما هو بص ماشي كمل، بص هنا بص ايمن بص يا كابتن كلهم باصين على الكوره ازاي، هم باصين على الكوره بس هم شايفين يا ياسر مكمل يا ايمن. معلش كابتن ايمن خلي بالك اللي استلم الكوره اللي بره ال 18 اللي هو اسلام محارب ولا جده ولا الثاني، لو ماشي سليم يعني بص هو واقف ازاي، هو واقف عينه على ياسر ابراهيم وعينه على الكوره وبيجري، الكره اتلعبت راحت له. بص ده اثنين ورا بعض كمان يا ايمن. ايوه لكن هي الغلطه يا جماعه دي على فكره غلطه مكرره في الثلاث ماتشات. أيوة. كلها حتى انفراداتك كانت بتروح، لازم حتى لو ياسر سرحان اللي لازم يتكلم في كل الكلام ده الشناوي، لان كده ممكن نرجع كره ثانيه لو سمحت، ممكن نرجعها ثاني بعد اذنكم. بص لا يعني بص يا ايمن ايوه ادام اتفقت انك تقف على خط واحد ومفيش حد يجري نصات الاوفسايد كده، ما ينفعش ياسر يجري لوحده، ما ينفعش طبعا. لازم صوت نقف وواحد يتكلم، وده اللي انا قلته المباراه اللي فاتت ان في الملعب ما فيش حد بيتكلم فيه. لازم ياسر هو اخر واحد على الخط ما يجريش، لان لو ياسر وقف الناس دي كلها خلاص اوفسايد يا ايمن، لكن ياسر جري هو متاكد ان هو متخيل ان كلهم هيجروا معاه، لكن ما فيش حد جري من لعيبه النادي الاهلي على خط واحد. فحته التفاهم في الحته الدفاعيه دي برضه فيها مشكله النهارده، ده الهدف بقول لك اللي انقذه الشناوي. طبعا طالع قافل الزاويه بامتياز وخلاص طبعًا. بعد كده يعني بعد دقيقه 73 اعتقد ممكن تبقى صعبه، لكن مبروك للنادي الاهلي ثلاث نقاط، لكن الكلام والشغل الفني لا محتاج شويه كتير. كابتن محمد يوسف الف مبروك للنادي الاهلي، يمكن شفنا المكسب طبعا كان يهمنا النهارده قوي قوي حته المكسب دي. طبعا الثلاث نقاط مهمين، وشفنا كمان زي ما قال الكابتن علاء عوده الروح بعد طرد ديانج. انا يعني سعيد جدا بالثلاث نقاط، وصول النادي الاهلي للنقطه 59 بفارق طبعا 17 نقطه عن اقرب منافسيه. مبروك طبعا للنادي الاهلي، والفرحه في الثلاث نقاط يا كابتن ايمن زي ما قال الكابتن علاء. انا سعيد جدا بحاله الطرد اللي جت في الدقيقه 62، احنا يمكن لما بدانا الشوط الثاني لغايه الدقيقه 62 نفس الريتم ونفس الاداء بتاع الشوط الاول، لكن من ساعه الدقيقه 62 لما اطرد ديانج لقيت بقى فرق، يعني فرق في الريتم، فرق في سرعه الاداء، الروح جوه الملعب
لما لعبت النادي الاهلي شع يعني جالها شعور ونقص عددي وان المباراه 0-0 بدات تطلع حاجات ما كانتش طالعه في ال 62 دقيقه الاولى. انا سعيد بالروح دي، والروح دي المفروض كنا نشتغل عليها من اول دقيقه، كنا كان السكور هيبقى حاجه تانية خالص غير 1-0. سعيد جدا كمان باللقطتين بتوع الشناوي. الشناوي النهارده عمل اسيست في الجون صح، وشال جون، يعني تقمص شخصيه او اداء نوير في بايرن ميونخ، وصد كوره فعلا ولا اروع اللي شالها من اسلام محارب، طلع قفل بلوك كويس جدا وقدر ينقذ هدف اكيد كان هيلخبط مجريات الامور والاداء فيه بالنسبه لفريق النادي الاهلي. طبعا الحاجه الايجابيه كمان الجميله جدا هي الهدف بتاع مروان محسن، وكلنا يمكن يعني اجمعنا ان اول ما مروان نزل في الدقيقه 86 أيوة الكابتن علاء مهوب كان توقع وقال مروان هيجيب جون. انا قلت لك برضو ان مروان هيجيب جون. اسامه أيوة حسني اول ما مروان بيسخن ونازل قال هيجيب جون. يعني احنا اجمعنا بشكل كلنا ان ثقتنا في مروان. خلي بالك ده احساس لعيبه الكوره، يعني عشان كلنا لعبنا وحاسين باللي مروان فيه، وعارفين توفيق ربنا سبحانه وتعالى بيجي كده الاوقات المهاجم في وقت محتاج يجيب جون عشان يرد او يعني ياخد ثقه. لو عايز اقول لك حاجه كلنا فرحنا له. كلنا كلنا كنا نفسنا ان مروان هو اللي يجيب الجون، ان مروان يجيب الجون عشان نديله حقه ونتكلم عليه. وهنا ناخد درس برضو. انا عايز برضو اقول حاجه مهمه جدا يا كابتن، لازم لمروان وللناس اللي بتنتقد مروان، اول حاجه لمروان ما يجبش ان انت تتاثر قوي بالكلام اللي بيتقال عليك، لانه ده اراء جمهور طويل كبير عريض بيسقف. محمد بعد اذنك هنكمل كلامنا، بس هنروح الاول المؤتمر الصحفي وبعدين نرجع كلامنا. طب مره ثانيه اتفضل. Alors aujourd'hui c'est un peu plus compliqué de faire une analyse parce que la première mi-temps c'était pas Ali, vous l'avez vu, c'est clair, tout le monde était déçu, comment on a joué. On a pas mal commencé les premières quelques minutes, mais après ça, jusqu'à la mi-temps, on n'a pas bien joué. Ça, il ne faut pas discuter, ça c'est clair, mais ça peut arriver de temps en temps, ça c'est aussi le foot. Deuxième mi-temps était mieux. Et oui, c'était bizarre. Après qu'on a joué avec 10 joueurs, on a même commencé à bien jouer, à gagner des duels, à créer des occasions plus dangereux. À 10, j'ai vu la réaction que j'aimerais voir. Et pour la morale, c'est extraordinaire qu'on ait encore gagné ce match-là. Et de temps en temps, on a besoin aussi des matchs comme ça. Et oui, je suis heureux pour nous qu'on a encore la réussite à la fin. تحليل المباراه بيقولوا طبعا الامر معقد شويه ان حل المباراه زي دي. الشوط الاولاني تقريبا الاهلي ما حضرش، ما كناش متواجدين خالص، كان شوط سيء جدا بالنسبه لنا لغايه اخر دقيقه. الشوط الثاني الامور اتحسنت شويه ولعبنا افضل شويه لغايه لما بس كان عندنا يعني غير قادرين على التسجيل، الى ان تم طرد وعددنا اقل بقينا 10. ساعتها اللعيبه انتفضت والاداء اتغير ورجعوا اللقاء وبقوا في الالتحامات في الكرات المشتركه بقى اكثر فعاليه واكثر قوه، وادائهم في الملعب كان افضل ان احنا هنسجل. طبعا انا مبسوط بالفوز وبرغم الاداء، لان من وقت التاني لازم يبقى في مباريات بالشكل ده علشان تصحي الفرقه وتفوقنا وتخليها نمشي على الطريق الصحيح. رجعت في العرض تاني. السبب السؤال التاني مش مفيش ناشئين، ما تشوفش ناشئين Effet, on posait toujours la question pour évoluer en 4-2-3-1, vous avez modifié le plan de jeu, puis vous avez revenu en 4-2-3-1. Quelles sont les raisons ? C'est la question. Deuxième question, pourquoi vous ne comptez pas sur les juniors dans les matchs, les jeunes joueurs dans les matchs ? D'abord, ce sont les joueurs qui font le système, pas le coach. Et il faut quand même beaucoup des joueurs remplacés, hein, parce qu'on a des absents, on a des joueurs qui ne sont plus là, ça j'ai déjà dit la dernière fois. Maintenant, il faut créer des automatismes de nouveau avec les joueurs qui sont là. Et de temps en temps, il faut aussi changer un peu le système parce que oui, ça dépend des joueurs, hein, quel système on joue. Et deuxième question, ce n'est pas le moment pour compter un peu plus en jeunes. Hein,
parce que avec Ali on joue aussi tout le temps avec beaucoup de pression et aujourd'hui c'était important d'avoir un bon résultat et oui je suis en train tout le temps avec des jeunes je vais augmenter leur niveau mais pour aligner des jeunes c'était pas le moment juste. طبعا نبدا بالسؤال الثاني، ليه ما بتلعبش الناشئين كتير؟ ليه مش شايفين الناشئين بيشاركوا في التمرين بس ما بيشاركوش في مباريات؟ بيقول مش الوقت مناسب ان الناشئين يشاركوا. هم بيشاركوا معانا وبياخدوا الاجواء الفريق، بس صعب دلوقتي تشاركهم. دلوقتي احنا بنلعب عشان نحقق نتائج وكده، الوقت المناسب لما يجي هنديهم فرصه. حضرتك سالت سؤال ان كنت تلعب 4 2 3 1 وعدلت طريقه اللعب وكده رجعت تاني، ايه السبب؟ بيقول لك المدرب بيحط خطه اللعب بناء على اللعيبه المتاحه، فبيقول لك مش الكوتش بيعمل ده بمزاجه، لا، عشان اللعيبه المتاحه والقماشه اللي عنده ينفذ بيها الفكره ده. فدلوقتي في ظل غيابات عدل طريقه اللعب وبيفضل يعدلها وهيفضل يعدلها طول ما في غيابات، هيحط طريقه اللعب اللي تناسب التشكيل اللي عنده. اتفضل. كده ده كده صعب دوت. احنا شفنا طريقه اللعب اتغيرت ولاعيبه كتير اتغيرت في التشكيل، لكن الاداء لسه زي ما هو مش مرضي لجماهير الاهلي. هل الوقت دوت نقدر نقول ان هو نقدر ندي فرصه لصالح جمعه ان هو يكون موجود الفتره الجايه، ولا لسه برضه صالح هيكون باين؟ قلنا في شانجمون سيستم دو جو، البلان دو جو سيستم دو جو، مي بورتون لا بيرفورمانس ريست ميديوكر. اسكو سي لو تون دي دوني لا شانس على صالح جمعه، او بيان يل ريست توجور ان دور دو كونت دو با بارتيسيبي؟ نو، يل ريست با تول تون دور. Moi, je peux vous confirmer qu'il fait des progrès. Il faut avoir un état physique qui est suffisant pour jouer un match sur ce niveau-là, parce que ce sont des duels durs. Il faut quand même aussi courir beaucoup. Mais je peux vous confirmer, il a fait des progrès et c'est possible qu'il va encore participer des minutes et aussi des jeux avec nous. السؤال كان في خطه اللعب بتتغير والاداء زي ما هو واللعيبه بتتغير الاداء زي ما هو، يا ترى في فرصه ان صالح جمعه ياخد يعني ياخد فرصته يلعب ولا هيفضل بعيد عن حساباتك؟ فبيرد بيقول لا، مش بعيد عن حساباتي ولا حاجه. صالح جمعه بيجتهد الفتره الاخيره وعمل مجهود كويس يعني وقرب يرجع تاني، بس عشان يلعب محتاج يكون في حاله بدنيه كويسه عشان الالتحامات وعشان السبرنتات وعشان الجري وكده. هو لسه ما وصلش للحاله دي، بس هو بيعمل مجهود كويس وهو قرب ان مين يرجع، يعني قرب من عشان نقدر اديله يعني وقت زمن وقت واحده واحده اديه تدريج ارجعه تاني. مين بيعمل، مين البونيريتور، مين اللي بي... اوكي طب يعني ناخد السؤال، ناخد اتفضلي فهم. استمرت التراجع الجناحين الفتره الاخيره غاي جيراردو وخاصه اضاي، والدفع الهجومي بتاعهم دايما بطيء، عايزه اعرف استر وقت تراجع مستوى يعني ولا وكنت عايزه معلش سؤال ثاني، هو الفريق محتاج تدعيم هجومي الفتره اللي جايه ولا لا؟ Pourquoi les deux ailiers, Jean et Rando, pourquoi ils sont un peu, leur niveau n'est pas très haut, quelles sont les raisons? Et qu'est-ce que, deuxième question, est-ce que vous avez besoin de nouveaux joueurs pour renforcer le côté offensif de l'équipe ou pas? Tout d'abord, les ailiers. Vous avez bien vu ça, hein, c'est juste, les deux ailiers, ils n'ont pas bien joué, ils ont eu beaucoup de difficultés. Junior, il n'est pas encore en forme, hein, ça on l'a vu aussi les derniers matchs. Mais de temps en temps, on a des périodes comme ça. Hein, ça, il faut accepter, mais il faut beaucoup travailler. Il faut faire quelque chose pour s'améliorer son niveau. Et deuxième question, c'est pas le moment de faire maintenant des transferts, hein, parce que c'est pas possible de faire des transferts. Mais pour l'avenir, c'est clair que le club va aussi faire quelque chose sur ces positions-là. برضه السؤال الثاني، يا ترى في فكر انك تفكير انك تدعم الحته الهجوميه بلعيبه جداد؟ بيقول دلوقتي مش وقت نتكلم عن انتقالات او عن صفقات، الاداره هتعمل ده، مش وقت نتكلم فيه. السؤال الاولاني بيحيي حياتك عليه، سؤال الجناحين عندنا مش شغالين كويس او ما بيزيدوش، ما لهمش فعاليه هجوميه زي الاول. بيقول هو ده فعلا ملحوظه ذكيه منك، وبيقول هو فعلا اجاي يمكن مش في حالته، وده طبيعي بيحصل لمعظم لعيبه كره القدم ان بيجي لهم حالات يعني اب اند داون، حالات كويسه وساعات المستوى بينزل، بس ده طبيعي، هيرجع تاني وعنده ثقه هيرجع تاني لمستواه، وهي محتاجه وقت. ده يعني ده شيء طبيعي، يعني حاجه ما تنتقص من قدره، ده شيء طبيعي كل لعيبه القدم بيعدوا بيه. Et je peux encore dire, hein, je dois encore dire quelque chose parce que c'était une remarque intéressante.
On a commencé le championnat avec deux autres ailiers qui sont plus là maintenant, un qui est plus là, l'autre qui est blessé. Et maintenant, ce sont des autres qui doivent augmenter leur niveau. Mais ce n'est pas encore le niveau que je demande, que tout le monde veut voir. Mais il faut travailler. Hein. Ça, c'est la seule chose qui nous reste. Hein. Il faut travailler pour augmenter le niveau de tout le monde. برضه بيقول حضرتك عشان ملحوظتك ذكيه عايز برضه يضيف حاجه بيقول احنا بدانا الدوري بدانا على الطرفين بجناحين مختلفين واحد مشي وساب النادي والتاني مصاب لسه ما رجعش فاضطرينا نشتغل مع اتنين تانيين لسه ما ادوش طبعا المردود اللي احنا عايزينه وهذا المردود اللي احنا عايزينه وهذا الاداء اللي احنا بنتمناه بس محتاجين نشتغل عليهم اكتر عشان نحسن مستواهم في ظل المعطيات والظروف الموجوده عندنا اللاعبين الموجودين المتاحين. ماشي. كابتن محمد زي ما كنا بنتكلم مستر فايلر قال الامور تحسنت بعد الطرد وظهرت روح الفانيلا الحمراء وهو سعيد جدا بالمكسب النهارده. كنا بنتكلم قبليه بالظبط في نفس الكلام. انا كنت كنت بكمل على يعني كلامه هو طبعا يعني قال الحته دي حته الروح بعد الدقيقه 62 واللعب بنقص عددي الى ان هو قدر يرجع او يحافظ ويسرع رتم المباراه. بحييه طبعا على التغيير اللي عملها اللي هي دفع بمروان محسن في الدقيقه 87 لقى ان بادجي بذل مجهود كبير جدا مش موفق حط كوره في الشبكه من بره حط كوره ثانيه اللي هي الشوط الاولاني يعني نوع في التغيير او محاور الهجوم بتاعته. انا بس اللي كنت عايز اتكلم اكمل كلامي وبعدين اتقطع هو حته مروان في شقين شق اللي هو ان مروان يلتفت او يركز او يعني يسمع الانتقادات اللي بتتقال في السوشيال ميديا بشكل يؤثر على شخصيته او يؤثر على 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 ثقته في نفسه دي ما يجيبش خالص لانه لعيب النادي الاهلي لازم يكون قوي الشخصيه متسلط الميديا على النادي الاهلي بمختلف انواعها ومختلف الازمان بتاعتها يعني زمان كان في جرايد وكان هي اكتر حاجه جرايد وبرنامج او برنامجين في التلفزيون اتطورت بعد كده الاستوديوهات اتطورت بعد كده السوشيال ميديا دلوقتي كان في جمهور كنت انت بتشوف الجمهور على طول وانت في الملعب بيبدا يعني يزوم عليك زي ما بنقول كده بلغه الكوره لما الكوره تيجي تطول منك ولا ما تبقاش انت واخد الثقه ومتمكن وانت بتلعب بتبص لك الجمهور بيزوم عليك لما تجيلك الكوره فدلوقتي نفس الكلام بس باسلوب تاني فاللي انا عايزه او اللي انا طالبه ان جمهور النادي الاهلي جمهور مساند وجمهور داعم لفريق النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ودايما بقول للجمهور اللعيب اللي هو بيبقى محتاج المسانده ومحتاج التشجيع هو اللاعب اللي مش في حالته وارد جدا كل مهاجمين مصر كل مهاجمين مصر يعني احنا لينا تجربه في التسعينات 98 حسام حسن راح بوركينا فاسو ولعبنا دور كامل دور كامل النادي الاهلي الدور الاول كله حسام حسن ما حرصش ولا هدف راح بوركينا فاسو عشان عنده شخصيه قويه وعشان عنده ثقه وعشان عنده اصرار خد هداف امم افريقيا 98 في بوركينا فاسو ونفس الكلام بقى عدى على كل المهاجمين لانه بيقعد فتره ما بيجيبش جوان فدي نقطه للجمهور ونقطه لمروان النهارده اللي حصل هي حته ان النهارده ربنا بيجازيه او بيديله هديه لان هو فعلا قعد فتره 3 ايام او 4 ايام اللي فاتوا دول مروان 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 ف يعني انا ببارك له وببارك طبعا للنادي الاهلي عموما لكن مروان بشكل شخصي لان الهدف ده هيطلعه من الحاله اللي هو فيها هيديله الثقه وفي نفس الوقت انا بطلب منه وده طلب يعني فعلا كل الناس فاهمه في الكوره معانا في الاستوديو بلاش يدخل حد من اسرته يعني انا قريت تصريح ان والده طلع واتكلم ما فيش داعي خالص طب تسمح لنا بعد اذنك كابتن محمد معلش هنروح لملعب مباراه مع زميلنا كريم احمد ومعاه نجم من نجوم مباراه كابتن محمد الشناوي اهلا وسهلا بجد التحيه ليك من جديد كابتن ايمن شوقي كل نجوم الاستوديو التحليلي كل جمهور النادي الاهلي انا سريعا بقى معايا نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن شناوي مبروك يا شناوي هي دي النادي الاهلي ودي شخصيه النادي الاهلي تمسكته يمكن لاخر دقيقه بنجيب جون واخر ثانيه
هي دي شخصيه النادي الاهلي. الرغبه موجوده لكن توفيق ربنا اللي بنستناه. وانتوا لعيبه تستاهل ولعيبه رجاله ومسكتوا بعض الفتره اللي فاتت، كلمنا على الظروف ايه الفتره اللي فاتت وازاي قدرتوا ترجعوا كده شنو؟ لا طبعا انا النهارده بقول للعيبه مبروك وبقول للجهاز الفني وادارته كل اللعيبه انتوا رجاله زي ما انتوا رجاله طول عمركم. احنا ما فيش اي حاجه بتوقفنا، احنا الحمد لله الماتش ده بان ان اللعيبه عندها روح قد ايه. احنا لاعبين من الدقيقه 66 ب 10 لعيبه، انت شايف اللعيبه عندها روح ازاي وعندهم اصرار للمكسب. والحمد لله النهارده انا بشكرهم جامد جدا، بشكرهم كلهم ان هم كانوا على قد المسؤوليه وعلى طول عمر النادي الاهلي كده. في وقت الاوقات الصعبه بتلاقيهم رجاله وعلى طول رجاله، وان شاء الله الفتره الجايه تكون احسن واللعيبه على طول موجوده، وان شاء الله الفتره الجايه هتلاقي روح احسن من كده بكتير كمان، وان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه ان شاء الله. عايز احيي مروان، وانا عارف ان انت ككابتن فريق له دور معاه الفتره اللي فاتت لان كان عليه حمله كبيره جدا، لكن مروان من ولاد النادي ويمكن متماسك بشكل كبير وبان النهارده. حابب تقول لمروان على اداءه النهارده وعلى هدف النهارده شنو؟ ما فيش، انا اقول لمروان عليه، مروان من اللعيبه المهمه عندنا، ومروان الكلام اللي بيتقال ده طبعا احنا نركز فيه خالص، احنا بنركز، احنا واثقين في اللعيبه كلها. ورمضان طبعا احسن فرد في مصر، يعني راجل لعيب دوري، راجل منتخب مصر يا جماعه، بتتكلموا في ايه يعني؟ راجل بيأدي دوره وبيعمل اللي عليه وبيأدي دوره المدير الفني بيقول له عليه. احنا بنركز في الحاجات اللي بره خالص، احنا بنركز في شغلنا بس. انت شايف الراجل موجود، الراجل نزل النهارده، الراجل جاب جون هو اللي كسبنا. الكلام ده يا جماعه احنا ما بيشغلش بالنا بيه خالص، احنا بنركز في شغلنا بس ونرجع باي حد اللي فاكر مثلا اي حد بيتكلم او حد يقول الكلام ده كله، احنا يا جماعه كلام مبيبقاش في دماغنا خالص، احنا بنركز في شغلنا بس. اهم حاجه ادائنا، اهم حاجه نكون مع بعض رجاله مع بعض. وانت شايف الروح من الدقيقه 66 لغايه الدقيقه حوالي 97، لا مش راحة، اهم حاجه نكسب، اهم حاجه 3 بونت، اهم حاجه نكون احنا كلنا على يعني قلب راجل واحد بس. ده المشكله دي، دي دي يعني دي المهم. مروان من اهم لعيبه في النادي، وكل اللعيبه كلنا زي بعض وكلنا اخوات وكله مركز في الفتره الجايه. احنا عندنا دلوقتي 12 مباراه نركز فيهم، وعندنا افريقيا نركز فيها، ولا هنركز في الكلام اللي بيتقال بره. احنا يا جماعه هنركز في شغلنا بس. هم دول الرجاله اللي كانوا في سان داونز، هم دول الرجاله اللي كانوا في الهلال السوداني، ولا كانوا الرجاله اللي كانوا في النجم الساحلي، هم الرجاله دول اللي كانوا في كل الماتشات اللي فاتت، وهم اللي موجودين، وهم اللي بيكسبونا، وهم مفيش حاجه اتغيرت. بس احنا نركز في شغلنا ونركز في طريقنا، ومالناش دعوه باي حد، واللي عايز يتكلم يتكلم. جمهور النادي الاهلي ادى رساله كبيره جدا، سند ودعم ورساله كبيره جدا لكل اللعيبه. جمهور النادي الاهلي ورا لعيبه النادي الاهلي اكيد طبعا، هو الجمهور الوحيد بس اللي حقه يزعل، مفيش حد تاني حقه يزعل، هو الجمهور بس اللي حقه يزعل. واحنا متقابلين، كل اللعيبه متقبله ده ومفاهمين الكلام ده كويس، ان هم الحاجه الوحيده اللي بيزعلوا مننا هو الجمهور، هو اللي بيتكلم بس. غير كده احنا مش شاغلين نفسنا باي حد. ليه؟ احنا بنلعب عشان خاطر الجمهور وعشان خاطر النادي وعشان خاطر ادارتنا، حاجه ده اكل عيشنا. احنا بنركز في شغلنا بس يا جماعه، احنا بنكسب عشان نفرح جمهورنا مش عشان حد تاني، احنا بنكسب عشان احنا نكون مبسوطين، احنا بنكسب بطولات عشان يبقى في بطولات في النادي، احنا واخدينها على البطولات، احنا بنكسب عشان الجمهور ده ما يروحش زعلان. احنا معودينهم على طول اللي هم على طول مكسب مكسب مكسب. المشكله يا جماعه مباراه مفيش توفيق اللي حصل، مفيش اي حاجه حصلت خالص. الفتره اللي جايه ربنا يكرمنا فيها، والفتره اللي جايه جالك طبعا يجي ربنا يكرمه، والفتره الجايه ربنا يكرمه اكتر. انا بفهم الكلام، الجمهور حقه يزعل مننا، بس احنا على طول هو في ظهرنا وعلى طول اول دعم لينا، عشان كده احنا فاهمين هو بيزعل النهارده بكره بيبقى ورانا، واحنا بنقول للجمهور دايما على طول الفتره الجايه هنبقى على طول، ما انتوا على طول في ظهرنا واحنا على طول معاكم، نقدر نفرحكم ان شاء الله. واللعيبه ديت هي نفس اللعيبه اللي كانت في كل الماتشات اللي فاتت. بس حبيبي الله يبارك فيك مروه جميل، مبروك اصرارك وعزيمتك وعدم التفاتك للكلام ده انا عارفه، لكن انا عايزك تكلمني على ازاي قدرت تستعيد قوتك بشكل كبير جدا في وقت قليل. باين من اول دقيقه مروان نازل جري في كل حته، حماس جديه، وربنا كرمك واحرزت هدف. مبروك يا مروان. انت عارف الحمد لله مبروك على المكسب النهارده، وببارك لزمايلي والجهاز الفني. طبيعي بتبقى فيه زعل، بس الحمد لله انا قدرت الفتره اللي فاتت دي اخرج نفسي بسرعه، ما التفتش لاي حاجه، لان احنا بنلعب في نادي الاهلي ونادي كبير، ولازم شخصيه اللعيبه دلوقتي تبان في المواقف دي. الحمد لله وانا على قد المسؤوليه الحمد لله، مش هلتفت لاي حاجه بتتقال، انا مركز مع الجهاز الفني وفي النادي، اهم حاجه نفرح الجمهور ده الحمد لله. مروان يمكن الفتره اللي جايه فتره صعبه، فتره مهمه وفي تلاحم كبير جدا للمباريات، شايف الفتره اللي جايه ازاي؟ يمكن بكلم كابتن سيد قال محتاجين نقعد مع بعض ومحتاجين جلسات كتير ومحتاجين اللعيبه ترجع ثقتها من جديد مره ثانيه. احنا كلنا بنقعد مع بعض على طول، كل يوم بنقعد مع بعض بنتكلم، واللعيبه كلها مركزه، بيبقى في سوء توفيق معانا. الماتشات طبعا مع ضغط الماتشات ان شاء الله الفرقه كلها هتيجي ونرجع مستوانا الطبيعي، لكن احنا كل يوم بنتكلم مركزين سيد ان شاء الله نجيب الدوري وافريقيا، يعني ان شاء الله مركزين على كده.
حبيبي مبروك علينا كلنا ومبروك للنادي الاهلي وجماهيره. حبيبي مبروك من جديد للشناوي مروان محسن، كل نجوم النادي الاهلي، اداره النادي الاهلي، الجهاز الفني. مباراه كانت صعبه النهارده لكن الحمد لله رب العالمين قدر النادي الاهلي يحصل على 3 نقاط. هو ده كان الهدف يا كابتن ايمن النهارده. مباراه عدت خلاص، النادي الاهلي يستعد بكل جديه الفتره اللي جايه ويستعد ان شاء الله لمباراه المصري، وباذن الله ان شاء الله يكون 3 نقاط الفتره اللي جايه، والفتره اللي جايه تكون كلها انتصارات لفريق النادي الاهلي. عوده لك من جديد يا كابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا كريم. وكابتن اسامه، شفنا النهارده الاهلي بلس 90، شفنا النهارده عوده الروح للاعيبه النادي الاهلي خصوصا بعد طرد ديانج، وده من ضمن الكلام اللي قاله مستر فايلر. شايف المكسب ده ازاي النهارده؟ يعني في البدايه مبروك، 3 نقاط مهمين جدا للنادي الاهلي بعد خساره المباراه السابقه. فالنهارده انت بتلعب تحت ضغوط، يعني اللعيبه مش متحرره، فالنهارده عليك ضغط كبير. حتى واحنا بنتابع الشناوي وهو بيتكلم حتى بعد المكسب تحس ان بيتكلم في حاجات حصلت بعد مباراه الزمالك، فاللعيبه ده اكيد وصل اللعيبه بشكل كبير، واللعيبه بتلعب النهارده وهي مضغوطه. النهارده النادي الاهلي مش في افضل حالاته، لكن في ايجابيات كتيره النهارده. اول حاجه عوده الروح كانت مهمه جدا النهارده، والنهارده انك تكسب في الدقيقه 95 ده شيء مهم جدا. بتلعب من الدقيقه 62 ناقص، فانك تلعب ناقص لاعب مهم في وسط الملعب حوالي 30 دقيقه لعيبه بعد طرد ديانج، كميه الجري زادت، الروح صح زادت، صح بدات يعني الشكل بقى افضل للاعيب النادي الاهلي. فده النهارده من ضمن المكاسب المهمه. الشناوي ظهوره النهارده بالمستوى العالي، تركيزه العالي النهارده في لقطه المباراه قبل كره مروان، ولسه هنتكلم عنها، والهدف اللي جابه مروان، يعني احلى ما هدف مروان هي النهارده لعيبه النادي الاهلي. شوف كل اللعيبه وهي متجمعه على مروان وهي بتحتفل بمروان، دي حاجه مهمه جدا. دايما اللي بيكسب النادي الاهلي مش لعيب، لا، الروح اللي موجوده دايما جوه الفرقه. مظبوط. لما بتشوف كل اللعيبه، يعني النهارده لما نشوف بادجي اللاعب اللي اتغير وخرج بره، عايزين نوصف الجول ده يا كابتن اسامه. لا، لان في صعوبه جدا في حركه مروان بعد كده. نبص عليك، ها، جري بسرعه، ضرب خط الدفاع، احساسه برده بالمكان ان هو مش واقف متسلل، جري قبل ما الكره تتلعب من الشناوي. ده يعني في حسن توقيت انه يجري في الوقت المناسب. الاستلام الكره جت وراه بالظبط. النهارده ان هو يلف ويرجع تاني ويلف وسطه وهو بيسدد الكره وعايزها في الزاويه البعيده على يمين حارس المرمى، هنا صعوبه الكره اكتر. مظبوط. عكس لو انت استلمتها وجت قدامك، خلاص المرمى بقى كله قدامك. مزبوط. انها الكره تيجي وراك وتلف وسطك وتلعبها في على يمين الحارس، هنا فيها طبعا صعوبه، فيها مهاره وفيها توفيق كبير من ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله رب. لكن فرحه اللعيبه بمروان بعد الهدف ده يعني شيء يعني كبير جدا، الروح الموجوده طبعا داخل الفريق. طبعا. النهارده بادجي اللي اتغير وخرج، دكه البدلاء كلها لما تشوف الدكه كلها راح على مروان محسن، الروح دي بتبشرك لا ان في ان شاء الله في حاجه ايجابيه داخل الفريق رغم الظروف اللي اتعرض لها الفريق خلال كام يوم اللي فاتوا والحمله اللي اتعملت. عايز اروح للشناوي، والشناوي من اهم المكاسب الموجوده النهارده من مباراه الاهلي والجون. الشناوي هو بعد مروان محسن نجم المباراه الاول او اساويه مع مروان محسن. مزبوط. في صده المباراه، لقطه المباراه، كره اللي اهدرها اسلام محارب كانت من انفراد تام، كانت ممكن تغير مجرى المباراه بشكل كبير، لكن تصدي الشناوي ليها بشكل رائع. ظهر محمد الشناوي في هدف مروان محسن، ظهر برضو في محمد الشناوي. كان في الشوط الاول في فرصه، اخطر فرص المباراه لمحمد مجدي قفشه، وبرده اللي عملها الشناوي، عملها الشناوي. فالنهارده الشناوي بيلعب دور صانع العاب. هنا توقيت الهدف، وزي ما الكابتن يوسف قال، يعني تقمص دور نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، هو دايما لما بيطلع بيعمل الصده دي زي اسمها النجمه في كره القدم. مزبوط. فدايما عمل اللعبه دي، فتصدي رائع. النهارده في مكاسب كبيره النهارده، النادي الاهلي ربنا وفقه كسب الجونه، وايضا يعني كسب لجنه التحكيم، كسب ابراهيم نور الدين، محمود البنا اللي قاعد في الفار. هقول لك ليه يا كابتن ايمن؟ ايوه، الناس شافت في الشكل المجمل ان المباراه عدت تحكيم مفيش حاجه، لا، النهارده ابراهيم نور الدين، محمود البنا في الفار جوه، اهم لقطه في المباراه ظهروا فيها وكانوا عايزين يخسروا النادي الاهلي. بمعنى النهارده الفار لما يتدخل في لعبه فيها انذار، دي مش من قرارات الفار ان انا اتدخل عشان ارجع الحكم يدي لاعب انذار، لا، النهارده بتدخل عشان هدف ضربه جزاء
او طرد لاعب. النهارده لو شفنا ابراهيم نور الدين، ابراهيم نور الدين راح لديانج واداله انذار وبعد كده الاحمر. لا بس هو عموما الحالات التحكيميه هنسيبها لكابتن نصر عباس وهو اللي هيكلمنا فيها ان شاء الله، لان هيبقى عنده كلام مهم جدا ومفاجات كثيره كمان النهارده. ما انا هقول لك انا دي بس لقطه ممكن تكون عدت على الساده المشاهدين وهو بيتفرج، لكن دي لقطه مهمه جدا كانت ممكن تغير من سيناريو المباراه تماما. لكن النهارده الايجابيات الروح الشناوي مروان بتلعب الدقيقه 62 النهارده روح تانية خالص في المباراه. صحيح. المكسب 3 نقاط، ما زال متبقي 12 مباراه. النادي الاهلي لسه ما حسمش الدوري زي ما الناس كانت بتقول، لسه الملعب في الدوري متبقي 12 مباراه، لسه 12 مباراة، عندك 6 مباريات ربنا يكرمنا بيهم وقتها نتوج بالدوري رسميا. فلسه ما زال الفريق محتاج يشتغل، لسه ريني فايلر محتاج يشتغل اكتر على الفريق علشان ربنا يكرمنا خلال الفترة اللي جاية. كابتن ايمن بعد اذن حضرتك انا عايز ازود حاجة على كلام اسامة بالنسبة للفار. لازم نعرف والناس تعرف، كابتن ناصر عباس برضو يوضح دي لان انا المعلومة دي عندي، احنا ما بنستخدمش كاميرات الفار كامله. مظبوط. احنا بنستخدم كاميرات التلفزيون، لان كاميرات الفار بتبقى حوالي ما يقرب من 10 ل 12 كاميرا خاصين بالفار من زوايا مختلفه. صح. من زوايا مختلفه، لكن احنا ما عندناش الامكانيات. هو قال كده على فكره المره اللي فاتت. لازم المره اللي فاتت هو قال كده. لازم المشاهدين والجمهور يبقى عارف ان كاميرات الفار ما بتجيبش كل الزوايا. مزبوط. المطلوبه. مزبوط. وبالتالي يعني الدقة بتاعت الفار هو بيستخدم كاميرات التلفزيون التصوير العادي بتاع. صحيح. المباراة. صحيح. وبالتالي ما بتجيب كاميرات الفار بتجيب كل زوايا بتاعت اللعبة، فبالتالي بتجيب لك كل حاجة بشكل واضح جدا. هي الفكرة كابتن، مش نقطة برضو كابتن يوسف. هي الفكرة في النهاردة تدخل الفار ليه؟ قلنا ركلة الجزاء، الطرد المباشر. النهاردة ما فيش طرد مباشر. يا ريت سمير لو جاب الكابتن ابراهيم نور الدين ما اداش احمر، ادى الاول اصفر اصفر وبعد كده احمر. ده بس طبعا كل الحالات دي هيكلمنا فيها كابتن ناصر عباس. كابتن هاني العجيزي، شفنا يمكن من نجوم المباراه زي ما قال كابتن اسامه محمد الشناوي، يمكن عمل 2 اسيست وانقذ هدف، يمكن مسؤول يمكن عن الثلاث نقط اللي جابها النادي الاهلي النهارده، ويمكن معاه من نجوم المباراه مع انه لعب وقته قصير جدا كابتن مروان محسن. هو كان ناقص الشناوي بس يجيب جول النهارده، هو كده عمل 3 حاجات. بص يا كابتن، هو مبروك طبعا للنادي الاهلي بصفه عامه، ومبروك لمروان محسن طبعا بصفه خاصه، لان مروان طبعا يعني الله يكون في عونه مر بظروف صعبه جدا في خلال الاربع ايام اللي فاتوا. الحاجات دي مرت عليا انا كلاعب كوره، كنت برده كان بيبقى عليا هجوم غير طبيعي برده سوشيال ميديا وناس ممكن يعني. مروان حظه حلو ان مفيش جمهور، يعني لو في جمهور هيتشتم وهيبقى فيه الفاظ والكلام ده كله. لكن لا، واحنا كان عندنا شك كمان ان مستر فايلر يلعبه النهارده. ده حقيقه فعلا، ده حقيقه احنا النهارده. بس هو الحمد لله هو ربنا. على فكره يا كابتن ايمن، الجول اللي جابه مش كوره يعني، ده رد اعتبار او حاجه من ربنا بان هو يرد على الناس اللي هي كانت بتهاجمه. انا بس بتمنى من الناس كلها اللي كانت بتهاجم مروان، الراجل النهارده يا جماعه جاب جول، يعني انا شايف ان هو جول يعني جول عالمي، يعني مش اي حد يجيبه صراحه. الكره التوقيفه حتى في مشكله في الجول، لو سمير يجيبه لنا التوقيفه نفسها. بص يا كابتن ايمن، صحيح على فكره الكره رجعت وراه وهو يعني جسمه لسه مش يعني ما خدش زاويه الشوط، فحته ان هو يقف ويرجع ويشوط دي مش اي حد فيها يعملها. مرونه ومهاره عاليه جدا بالظبط. وبعدين حاجه ثانيه يا كابتن ايمن، ان هو لسه ما دخلش في جو المباراه، ولسه يعني هو نازل في الدقيقه حوالي 87، يعني ان انت تنزل وتجيب جول في وقت زي ده وتكسب ويبقى مكسب ليك للنادي بتاعك وثلاثة بونت مهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي بعد الاخفاق في الماتش اللي فات، فدي حاجه بتاعت ربنا ما فيش فيها كلام. يعني ما حدش يقول لي كوره او مش كوره، لا ده الراجل ده اتظلم كتير جدا الفتره اللي فاتت، وربنا بيديله النهارده الهدف ده والمكسب بتاع النهارده ده عشان يرد على الناس. انا في حاجه برده عجباني في مروان يا كابتن ايمن، يعني احنا لما شفنا اللي هو بيتكلم بعد الماتش بعد الشناوي على الـ على الـ على القناه، الراجل بيتكلم يعني ببروكي وبسماحه ومفيش اي مشكله. اي واحد مكانه كابتن ايمن ممكن يزعق، ممكن يقول يا جماعه انتوا بتشتموني ليه، انتوا مش عارف ايه. فالراجل عجبني فيه ان هو
كانه مش سامع حاجه يعني. هو حاطط ستاره ما بيسمعش لحد. هو الراجل بيتكلم عنده طموح ان هو ان شاء الله باذن الله يكمل في مع النادي الاهلي ويكسب الماتشات كلها اللي جايه مع النادي الاهلي. ونفس الوقت ان هو كل تركيزه حتى كلام الشناوي وكلام مروان نفس الكلام يا كابتن ايمن ان هو تركيزه على افريقيا. فانا النهارده مبسوط لمروان جدا 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 وبقول له خليك زي ما انت ماشي وما تسمعش لاي حد. وبتمنى الناس اللي هي كانت بتهاجم مروان زي ما انتوا كنتوا بتهاجموه يا ريت اتمنى ان انتوا يعني تفوقوه بلغه الكوره بتاعتنا ان انتوا تساندوه الفتره اللي جايه دي لان يعني احنا محتاجين كل لاعب يعني. انت زي ما انت شايف كابتن الناس بتتصاب ما انت مش لاقي تحط مين مكانه. فدي حاجه من الحاجات النهارده مكسب مباراه. مكسب مباراه بالنسبه لي انا برضو بادجي النهارده. انا كراجل سترايكر قاعد بتفرج على الماتش شايف تحركاته حتى كلمت مع حضرتك والماتش شغال تحركاته هايله. بس في حاجه في نقطه انت تحركاتك يا بادجي بره البوكس يعني دي مشكله. انت كده بتفقد من مجهودك البدني. لازم شغلك كله يبقى في البوكس. انت راجل هيدرز جسمانك قوي لازم تستغل كل ده في ال 18. بلاش تطلع بره كتير. ده رايي. بلاش تطلع بره كتير لان انت مش شغلك. صحيح. ده مش شغلك 50% على الاقل من خطورته. بالظبط. ده شغل الهافات وشغل الرقم 10 اللي هو قفشه. لكن ده مش شغلك. لكن النهارده الراجل انا شايف ان هو ادى النهارده. عمل محطه كذا مره في ال 18 هايله لكذا لعيب النهارده. عمل واحده لقفشه وعمل واحده النهارده تقريبا لأجاية تقريبا. فالنهاردة الراجل عمل اللي هو مطلوب منه. حتى النهاردة أجهد أدي يعني حتى من بيتصرف فيها كويس على فكرة فعلا. بس هو عشان جسمه مفيش فيه مرونة زي مروان يعني. تقريبا نفس الكوره بس دي متطرفه شويه. مظبوط. هو لو عنده مرونه شويه هتبقى سهله يعني. فانا شايف ان هو النهارده من مكاسب المباراه وجوده في الملعب النهارده من بدايه الماتش يا كابتن ايمن. انا حتى الاستوديو اللي فات اتكلمت على حته الفراوده ان لازم لو انت مش ماشي معاك الراجل ايه المشكله ان الراجل يقعدك. وفعلا ده اللي حصل. مروان قعد مفيش اي مشاكل خالص. الراجل تقبل ده وجي الماتش النهارده لعب وكان كويس. فانا النهارده شايف النهارده الشناوي وبادجي ومروان. طبعا مروان عمل حركه بعد الماتش تقريبا عنده مولود او حاجه فبنقول له مبروك. طبعا كلنا لازم نبقى سبورت ليه. فبنقول لك يا مروان مبروك وان شاء الله باذن الله تبقى احسن من كده الماتشات اللي جايه ان شاء الله باذن الله. خلينا نروح لزميلنا كريم احمد من ملعب المباراه ولقاء مهم مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. الثانيه الاخيره بجد التحيه لك من جديد كابتن ايمن شوقي كل نجوم الاستوديو التحليلي كل جمهور النادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي فوز مهم وفوز مطلوب. ومش هنتكلم في السنه الاخيره لان هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي حتى اخر لحظه في المباراه على ثقه وعلى هدف كبير جدا والرغبه موجوده والهدف موجود. معانا سريعا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره. مبروك يا كابتن سيد. هو ده النادي الاهلي وهي دي شخصيه النادي الاهلي. اخر ثانيه بغض النظر عن ظروف المباراه وحاله الطرد لكن هو ده النادي الاهلي. اخر لحظه بنلعب اخر لحظه عندنا الرغبه ان احنا نحقق ثلاث نقاط والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طبعا الفوز طبعا مهم زي ما انت ذكرت في اخر ثانيه وكمان يعني وانت بتلعب 10 طبعا يعني عشان نكون برضو منطقيين وواقعيين لازم نبقى في يعني عادل الحسابات جامده جدا لان الكره فيها كتير جدا يا جماعه. الكره لها وشين. وش كويس وبيبتسم وعامل التوفيق يبقى كويس ووش تاني ممكن تتعرض له يعني. وده اللي حصل النهارده يعني. لكن طبعا روح كويسه في الاخر. روح كويسه من اللعيبه رغم الطرد لكن كانت روح كويسه. شوط ضيعناه بمنتهى يعني مش عايز اقول السلبيه لكن ما كانش فيه الحته اللي احنا عايزينها والحته اللي احنا يعني متعودين عليها. هي دي الكوره. كانت ممكن يروح منك مباراه بدل ما تاخد ثلاث نقاط يضيع منك ثلاث نقاط. لكن الحمد لله رب العالمين. سعيد جدا بهدف مروان. سعيد جدا بتواجده. سعيد جدا بتماسكه. هو سعيد جدا بالروح العاليه اللي ادي بيها اللعيبه كلهم لحد اخر ثانيه. ما كانش عندهم برضو يعني نوع من يعني ان هم يفقدوا الامل. لكن في نفس الوقت لازم نقعد مع بعض وقعدات كتير قوي. لازم يبقى في جلسات كتير جدا سواء كانت على المستوى الفردي او المستوى القيادي او المستوى حتى اللعيبه بينهم بعض. لازم نقعد كتير. عايزين نعدي بطوله الدوري وعايزين نعدي ماتشات الدوري عشان نوصل لافريقيا بشكل كويس. جالنا جواب النهارده رسمي ان المباراه اتحددت يوم 26 مع الوداد هناك ويوم 3 هنا مع الوداد في القاهره. لكن قبل ده وده عندنا اكتمال للصفوف هيرجع انا عارف بعد 3 4 مباريات. عندنا كهرباء عندنا حسين الشحات. لكن في النهايه الحمد لله رب العالمين يعني. اتمنى يعني برضو عشان انا يعني ما فيهوش مسجات ولا حاجه لكن اتمنى زي ما النهارده اتعاد في الانذار الثاني لديانج في مباريات كتير قوي كان في يعني تستاهل انها تتعاد يعني اخرها مباراه
الزمالك اللي فات مع الاهلي، كان في مباراه كان في لقطه لازم تتعاد ويطلب من الحكم ان هو يروح الفار زي ما اتطلب النهارده. كان في مباراه، في مباراه برضو المصري والزمالك كان في برضو لقطه لازم تتعاد ولازم محمد عادل، كابتن محمد عادل يروح للفار. اتمنى كده. انا مش زعلان طالما هو ده حق، مش زعلان، لكن يطبق على الجميع، يطبق اللي قاعد على تقنيه الفيديو لازم يقول له تعالى شوف الكره ديت زي ما هي اتحسبت النهارده على ديانج، بتتحسب حاجات كثيره جدا او بتتعدى حاجات كثيره جدا. الحمد لله طبعا على كل شيء، الحمد لله على المكسب، الحمد لله على المكسب بس النهارده، الحمد لله على الثلاث نقاط. لكن زي ما قلت لازم يبقى في اعداد فرديه، لازم يبقى اعداد جماعيه، لازم يبقى في لمه اكتر من كده بكثير ان شاء الله في الفتره اللي جايه. رغم الحمله اللي فاتت كابتن سيد، ويمكن اللعيبه تماسكت والجهاز الفني تماسك بشكل كبير، وجمهور النادي الاول، جمهور النادي الاهلي لولا المسانده والتكاتف كبير ودعم لعيبه النادي الاهلي ما كناش نشوف النهارده نتيجه. بص احنا مش عايز اقول احنا في مرحله صعبه، احنا في 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 عصر في منظومه رياضيه صعبه جدا جدا، يعني عشان تعدي الاطراف كلها بتاعه المنظومه لازم تكون على قلب واحد، يعني مين موجود مش فارقه، محمد احمد سيد علي مش فارقه، المهم ان انت بقى عندك الهدف هو النادي. يعني اعتقد ان الامور واضحه للجميع، يعني انت مش بتتعرض، انت بتواجه من اول سنه، هو بيستنى لك حاجه، مستني لك حاجه، فما تمكنوش من ده ان شاء الله يعني. لكن في نفس الوقت يعني اطراف المنظومه كلها يعني خليك على قلب راجل واحد وخليك ورا فرقتك ايا كان اللي موجود، موجود في الملعب فلان او عين او صاد، مش بالاسماء، هو لون التيشيرت هو اللي بيلعب، لون التيشيرت هو اللي بيجيب البطولات. من 1907 لحد دلوقتي التيشيرت ما اتغيرش، اللون ما اتغيرش، لكن الاسماء كلها اتغيرت، الاسماء كلها اتغيرت على مستوى القيادات وعلى مستوى اللعيبه وعلى مستوى الاجهزه كله، يعني كله بيتغير، لكن اللون نفسه ما اتغيرش، هو اللون الاحمر. خليك ورا اللون الاحمر ده، ورا فرقتك على طول، يعني ايا كان بقى، سيد موجود، محمد موجود، علي موجود، في الملعب لعيبه ثانيه، لعيبه جديده، لعيبه قديمه، أزر فرقتك، ساند فرقتك، حقق اهدافك، التارجت بتاعك اللي انت شغال فيه من اول السنه اللي هي بطوله الدوري وبطوله افريقيا، وان شاء الله الرحمن كمان يبقى فيها كاس مصر باذن الله. خير يا كابتن سيد، مطلوب ايه من اللعيبه الفتره اللي جايه؟ زي ما قلت، لا محتاجين نقعد مع بعض اكتر، محتاجين نتكلم مع بعض اكتر، محتاجين نعرف كويس جدا جدا جدا. هي دروس، يعني كره القدم ما بتدكش حاجه جديده، يعني هي كلها دروس متكرره، لكن بتتعاد كل سنه. محتاج تعرف وتتاكد ان انت اللي قادر تجيب الحاجه، مش حد هيجيبها لك، انت اللي بتجيب الدوري، انت اللي بتجيب افريقيا، انت اللي بتجيب الكاس، انت اللي بتكسب. يعني كلنا نقعد مع بعض، كلنا نكلم بعض، لازم زي ما قلت اعداد كتيره جدا، في اعاده حسابات كتيره جدا على المستوى الفردي، على المستوى الجماعي، على المستوى الثنائي، على مستوى كل حاجه في فرقه كره القدم. نعدي المرحله دي ان شاء الله الرحمن، نعدي المرحله دي لانها فيها شويه حاجات ممكن تكون داخليه وممكن تكون خارجيه، لكن بيد واحده وفكر واحد وعقل واحد ان شاء الله الرحمن نعديها باذن الله. شكرا. مبارك من جديد يا كابتن ايمن للكابتن سيد وحفيظ وكل نجوم النادي الاهلي، واكيد طبعا معانا الكابتن سامي مصطفى مدرب فريق النادي الاهلي. مبروك يا كابتن سامي، فوز مهم ومطلوب، وحتى اخر ثانيه النادي الاهلي بيلعب حتى اللحظه الاخيره، روح وجديه واصرار، لكن بشكل عام الفوز هو اهم حاجه النهارده بالنسبه لنا يا كابتن. طبعا انت بتتكلم في حاجه من اساسيات ومميزات النادي الاهلي كلها من اول تاريخ النادي الاهلي ما بدا، يعني بنلعب لحد اخر وقت واخر نفس، وده الحمد لله ميزه كبيره جدا في النادي الاهلي. وعارف ان احنا بدانا المباراه بشكل مش كويس، لكن انت عارف الضغوط اللي خروجنا من ماتش الزمالك، ضغوط العصبيه اللي احنا الحمله الكبيره اللي موجوده سواء على اللعيبه او على النادي كلها، برضو انت بتلعب فرقه جايه من خساره فعندها تكتل دفاعي اكتر، الاصابات اللي احنا بنعاني منها، يمكن ما بقولش مبررات لكن بقول حقايق، يعني الظروف اللي معانا، الاصابات، الوقف سواء كهرباء، الاصابات اللي موجوده في الفرقه، نيدفيد، سعد سمير، كل الناس اللي موجوده يعني، وبتعاد بعض اللعيبه عن النادي، نفس القصه. يمكن انت بتشتغل في سكواد، احنا معانا النهارده 3 ناشئين موجودين، يمكن الظروف ما سمحتش اللي احنا الراجل لاعبهم يعني، لكن كل الظروف ديت ما بقولش لا مبرر، لكن اللي انت برغم كل دوت انت بتحقق مكسب، ومكسب صعب، ومكسب وانت 10 لعيبه، اعتقد ان دي حاجه تحسب للعيبه. لكن ان شاء الله احنا مستنيين احسن، وعارفين ان احنا لسه ما وصلناش للحاله اللي احنا كنا فيها قبل كورونا، وده امر واقع يعني، وده حاله اللي الراجل بيشتغل عليها. لكن كان الاهم بالنسبه لنا النهارده المكسب، مهم جدا جدا جدا، والراجل اتكلم عليه. يمكن النهارده برضو كابتن خطيب كان موجود معانا في المعسكر، اتكلم على اهميه المباراه ديت خصوصا بعد مباراه الزمالك، فاعتقد الحمد لله دي ايجابيه. الايجابيه الاكبر طبعا عوده مروان محسن بعد ما تعرض لحمله كبيره جدا، يعني يمكن انا بقول لكل الناس، كل الناس يعني مش جمهور النادي الاهلي ولا محبين النادي الاهلي، لكن مروان من لعيبه كويسه، احنا بنقول كده قبل ما يجيب الجون وبعد ما يجيب الجون، عندنا ثقه في كل لعيب بينتمي النادي الاهلي او يلبس تيشيرت النادي الاهلي هو لعيب بالنسبه لنا مهم جدا، لازم ندعمه في كل الاوقات اللي بيمر فيها، سواء في فرحه او سواء في حزن او سواء في عدم توفيق.
يمكن الحمد لله يمكن الكابتن السيد عمل جلسات كبيره معاه وانا اتكلمت معاه كتير والراجل اتكلم معاه وكل اللعيبه بتدعمه وكل لعيبه انت شايف النهارده فرحه اللعيبه فيها. احنا ده اللي انا بطلبه من جمهور النادي الاهلي، ان انت دايما تبقى ورا لعيبتك، ان انت دايما ورا جهازك، ان انت دايما ورا مجلس ادارتك، لان كل الناس ديت بتشتغل عشانك انت، فعمر ما حد هيبقى عنده المسؤوليه ديت ويقدر ياثر فيها يعني. لكن عندنا ثقه كبيره في ربنا ان احنا بنجتهد وبنعمل اللي علينا، ماشيين الحمد لله معدل كويس جدا. يمكن الناس مش شايفه الاحصائيات كويس، لكن لما تيجي تبص لها الحمد لله احنا اكتر فرقه عندنا انتصارات، احنا الفارق حوالي 17 نقاط، اكتر فرقه جايبه اجوان، اقل فرقه جايبه فيها اجوان، عندنا خساره واحده، عندنا تعادلين. فاعتقد ان كل ديت ازاي ما تاهلكش ان انت تكون البطل، ازاي ما تاهلكش ان انت تكون نادي كبير، فانا مش شايف الناس ديت ازاي بتعمل حمله على النادي كده، يعني ازاي بتتكلم على النادي الاهلي كده، ازاي بتتكلم على مستوى الفرقه كده، امال لو احنا وحشين هيحصل ايه تاني؟ فهو ده الجمهور النادي الاهلي، انت بعد ربنا انت السند دي لينا. النادي ده معمول عشان جمهور النادي الاهلي، عشان اسعاد جمهور النادي الاهلي كل الناس. ده كلام مش كلام يعني بس لوحدي، كلام من اول الكابتن، هو ده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي، هو ده اللي احنا بنمشي عليه، هو ده اللي احنا بنسعى له، هو ده اللي احنا بنجتهد ونشتغل عشان نحققه لجمهور النادي الاهلي. فدايما احنا محتاجينكم في كل الاوقات، فان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه. شكرا شكرا شكرا، كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سامي مصون والكابتن سيد ابو حفيظ، وتحيه كبيره لكل لعيبه النادي الاهلي. اصرار وجديه وعزيمه كنا عايزين نشوفهم من اول دقيقه لكن لاخر دقيقه، لعيبه النادي الاهلي متواجده، عندها الرغبه وعندها الاحساس الكبير ان شاء الله هنحقق 3 نقاط، وبالفعل قدرنا نحقق 3 نقاط. هي الخساره طبعا بقى يعني ديانج واحمد فتحي خلاص حصول على 3 انذارات، لكن ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي تخش بقى فورمه المباراه من جديد، مباراه المصري تكون دوافع مختلفه، وان شاء الله القادم افضل لفريق النادي الاهلي. اعود اليك يا كابتن ايمن من جديد. بشكرك شكرا جزيلا كريم. كابتن علاء، كابتن سيد ابو حفيظ اتكلم طبعا عن عوده الروح النهارده وسعادته بالفوز، ويمكن من ضمن الحاجات اللي اتكلم عنها ان الفتره دي لازم نكون كلنا على قلب راجل واحد، سواء جمهور، لاعبين او اداره، لان واضح ان هو من بعد مباراه الزمالك في تحس كده في حمله ضخمه قوي على لعيبه النادي الاهلي وعلى النادي الاهلي ككيان وكل، بس الناس كلها ما صدقت ان حصل بس كبوه كده، فكله بدا يهاجم في النادي الاهلي ولاعيبته وكده. لكن النهارده على فكره من مباراه الزمالك ولا من قبل مباراه الزمالك يعني زادت قوي من بعد مباراه الزمالك. لو قبل مباراه الزمالك كانت مناوشات، لكن بعد مباراه الزمالك لا، الموضوع كان واضح ان هو في حمله قويه جدا على النادي الاهلي. بس انا هتكلم على مكسب النهارده من ناحيه ثانيه قوي يا ايمن، بتضايق بعض الناس دايما يقول لك النادي الاهلي نادي محظوظ. انت فاهمني؟ يقول لك النادي الاهلي محظوظ، حتى لو بعد دقيقه 95 النادي الاهلي بيكسب. الحظ بيروح للي يستاهله، صح؟ مش بيستاهله خالص، مظبوط، لازم يعرفوا كده. الحظ بيروح عشان دول يستاهلوا فعلا مكسب، هو ربنا هو العالم. النادي فعلا يستاهل المكسب النهارده. بعد بقول لك الطرد الموضوع اتغير تماما، وكلامنا الحمد لله زي ما بقول دايما في الاستوديو في المؤتمر تقريبا بيقول نفس الكلام فايلر. هو الكلام الحمد لله، عشان تحس الواحد بيبقى قاعد في الاستوديو وهو مستريح، ان الكلام اللي قلناه كله الحمد لله كلنا في الاستوديو هو الكلام اللي اتقال، ان فعلا الشكل اتغير خالص بعد الطرد. الروح زادت، الروح زادت، مش عايز تكسب يا ايمن يعني. سيبك الاداء لسه في شغل كده، لكن انت عايز تكسب، عايز تكسب دي والرغبه، وانت حتى بتلعب ناقص لعيب او اتنين، جت لان انت ماشي، انت محظوظ، بس انت تستاهل الحظ. الحظ بيروح لك عشان انت تستاهله، مش بيروح مزبوط. الحظ مش بيروح لحد ما يستاهلوش، لا بيروح للمجتهد، المجتهد واللي يستاهل الحظ. فالنهارده لا، النهارده تحس النهارده مكسب النهارده هيسكت ناس كتير قوي، لان النهارده كانت كان واضح كده، بس الحكم مصفر. كان في حفله صح معموله عليك النهارده، وهيبقى ضغط مش طبيعي، وداخل على مباريات مهمه، خصوصا طبعا ماتش افريقيا وكده، فبرضه هتحط لعيبه تحت ضغط. اللي يبص على وش الشناوي بيتكلم النهارده، لا ده شكل واحد لعيب مضغوط جامد جدا من الفتره اللي فاتت، عايزين يخرجوا من اللي حصل بعد ماتش الزمالك. لكن بص يا كابتن علاء، انا عايزك تبص على فرحه اللعيبه بعد جول مروان، دي تثبت الكلام اللي انت بتقوله. بادجي كان بص على الدكه، بص بادجي كان على الدكه طلع، وخلي بالك مروان نزل مكانه. بص يعني يعني حتى بادجي في الفتره دي لبس روح الفانيلا الحمراء، كله الواد الصغيره كمان الناشئين يا كابتن علاء، وحتى الواد الصغيرين فعلا الناشئين، كله اسامه كله مستني اللحظه دي. ما عشان كده بقول لك هو هي دي لعيبه النادي الاهلي، يعني اللقطه دي لو وقفت كده ده هو ده النادي الاهلي، اللعيبه كلها على هدف واحد، على قلب راجل واحد، اللعيبه والنادي وادارته طبعا وجماهيره اكيد. فهو هو ده النادي الاهلي، ملخص اللي احنا اتكلمنا في الاول خالص قبل المباراه، ده هو النادي الاهلي، حبهم لبعض، حب الجماهير ليهم، حب المكسب، عايز انتصارات على طول، عايز يكسب بطولات،
عشان كده ربنا بيكرم الناس دي. وطبعا النهارده لو اتكلمنا وقعدنا تاني على مروان، طبعا مروان النهارده انا كنت اتمنى هو ما يتكلمش، انا طبعا كان يوسف بيتكلم انا موافق مع يوسف، كنت اتمنى النهارده مروان يخرج مباراه ما يتكلمش خالص. الحمد لله وكيد حمد ربنا يطلع دش على الاوتوبيس ويروح على على بيته. احسن حاجه النهارده ما كانش يتكلم خالص، لكن هو واضح ان اتكلم من الفرحه ان برده هو برده ايمن ربنا يكون في عونه الفتره اللي فاتت طبعا. حاله مش طبيعيه لعيب الكوره برده ما بيتضغط، ما هو في الاخر هو بني ادم على فكره ومش قلق يعني، هو بني ادم وكان مضغوط جامد، لكن سبحان الله ربنا النهارده فرحه فرحه كبيره جدا. الف مبروك اولا للنادي الاهلي على 3 نقاط، مبروك مباركه شخصيه لمروان، يا رب ان شاء الله تستمرها على طول. بتمنى ان شاء الله الاداء يبقى في المباراه القادمه ان شاء الله احسن. اه سيبك المكسب الحمد لله هيخرجك النهارده على فكره برضو ادائك مش قوي، لكن المكسب نفسه ايمن يا تحس انت خدت نفس وهديت شويه وكنا محتاجينه وتوقيته كان حلو. طبعا يعني انت محتاج مكسب وجالك في توقيت رائع على فكره، خد بالك اما تكسب بعد معاناه وتعب قوي كده الفرحه بتبقى فرحه مضاعفه زياده قوي. مزبوط. فرحه اللعيبه وفرحه الجماهير وفرحه مروان اللي حصل النهارده. مبروك للنادي الاهلي 3 نقاط على فكره، هارد لك النهارده للجونه مباراه على قد امكانيات عملها كويس قوي. بس انا عايز اقول النهارده اللي ساعدنا على المكسب كمان ان بيدرو طلع في المباراه بعد الطرد. مظبوط بعد طرد ديان احمد حمدي كل التغييرات يا اسامه محمد نجي لها هجوميه محمد ساب لك مساحات فهو طمع ويا ولايم. هنرجع نتكلم عن المباراه وعن التغييرات، ولكن هينضم لينا من جديد مستر مانويل جوزيه. برحب بيك يا مستر مانويل بعد المباراه. مستر مانويل عايزين نعرف رايك في الفوز القاتل للنادي الاهلي على الجونه النهارده. Ma continua dito l'analisi anteriore al gioco. قبل المباراة. Este ia ser un gioco de sentido único. راح تكون مباراة في اتجاه واحد. الأهلي بيهجم. E o Algona a defender. والجونة بيدافع. E isto que eu vou dizer espelha bem aquilo que se passou. O Raulo vai explicar exatamente o que aconteceu. O primeiro canto para o Algona foi aos 47 minutos. O corner para o Algona foi aos 47. E a primeira e única defesa do Chinaui. O sada única do Chinaui, o haras marma do Ahli. Não, aos 46 minutos foi o primeiro canto. O dia 47, que é o corner para o Algona, o dia 47. A primeira أول صد ما كانش صد، كانت كرة مش هجمة خطرة وكانت رايحة حتى على المرمى، فده اللي حصل في الشوط الأول، هي الفرصتين دول بس أو الكورتين دول بس. وبعد كده depois aos 7 minutos o Bagui quase que marca o ponto في الدقيقة 7 كان تقريبا هيحرز هدف بادجي، لكن في كرة بعديها كمان جت في العارضة، لكن هنقول احنا في الشوط الأول ما تلعبش حلو من الفرقتين. الأهلي مع إنه كان الأحسن، لكن في الناحية الجمعية ما قدروش يخلقوا فرص لإحراز الأهداف غير الثلاث فرص، الكرة في العارضة وكرتين تانيين مش فرص واضحة قوي، لكن فرص إن كان ممكن يقدروا منها يحرزوا أهداف. لكن الأهلي ما عندوش أي لاعب يخل توازن الفريق الخصم زي ما كان عنده في الأول قبل كده. في الوقت اللي أنا كنت موجود فيه في مصر كان في 4-5 لاعبين في فريقنا، لو الفرقة ما بتلعبش كويس واحد من اللعيبة دول كان بيساعد زمايله يحل المباراة بصورة فردية، بس الأهلي ما عندوش الحد اللي يحل المباراة فرديا. وليد سليمان بيلعب بره مركزه زي ما بقول في رأيي. النهارده ما كانش موجود، لكن ده ثالث مباراه اشوفها للاهلي، هو عنده 17 نقطه فرق عن المركز الثاني، لكن اللي انا شفته من الاداء في الشوط الاول ما عجبنيش، لان ما فيش لاعب يحل المباراه. الشوط الثاني اتحسن جدا النادي الاهلي، وبعد كده بقى ب 10 لاعبين و فوي بارا 73 minutos وفي الدقيقه 73 كان في فرصه احراز هدف للجونه بغلط جماعي دفاعيا للاهلي
والشناوي انقذ الموقف وبرضه كده كمان كان انفرد بجون لكن كان اوف سايد. فالشوط الثاني كان احسن. الجونة في الشوط الثاني كمان لعب احسن، حاول يستحوذ اكثر على الكوره، كان بيهاجم بصعوبه لكن كان هادي في لعبه وكان بيحاول يمسك الكوره. لكن الاهلي بعد ما عنده 10 لاعبين بركات نص الملعب الجونة، عمرو بركات هو لاعب كويس، هو رجله الشمال كويسة، بينفذ كويس اللعب وبيفكر كويس في اللعب. هو ده اللعيب اللي لفت نظري في الجونة. ونجيب طبعا اللي كان لاعب معايا في الأهلي وجده كمان، هما لاعبين في نهاية حياتهم المهنية كلاعبين كرة، لكن هما لسه عندهم الفنيات وعندهم التحرك بالكرة كويس. الباقي الأداء في الشوط الأول ما عجبنيش، وغير كده في بقية المباراة ما عجبنيش كمان. مستر مانويل، عايز أعرف رأيك بالضبط في روح الفريق اليوم، خصوصا بعد طرد أليو ديانج. A sua opinião de espírito. Eu estou a ouvir o mar, não percebo nada. A sua opinião do espírito. Acho que, no fundo, é o espírito que a equipa revelou. A equipa revelou um bom espírito, só fez. Era a Zara, roh kwaysa jiddan. Só fez pressão sobre o adversário. Adagatat ala fariq al munafis. Porque o adversário meteu-se atrás, o Algona meteu-se atrás depois. Langona taraga fi al mal'ab ba'da ma al Ahli kan ba'a 10 la'ibin. فبقيت المباراة كان رد فعل لاعبين الأهلي كانت بطيئة شوية لما يخسروا الكورة، وكانت بس أحسن من مباريات الزمالك اللي فاتت، كان في تحسن من الناحية دي. والأحرزوا في الوقت بدل الضايع، ورغم انه 10 لاعبين فالأهلي ضغط أكتر، ما سابش الجونة أنها تطلع وتهاجم. شايف ان بس الجونه خلقت فرصه واحده بس اللي صدها الشناوي، فرد الفعل كان سريع، ما سابش الفرق الجونه انها تنظم نفسها ولا تفكر ولا تلعب، وزق الجونه لمنطقتها. Disse a toda a gente que aquele lapso que ele cometeu, que qualquer um pode cometer, classificar jogador. لما الناس انتقدت مروان في الماتش اللي فات مع الزمالك بسبب الموقف بتاع الاوف سايد او غير الاوف سايد، هو ما شافش ان في حد في الزمالك كان مغطي عليه في الاوف سايد. ما ينفعش ان احنا ننتقد بشده اللاعب بسبب خطا زي ده، فما ينفعش ان احنا نجلده دايما بسبب حاجه زي كده. لا، بنشوف الموقف اللي بعد كده وانه فعلا قدر يغير مستوى تاني ويرجع للتهديف تاني. عايزين نعرف رايك في تغييرات مستر فايلر النهارده وتوقيتاتها بالظبط رغم الغيابات الكثيره بصفوف الفريق. أنا شايف إن التغييرات اتعملت كلها في الوقت المناسب، في الوقت كويس، واتعملت كويس. لكن الكرة دايما فيها الحكاية دي، إن الأهلي كان عنده الحظ، ومدرب كان عنده الحظ، ومروان كان عنده الحظ. لما تلعب ضد الجونه القافله في منطقتها، بتحتاج انك تلعب في اثنين راس حربه. كان المفروض يخلي راس الحربه يدخل مع مروان عشان يخلقوا عدم توازن اكثر لدفاع الجونه، لكن
انا بس بعلق على نقطه ان شايل راس حربه حط راس حربه ثانيه فخلى الامور كلها زي ما هي، لكن قدر يفوز بمباراه غير مهمه. في لحظات حظ، التغيير ده كان هيبقى احسن لو كان مروان دخل مع راس الحربه يكون في تواجد اكتر جوه ال 18. البادجي كان لوحده جوه ال 18 وما كانش كان محتاج حد يكون معاه يسانده ويبقى في تواجد اكتر في 18 ويخلوا توازن الدفاع اكتر جوه ال 18 ليكونوا اثنين لاعبين اقوياء وسرعة. كان الاهلي يقدر يكسب بالطريقه ديت بسهوله اكتر. انا شايف ان مروان احرز الهدف فعلا، بس كان حابب ان التغيير ده يتم بطريقه ثانيه. هل الفوز على الجونه خطوه جديده لحسم الدوري مبكرا؟ لما نعد المباريات اللي فاضله ما نقدرش نقول 100% انه خلاص البطل. الاهلي هو احسن فريق في مصر فعلا، لكن في الفرق عامة في مصر ما فيش منافس قوي للأهلي. لما نشوف من الفترة اللي فاتت الفرق اللي كانت في مصر زي لما قارنا بالفرق دلوقتي، الفرق كانت أحسن بكتير وكان في منافسات قوية في الدوري، لكن النهاردة لما يكون في فرق 17 عن نقطة عن المركز الثاني ده بيخلي يديه هدوء لنادي الأهلي وبيديله الراحة ان يقدر يلعب احسن يلعب بهدوء. وزي ما قلت ان المباراه كانت صعبه فعلا من الناحيه النفسيه بعد هزيمه من نادي الزمالك، فكان في ضغط كبير على اللاعبين والفرقه اتحررت. لما ابتدت تضغط والاداء يزيد والفريق جونه بدل ما يهاجم ويستغل الفرق العددي دوت لا دافع، لكن مع الفرق النقط 17 الاهلي صعب ما يكونش هو بطل الدوري. نشكرك شكرا جزيلا مستر مانويل، ومتواصلين معاك في المباريات القادمه ان شاء الله. كابتن علاء، بالنسبه للاحصائيات النهارده في نهايه المباراه هنشوف ان الاهلي استحوذ على الكوره 56%، الجون 44، تسديد على المرمى الاهلي 5 من 9، الجونه 1 من 2، الاخطاء 15، الجونه 22، ركنيات 7 والجونه 1. وبمناسبه الركنيات دي تعتبر حل من ضمن الحلول اللي ممكن تكسب بيها، مش تكسب بيها مباراه، ممكن تكسب بيها بطوله. فانا شايف يمكن جبت الارقام في الخمس مباريات اللي فاتوا النادي الاهلي حصل على 6 ركنيات في ماتش الزمالك، 6 ركنيات ماتش اسوان، 6 ركنيات ماتش الانتاج، 9 في انبي، النهارده 7، 34 ركنيه في 1 2 في 5 مباريات. ومع ذلك معلش احنا طبعا اتكلمنا على ايجابيات، بس احنا نتمنى ان يكون في اهتمام شويه بالكور الثابته، لان احنا جالنا 34 ركنيه. ال 34 ركنيه دي انا ملاحظ 33 ركنيه اتلعبوا بشكل اعتيادي بشكل تقليدي، واحده بس 2 لعبوها مع بعض قصيره ويمكن ما اتلعبتش كويس ساعه الماتش اللي فات ماتش الزمالك. الاهتمام بالركنيات يمكن انا عايز افكر الناس زمان يمكن واحنا بنلعب خدنا مره بطوله الدوري من الركنيات. بص يعني واضح ان بيجي لك كور ثابته كتير جدا، لكن الاستفاده منها يعني تقريبا ما فيش، وده لازم لازم مستر فايلر والجهاز المعاون يعني يشتغلوا على الموضوع ده كويس قوي،
انك ممكن تكسب مباراه، ممكن تكسب بطوله بكره ثابته، ضربه ركنيه ممكن فاول، لكن مشكله ان كل الفاولات حتى بتاعه النهارده بتعمل فاول اعتيادي جدا. علي معلول واحمد فتحي وعلي معلول واجايه وبتتشاط بتيجي في الحيطه، مفيش حاجه بتتعمل، مع ان المفروض الحاجات دي انت بتجيلك فاولات كتير جدا، من اكتر الانديه اللي بتجيلك فاولات وضربات ركنيه، لازم تستغلها احسن من كده بكتير. لازم يبقى في شغل عليها وشغل مكثف في في في, في, في التمرين، لازم يبقى في فتره لوحدها خالص. حاجه ثانيه كنا بنتناقش كده واحنا بنتكلم في المستشار جوزيه بيتكلم على الموقف اللي حصل النهارده، الموقف الدفاع للنادي الاهلي النهارده اللي كان بيتكلم في يوسف من شويه معايا، الفرصه اللي ضيعها اسلام مع الشناوي، ما ده موقف دفاعي يا ايمن، يدل ان انت مش واقف على خط واحد، انت مش متكلم، انت مش متدرب عليها للاسف. لكن زي ما بتكلم على الايجابيات اتكلم على السلبيات، ودي احسن حاجه يعني عندنا الحمد لله في الاستوديو هنا، في ايجابيات كتيره، بس النهارده السلبيات الموجوده انا طبعا بتفق معاك على الكور الثابته والوقفه الدفاعيه، ودي قرارات اكتر من مره، كل المباريات انت قلتها دي كان فيها موقف دفاع غلط، اسوان كان فيها موقف دفاع غلط، الانتاج الحربي بيستنطروا انفراد ومحمود بيطول يطلع، الزمالك كان في موقف دفاعيه غلط، الهدف اللي جه الاول بتاع زيزو موقف دفاع غلط باليمين والشمال وتغطيه، الحاجات دي كلها دايما لازم تتحسب كويس قوي، مش عايز المكسب والثلاث نقاط والفرحه يعني تخليك تنسى الاخطاء، الاخطاء دي مؤثره جدا. هي في عدم تركيز اكتر يا كابتن، عدم تركيز وعدم تمرين عليها يا ايمن، الحاجات دي كلها بتيجي بالتمرين، تعود على طول، تعود فاول وقفه دفاعيه معروفه هتعمل ايه على طول، على الخط واحد واحد بس اللي بيتكلم، هل هيمشي مع الكوره ولا واقف على نفس الخط زي اللي حصل النهارده، لكن ما ينفعش يبقى في سبعه واقفين النهارده على خط وواحد مغطي كل الناس دي، ما دي يا ايمن ضاع منك مش ماتش، ضاع منك بطوله. أيوة. نفسي بقول لك الحاجات ضايعه منك دي، لا على الجانب الاخر الكور الثابته لازم تستغلها كويس قوي، انك تجيب لك بطوله سهل جدا، ضربه ركنيه وتعملت فيها طريقه معينه تجيب لك مكسب، الضربات الثابته اللي بينك كتير قوي ده ما فيش حد مميز فيها بيعمل لمسه واحده، يعني لو وليد مش موجود فما فيش حد مميز في الملعب يقدر يعملها واحده على الجول، طب ليه ما تعملش فيها يعني تريك خفيف جدا تستفاد بالحاجات دي، فزي ما في ايجابيات لا شوف في سلبيات، وانا من وجهه نظري اهتم بالسلبيات قوي، ان الحاجات دي اللي هتخلصك من دايما الخطوره اللي عليك. وبعدين مش الزي قال كلمه حلوه قوي النهارده، اللعيب الفردي اللي بيعمل الفروقات الفرديه وبيعمل لك الفرق مش موجود على فكره في النادي الاهلي النهارده للاسف، مش موجود النهارده، فادام الحته الفرديه مش موجوده يبقى اهتم بالجماعيه، الجناب بتاعتك، والجناب النهارده اشتكى منها مستر فايلر واحنا بنتكلم ان الجناب مش شغاله كويس برضه، في مشكله النهارده على الجنبين مأثره قوي على لعبك يا ايمن، طريقه 4 2 3 1 اهم حاجه الثلاثه تحت راس الحربه هما اللي بيعملوا الفرق عندك، فاعتقد حلو النهارده مكسب وحلاوته مكسب جه بعد تعب، لكن على الجانب الاخر لازم نبص على السلبيات اللي عندنا. كابتن محمد لو بصينا زي ما الكابتن علاء بيقول على الاطراف، لو بصينا على الجبهه اليمنى النهارده مثلا 6 رفعات من 36 محاوله، الجبهه اليسرى محاولتين نجاحتين من 36 محاوله، الاطراف دي كان بيتميز بيها النادي الاهلي خصوصا عن طريق احمد فتحي او محمد هاني وعن طريق علي معلول، يمكن المباريات الاخيره شفنا تقدم ضعيف جدا جدا للاطراف من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال. ده طبيعي، ده طبيعي لحاجتين، اول حاجه بعدك فتره طويله فالهارموني الانسجام، انت ما عملتش ماتشات وديه كتير، فبالتالي طبيعي جدا ان انت ما تبقاش وصولك زي قبل التوقف. النقطه الثانيه فقدانك للعيبه في المركز ده، يعني انت بتتكلم في 3-4 لعيبه مميزين، اذا كان بتتكلم على حسين الشحات، بتتكلم على رمضان صبحي، على كهربا، يعني اللعيبه اللي كانت بتلعب في الاماكن دي اللي هي بتصنع الفارق في حته الجناح او بتوصلك للتلت الدفاعي للخصم بتاعك مع بالتعاون مع الباكات بتاعتك، اذا كان علي معلول في الشمال، اذا كان محمد هاني واحمد فتحي في اليمين. النهارده انت الباكات هي اللي بتحاول توصل بمفردها، يعني جيرالدو لسه برضو يعني الى حد ما الفعاليه اللي كان بيعملها حسين الشحات مش هي نفس الفعاليه اللي بيعملها جيرالدو. الحاله الفنيه الاجيه
الحاله الفنيه الاجنبيه كلنا يعني كلنا متفقين ان لسه بعد الكورونا مش ما رجعش تاني للحاله اللي كان عليها قبل التوقف. جونيور شويه عنده يعني حته من خلال طبعا انا اشتغلت معاه الفتره اللي هي اللي فاتت، جونيور من لعيب يعني من اللعيبه اللي بيبقى محتاج ضغط شويه عليه، يعني اللعيبه انواع، في لعيبه بتبقى مسؤوله وبتشتغل بطبعها، لعيبه محترفه عارف واجباته وعارف شغله، ده جونيور لعيب كويس ولعيب مميز ولعيب عنده مميزات كويسه جدا، بس محتاج شويه ضغط عليه، يعني شويه ايه يركز في الشغل، يعني تحط عليه مسؤوليه. تحط عليه مسؤوليه، تحط عليه مسؤوليه. فدي انا بقول ان 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 مهم جدا ان مستر فايلر يبدا يشتغل على الاجنحه دي، يبدا يعني يبقى فيه التزامات اكتر، يبقى فيه حلول اكتر، يبقى فيه تغيير للريتم في الثلث الهجومي في الاخر 20 25 متر، لازم يبقى فيه تغيير للريتم عشان ده الثلث اللي فيه مفاجآت وفيه يعني بتعمل مفاجآت للديفنس. لو انت بتعمل بتلعب والديفنس يعني مفيش اي سرعه في الاداء او مفيش اي سرعه في الريتم اللي انت بتأديه، طب فين المفاجأة؟ انا كمدافع مش حتى لو انا واقف وقفة غلط هلحق اعدلها واصححها لو الريتم بطيء، لكن لو الريتم سريع مش هلحق. مهاجم قطع واحد شق مثلا من تحت من الثلاثة بتوع اللي تحت الراس حربة، راح شاق بسرعة سبرينت في مساحة فاضية اتلعبت له، خلاص هو ده هي الاجوان بتيجي من كده. ده المطلوب ان مستر فايلر يعني حتة الاطراف دي أنا شايف إنها فعلا يعني فارقة معانا، بالإضافة لتعاونهم مع الباكات بتاعتهم. يعني النهاردة مثلا متقدم محمد هاني أو متقدم أحمد فتحي، لازم جيرالدو يلعب معاه، لازم يبقى حتى لو اتحطت الكرة لجوه مثلا على الطريق قفشة وقفشة يطلع أحمد فتحي، أو الناحية التانية نفس الكلام علي معلول، المهم يبقى فيه تعاون فيه. يا اما بيخش لجوه زي جونيور مثلا ويبدا يطلع علي معلول، او ان 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 يبدا هو يروح واحد ضد واحد. يعني جيرالدو عنده ميزه انه المفروض يشتغل واحد ضد واحد ويروح واحد ضد واحد، فدي هتفرق معانا جدا الوصول للاطراف. احدى الوسائل بتاعه النادي الاهلي اللي بتخليه في خطوره دايما وبيوصل للتلت الدفاعي بتاع الخصم بتاعه الاطراف، دي حاجه من زمان معروفه ان النادي الاهلي بيوصل وبيطلع الكرات العرضيه لانه دايما عنده مهاجمين مميزين في حته اصطياد الهجمات الـ او الكرات العرضيه. كابتن اسامه، انت كان عندك تعليق على التحركات الايجابيه لجونيور اجاييه ولجيرالدو. هنروح بس الاول لملعب مباراه وزميلنا فاروق صلاح ومعاه كابتن عمرو بركات نجم الجونه النهارده ونجم الاهلي السابق. من جديد بجدد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. كابتن ايمن، عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق الجونه في الدقائق والثواني الاخيره بهدف لمروان محسن، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء واحد من نجوم اللقاء ومن نجوم نادي الجونه عمرو بركات. كابتن عمرو، برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، تحيات الكابتن ايمن شوقي، كابتن علاء ميهوب، كابتن محمد يوسف، كابتن اسامه حسني والكابتن هاني العجيزه. مباراه كبيره النهارده من فريق الجونه، لعبتوا جيم كبير قدام النادي الاهلي، ولكن التركيز في الثواني الاخيره قدر النادي الاهلي يستغل قدر مروان محسن يحرز هدف للنادي الاهلي. والله الحمد لله. طبعا تحياتي لكل النجوم اللي في الاستوديو اول حاجه. ثانيا طبعا لما بتلعب النادي الاهلي او نادي كبير عامه لازم تركز لحد اخر ثانيه، وهو ده اللي حصل. عملنا ماتش كبير زي ما انت قلت، بس برضو يعني عدم تركيز في كور بسيطه في الاخر كده هي اللي كلفتنا يعني المباراه. بس فريق الجونه في ظل الغيابات الاربع لاعبين اللي هم يعني معارين من النادي الاهلي، غياب لؤي وائل وغياب عموري، النهارده فريق الجونه لعب مباراه كبيره ونقدر نقول في اوقات كتير جدا هدد مرمى النادي الاهلي. اكيد طبعا الغيابات دي كلها عناصر مؤثره واساسيه في الفرقه، لما بتخسرهم في ماتش زي ده كبير بتبقى محتاجهم، اكيد بيأثروا معاك. بس طبعا اللعيبه كلها على مستوى عالي وجاهزين، يعني زي ما انت شفت النهارده عملنا ماتش كبير جدا وضيعنا اكتر من فرصه. يلا الحمد لله احنا كنا يعني نستحق نتيجه ايجابيه، بس الحمد لله هنركز الماتشات ورا بعض ونركز في اللي جاي ان شاء الله. اخيرا عايز اختم معاك يا كابتن عمرو، كنت واحد من اللاعبين اللي عاش اللحظات دي مع النادي الاهلي في الثواني الاخيره، دايما في الثواني الاخيره تركيز لعيبه النادي الاهلي بيبقى الدافع للفوز بيبقى اكتر بكتير. والله النهارده كان في فرصه يعني لينا ان هم كانوا محطوطين تحت ضغط الفتره اللي فاتت والنتيجه بتاعه الماتش اللي فات وكده، بس زي ما انت قلت برده النادي الاهلي برده بيبقى على طول عنده امل لحد اخر لحظه، وفي ماتشات كتير كسبها في اخر ثانيه وبس الحمد لله يعني. كابتن عمرو، بالتوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه.
كابتن ايمن ده كان لقائنا مع عمرو بركات لاعب فريق الجونه ولاعب واحد من اللاعبين اللي قدم مباراه كبيره النهارده في اللقاء. ثلاث نقاط للنادي الاهلي، ثلاث نقاط يعني بعد مجهود كبير وتعب كبير. مبروك للنادي الاهلي، ثلاث نقاط يضافوا لرصيد النادي الاهلي. نقول مبروك للنادي الاهلي، هارد لك لفريق الجونه. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا زميلنا المتميز فاروق صلاح. نرجع لك تاني كابتن اسامه. كنا بنتكلم عن جونيور اجايي وعن جيرالدو. صراحه النهارده ما عجبنيش اجايي، يعني اجايي يعني بعيد عن الفورمه. احنا شفنا جاي قبل توقف الدوري كان بيعمل فارق مع النادي الاهلي، سواء بيلعب مهاجم كان بينجح كل طريقه فايلر. لما كان بيلعب مهاجم كان بيكون محطه مهمه والفرقه بتطلع عليه، وكان بيحضر يعني دايما الفرقه بتحضر عليه في الـ في الـ في النواحي الهجوميه، او لما كان بيلعب بيستعين بيه برضه ناحيه الشمال. لا يعني خلينا نقيم تقييم موضوعي للفتره اللي جايه. جونيور جاي لسه ما استعادش حتى 10% من المستوى اللي احنا عارفينه او خطورته او النواحي التهديفيه بتاعته، فهو بعيد. من الواضح ان ممكن يكون عنده زياده في الوزن برضه، ان الحركه برضه ما فيهاش السرعه، ما فيهاش الرد الفعل السريع داخل الملعب. جيرالدو بيحاول، لكن النهارده برضه ما اداناش الفاعليه او الخطوره المستمره، خاصه ان اللي بيلعب تحت المهاجم مش في كل الاوقات لازم العب فاتح على الطرف. هو طريقه لعبه بيفتح على الطرف. حاجه في طريقه لعبه يا كابتن اسامه سعيد. احنا قلنا لما هو هيلعب ناحيه عدلته اللي هي ناحيه الشمال ويخش على جوه، وبتبقى دي اخطر بالنسبه له. ما شفناهوش ولا مره دخل على جوه، بالعكس بيفضل بيجري طوالي 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 لحد ما يجي فتره عايز يلعب على يمينه. ما هي ده مش انت عارف يعني في الهاندبول في اليد دايما بيحط اللاعب العكسي الناحيه الثانيه عشان يقطم لجوه ويسدد، يبقى المرمى مفتوح قدامه. هو دايما بياخد اصعب اختيار، اصعب حل، بيخرج لبره ويجيبها على يمينه اللي هو ما بيجيدش بيها اللعب، وحتى بيلعبها دايما وهو بيقع. فالنهارده اجايي وجيرالدو ما حسوناش بالخطوره المطلوبه. اللي عجبني النهارده وهو ما كانش بيلعب في مكانه وبقاله فتره بعيد، محمود وحيد. ايوه محمود وحيد لما نزل قدام علي معلول، طبعا علي معلول من اول ما ابتدينا هو بيلعب دايما 90 دقيقه. 90 دقيقه ده برضو حمل عليه وإجهاد كبير طول ما انت كلاعب، واحنا فتره توقف وانت بتلعب، خلي بالك يعني لسه ما استعدتش لياقتك بنسبه 100%، ففي وقت من الاوقات تلعب بالمخزون اللي عندك. لما بيخلص حتى بيبان في الباص اللي انت بتعمله، في الكروس اللي انت بتعمله، ان علي معلول من اهم مفاتيح لعب النادي الاهلي. لما بيكون فايق النادي الاهلي كله فايق. فالنهارده برضو ممكن متاثر الماتش اللي فات، النهارده اداؤه شويه اقل شويه علي معلول، لكن دايما يعني بيحاول يبذل مجهود كبير. لكن محمود وحيد النهارده عجبني جدا تغييره النهارده مع مروان محسن طبعا اللي احرز الهدف. محمود وحيد من اهم التغييرات النهارده اللي عملت نشاط كبير في النواحي الهجوميه وكمان قدام علي معلول. فالنهارده من اهم التغييرات محمود وحيد. الفتره اللي جايه محتاجين شغل اكتر، محتاجين شغل اكتر من الناس اللي بتشتغل تحت المهاجم، سواء عندنا احمد الشيخ، جيرالدو، اجايه، أفشة. لا الحته دي النادي الاهلي محتاج. احنا دلوقتي دايما يعني بنحاول مباراه الانتاج احرزنا هدف في الشوط الثاني، مباراه الانتاج الحربي تعادل، مباراه الزمالك احرزنا هدف التعادل وقتها كان لما النتيجه كانت 1-0 للزمالك واحنا بنتعادل كان في الشوط الثاني. النهارده مع الجونه بنحرز الهدف في بلس 95. لا النهارده في وقت من الاوقات النواحي الهجوميه الاربعه اللي بيلعبوا قدام لازم يبقى في شراسه اكتر من كده، لازم في ضغط، لازم احاول من بدري ما استناش المباراه تاخدني للشوط الثاني، لا احاول في ال 45 دقيقه في الشوط الاول ان يبقى ليا انياب وكثافه هجوميه ان انا احرز واخلص من بدايه المباراه. يعني هنرجع نتكلم عن هدف المباراه ونحلله تحليل شامل، ولكن بعد هذا الفاصل. الأستاذ عدلي ساب كوباية الشاي اللي بيحبها وقام مستعجل. ميرفت ما راحتش بروفة فستان الفرح، والأستاذ معتصم ما كملش الكتاب اللي كان نفسه يخلصه، وهاني ساب مروة ومشي بسرعة، ومروة مشيت وسابت الهدية. مدام وفاء
بنرحب بيكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، وقبل ما نحلل الجول هناخد بعض الارقام لبادجي. يمكن بادجي لعب 90 دقيقه، تمريراته الصحيحه 16 من 20 ودي نسبه عاليه جدا، تسديداته على المرمى 2 من 4 والاثنين التانيين جنب القايم، وتمريرات بينيه واحده صحيحه. مروان محسن الاهداف 1، دقائق اللعب 9 دقائق، تسديده واحده على الجول وهي دي اللي جت جول. والشناوي دقائق 98 لعب، صناعه الاهداف واحده، وكان في واحده في الشوط الاولاني المجدي قفشه كانت فرصه، والتصديات واحده على الجول، تمريراته الصحيحه 14 من 18، يعني تقريبا بيعادل التمريرات الصحيحه بتاعه بادجي. كابتن علاء ميهوب مش حاجه دي الاحصائيات دي بتاعت الشناوي؟ اه والله بتاعت الشناوي. العب 10 هو اللي عمل الصحيحه 14، هو اللي عمل الجول 14 من 18 تمريرات صحيحه. ده احسن من لعيبه كتير قوي النهارده، هو زي بادجي بالظبط، يعني بادجي من افضل اللعيبه اللي عملت ارقام النهارده. بقول لك هو احسن من لعيبه كتير كانت موجوده في الملعب. اه ايوه صحيح. لا الملاحظه في بادجي يا ايمن، سيبك من الشناوي طبعا، النهارده الشناوي كان يوم يعني يوم كده طفره النهارده في يوم الشناوي، انقذ هدف وعمل جول وتمريرات كلها صح، لكن بادجي النهارده اللي يحسب له ان هو التمريرات نفسها بقت فيها نسبه كبيره قوي صحيحه. كان الاول لو ترجع لورا كده بذاكره، بادجي لما كان بدا كان دايما بيخسر الكوره، لكن مع دي كوره الشناوي القفش، دي كوره الشناوي القفش، الشناوي هو الشناوي نجم ده اسيست، اه اسيست النهارده الشناوي النهارده صانع العاب وهو اللي انقذ الهدف، وهو النهارده يعني قام بكل الادوار في المباراه. ده النهارده برضه الهدف اللي انقذه الشناوي، يعني تخيل الشناوي النهارده يعني 90% مكسب الاهلي النهارده لابو ده الشناوي. الشناوي طلع بكام دور؟ نص الملعب ده واخد كل الادوار ده اسيست. مشاور هو مشاور على فكره، وعامل الكره لمروان مشاور كويس، شايف مجرد شوط على فكره، وشايف وبص حاطها له في الحته الفاضيه. بص بص مشاور، بص بص كمل كمل كمان، بص 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 هي دي لما رفع ايده كده الشمال. لا دي هو قصد على فكره، عملها طويله لمروان، وطبعا الهدف خلاص اتكلمنا عنه شرحناه كويس قوي، لكن مروان كمان في عدد الدقايق الاول من اللمسات يا ايمن احرزك هدف الفوز النهارده، اكيد تحسب لمروان برضو. اي لعيب لسه نازل في الظروف بتاعت المباراه دي هياخد وقت عشان يتاقلم بسرعه، لكن مروان اعتقد لمسه والثانيه وبعدين الهدف يحسب لمروان النهارده. لكن هو النهارده نجم الشباك او نجم المباراه كلها فعلا هو محمد الشناوي، في تصدياته، في صناعته للهدف، في صناعته لفرصه مجدي محمد مجدي. لا النهارده الشناوي هو نجم المباراه الاول. بادجي المعدل بتاعه في التمريرات الصحيحه ارتفع جدا، لان كان دايما بيؤخذ عليه ان هو الكوره دايما بتقطع منه، لكن النهارده يحسب له. وطبعا مروان كلنا اجمعنا او كل الاهلاويه اجمعوا النهارده ان مروان هدف النهارده رجع له ثقه كبيره جدا لنفسه تاني. كابتن محمد، في ظل الغيابات والاصابات وعندنا مباراه كمان 3 ايام، هيتصرف ازاي مستر فايلر مع مباراه المصري يوم السبت؟ ده خلي بالك كمان النهارده اتضاف لقائمه الاصابات ايمن اشرف وديانج طرد، ديانج واحمد فتحي غياب، وايمن اشرف خرج في الدقيقه 64 نزل بداله ياسر ابراهيم، برضو كان شفناه اشتكى من غالبا شد او حاجه وبعدين خرج ونزل ياسر. ف طبعا في صعوبه يعني، لازم طبعا يعني مستر فايلر مع الجهاز الطبي لازم يبقى فيه نقاش، لازم يبقى فيه بحث الاسباب ليه الاصابات زادت كده. هتاثر طبعا، انت عندك رامي ربيعه الحمد لله موجود، عندك ياسر ابراهيم رجع، هيبقى في نقص في الحته دي، ما فيش بدايل. اعتقد انه ممكن يحضر، ممكن يعني يبدا يدخل بقى بدايل في الحته اللي ورا دي، لان مهمه جدا يبقى فيه حتى البديل موقوف احمد فتحي، واحمد فتحي موقوف. هيقول احمد فتحي عنده محمد هاني هيشتغل في الجنب اليمين، لا لو بيفكر يلعب مساك، ما محمد فتحي احمد فتحي بيلعب مساك على فكره، احمد فتحي بيلعب مساك ومحمد هاني بيلعب مساك، فاهمني؟ محمد هاني دخلت محمد هاني دلوقتي مساك، هتجيب مين؟ باك رايت؟ مفيش باك رايت، مفيش باك رايت. ما هو انا بقول لك في نقص في الحته اللي ورا، لازم لازم يبحث حلول حاجتين، واحد حته الاصابات، ثانيا يبدا يجرب ناس في الثلاث اربع ايام الجايين دول، بحيث ان يبقى عنده حتى حلول بديله اثناء المباراه، يبقى عارف
هيحل ازاي لو واجهه اصابات او حاجه. انا متفق مع اسامه في حته محمود وحيد وعلي معلول. علي معلول خد الماتشات كلها 90 دقيقه كامله، تشعر ان في بعض الاجهاد شويه. فمحمود وحيد النهارده نزل حالته كويسه، عنده رغبه، عنده دافع انه يلعب، عنده شغف انه يلعب ويشارك زمايله ويقدم نفسه. يعني محمود وحيد لعيب من اللعيبه المميزين، ولاعب سواء كان في المقصه، كمان في اوقات كتير كان في المقصه بيلعب طرف شمال، جناح شمال، سريع، كروسات بتاعته كويسه، عنده واحد ضد واحد يقدر يعدي، في نفس الوقت كمان بيلعب باك ليفت وراه برده. ف برضه مفيش مانع ان يبقى فيه فرصه لمحمود وحيد اريح بيها علي معلول عشان ما يخشش في اصابات، فدي مهمه جدا. حاجه ثانيه كابتن يوسف برضه في ظل غياب ده بتاع صالح جمعه النهارده فايلر اتكلم عليه بشكل ايجابي في هو اول مره النهارده اسامه لو تلاحظ يلمح للموضوع، لا تلميحه وما يقولش اجابته المعتاده اللي كان اتكلمنا عن اللعيبه اللي موجوده معايا، انت فاهمني؟ لكن النهارده كون هو يتكلم بالطريقه دي في بادره كويسه، بالظبط في بادره ان هو ممكن يبقى موجود. بس خلي بالك اللي انا لاحظته من الكلام ان هو لسه له فتره برضه. انا اتمنى يعني ان صالح يكون موجود في ظل الغيابات دي. صالح لعيب كويس، لعيب عنده حلول. خلي بالك مستر مانويل قال نقطه مهمه جدا النهارده في سياق كلامه، اللعيب الفردي مش موجود، قال لك اللعيب الفردي دايما بيحل في المواقف الصعبه. صحيح، مبارزه النهارده انت دايما بتشتغل جماعي، لكن في وقت من الاوقات لو عندك اللعيب الفردي بيحل لك في الملعب، وعندك وليد مش موجود النهارده، وعندك وليد كمان بيتميز بالحته دي. صالح جمعه اتمنى ان هو يساعد نفسه ويساعد المدير الفني ويساعد النادي الاهلي، يعني هو لعيب كويس واحنا مستخسرين ان هو ما نشوفوش في الملعب. نتمنى يعني ما يكون موجود في الملعب ويكون ملتزم، لو عنده زياده في الوزن يشتغل على نفسه اكتر. دايما بنقول المدرب هو الصح، حتى لو المدرب ما لعبش لعب المدرب دايما هو الصح. انت كلاعب لازم تسمع كلام المدرب، لازم تشتغل تشوف المدرب بيوجهك في انهي طريق عشان تمشي فيه حتى لو انت ماشي في طريق تاني. فكلامه النهارده يعني بادره طيبه ان صالح جمعه كلامه النهارده اتغير عنه. اتمنى ان شاء الله في ظل الغيابات الموجوده دي يكون ان شاء الله ليه دور او يكون موجود حتى في المباراه القادمه من ضمن القائمه التحكيمية. ان شاء الله. هنطلع فاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي ناصر عباس ومفاجاته الكتيره النهارده. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن ناصر. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لنجومك الكبار، وتحياتي لكل الساده المشاهدين. عندنا بس بعد اذنك كابتن ناصر معانا على الهاتف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. بنرحب بيك على قناه النادي الاهلي سياده العميد. مساء الخير يا كابتن ايمن، وحمد لله على سلامتك ومنور قناه الاهلي، ومساء الخير على كل ضيوفك الكرام. الله يسلمك، دايما موفقين ان شاء الله. الله يسلمك، الله يسلمك. النهارده نادي الزمالك اصدر بيان، عايزين نعرف من حضرتك رد النادي الاهلي على بيان نادي الزمالك اليوم. والله يا كابتن ايمن العمليه بقت يعني زادت على الحد بصراحه، ويجب ان يكون هناك يعني تدخل فعلا بقى جدي، لان كده العمليه دخلنا في مرحله يعني من الغراء بصراحه. يعني النهارده احنا فوجئنا ببيان من نادي الزمالك. نادي الزمالك احنا بنقدر جماهيره وبنقدر كيان نادي الزمالك، كنادي الزمالك بنقدر اعضاء جمعيه العموميه جدا جدا جدا. فوجئنا النهارده اللي في بيان صادر اللي احنا رفضنا استقبال مندوب نادي الزمالك وطردناه، ويعني امور كلها يعني خارجه عن نطاق الاحترام، وامور كلها كذب. النادي الاهلي ليه مبادئ، ليه قيم، ليه تقاليد ملتزم بيها، وقلنا الكلام ده اكثر من مره، مش حدش هيخرجنا عن تقاليدنا. كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته ملتزمين بالمبادئ والاخلاق، وفي حاجات شواهد كتير جدا جدا، بس للاسف الناس بتنسى. واحنا كمان اتعودنا في النادي الاهلي، وانتم كلكم عارفين يعني مفيش مسؤول في النادي الاهلي معتاد الظهور في الاعلام، مفيش مسؤول في النادي الاهلي معتاد الظهور على صفحات السوشيال ميديا، يعني مفيش مسؤول في النادي الاهلي لو قال كلمه بيكذب فيها. النادي الاهلي اي مسؤول، حتى لو لاعب، حتى لو عضو، حتى لو عامل، لو كلمه اتقالت
لازم يكون متحرك صدق جدا ويتحمل مسؤوليتها. مظبوط. النهارده النادي الاهلي يعني مش عارف اقول ايه بصراحه، ولكن انا بس بنرد على هذا الكلام او يعني عشان الناس يبقى فيه الراي العام يبقى عارف كويس جدا، وبنستشهد يعني برضو نفس القصه بالشعب المصري، زملكاوي واهلاوي وكل فئات الشعب المصري. البيان طبعا زي ما حضراتكم شفتوه اللي هو اللي احنا طردنا المندوب. طبعا اول حاجه احنا استقبلنا مندوب نادي الزمالك واستقبلناه اللي كان معاه الدعاوي، طبعا استقبلناه بشكل محترم جدا، وهذا الكلام مسجل صوت وصوره، ويمكن سبحان الله يعني الكاميرات الحمد لله داخل النادي مسجله صوت وصوره، والراجل تم استقباله وتم الساعه 5 بعد ما يدي عرض رسميه وقلنا له وبلغناه. دي نمره واحد. نمره اثنين، هو بيقول النهارده بيستشهد بالشعب المصري والقصه دي كلها كيف يعني. انا عايز بس اوضح حاجات معينه، يعني زي مجلس اداره النادي الاهلي يعني هيقبل دعوه ويشارك في احتفالات يعني دعوه موجهه من واحد اساء لشعب مصر بالكامل. مفيش ام في البيت في شعب مصر ما سلمتش من اساءه. لو احنا النهارده بقى بندعي هذا الكلام او بنفترض هذا الكلام، حد يقول لي لا انت مزودها. مفيش حد في مصر النهارده يعني سلم من اساءه هذا الشخص. طب وبعدين هنوصل لايه؟ خلاص ازاي احنا نقبل النهارده نروح نشارك في حفله وبنستشهد بالشعب المصري برضه كله، زملكاوي او اهلاوي. ثاني حاجه، الحاجه اللي هو بيقول يعني مجلس الاداره النهارده المفروض اللي هو يقبل دعوه لشخص سب وشتم النادي الاهلي ورموزه وقياداته وكل الاتهامات كل يوم، انت ده بصفه يوميه. هو انا عايز اسال، هو في حضرتك برنامج قناه الاهلي قائم على النادي المنافس؟ ده انت حضرتك يوما ما حللت ماتش الزمالك اللي فات، حضرتك اول حاجه كان معاك كابتن حلمي طولان هنيته نادي الزمالك. ما هو دي بقى لو انت بتقول مبادره عشان خاطر يعني نسيب الفتن ونشوف وحده الصف والكلام ده كله. طيب النهارده ازاي انت عايز نقبل دعوه وانت اهنت رموز النادي الاهلي؟ شتمت كل النادي الاهلي، شتمت اعضاء النادي الاهلي، واتهامات ليس لها اي دليل، ازاي هنقبل هذه الدعوه؟ الحاجه الاهم بقى النهارده، انت بتقول يعني المفروض اقبل دعوه وانا مقدم 13 بلاغ لمعالي النائب العام، 13 بلاغ لمعالي النائب العام، واحنا واخد النهارده وزي ما احنا شايفين يعني هنقول ايه؟ انا مش عايز اقول في الاخر انا بثق في القانون المصري، النادي الاهلي يثق في القانون المصري، كابتن محمود الخطيب يثق في القانون المصري، يثق في مؤسسه الدوله المصريه. يعني في حاجات احنا متحاملين مسؤولياتنا ومقدرين الدوله المصريه في ايه النهارده، والنادي الاهلي ما تهانيش يا كابتن ايمن، حد سمع مسؤول في النادي الاهلي خرج عن النص عمره؟ لان كل واحد قاعد على كرسي في النادي الاهلي مقدر مسؤولياته، وقلنا الكلام ده قبل كده. صحيح. النهارده يعني انا هقول تاني برضه، انا مش عارف بصراحه ربنا يعني الواحد ده يعني وصلنا يعني خلاص بقى فاضي الكيل بصراحه، ولا يجب ان يكون هناك تدخلات. انت ما فيش جهه في مصر النادي الاهلي ملكش بيها، لان ما زلنا متمسكين بالقانون، ما زلنا متمسكين باللوائح، كابتن محمود الخطيب ما زال متمسك باللوائح، متمسك بالقانون، متمسك بالاخلاق. انت بتطبق لوائحك وقوانينك على اعضاء الجمعيه العموميه وعلى لاعبينك قبل اي حد، لانك انت عارف كويس قوي دورك ايه في المجتمع، عارف كويس قوي الرساله اللي انت بتاديها ايه، عارف كويس قوي ازاي انت النهارده بتطلع جيل ونشئ، عارف كويس قوي حاله البلد اللي هي فيها ايه. عشان كده النادي الاهلي دايما ملتزم الصمت، ويمكن هناك كثير من الاهلاويه ويسمعونا كويس دلوقتي جدا، ازاي انتوا النهارده ساكتين؟ طب اما بيعرفوا الخطوات اللي انت بتعملها بيقول لك لا انتوا عندكم العيب، انتوا كده عملتوا اللي عليكم وزياده. يجب ان يكون هناك تدخل لدوله القانون اللي احنا كنا بنثق فيها، يجب ان يكون هناك على كذب بعد كده النادي مش تمام. بعد كده احنا قابلنا مندوب نادي الزمالك بمنتهى الاحترام، قابلنا مندوب نادي الزمالك وتوصل لغايه الباب، ولو فيه لو عايزين الصوت الصوره وكل حاجه فهذا الكلام طبعا مرفوض تماما. ولكن ما ينفعش في حد برضه عايز يقول لنا المفروض تقبل الدعوه يقول لنا طب هنفعل القانون ازاي بعد اذن حضرتك؟ يعني احنا بنمد ايدينا وملتزمين بكل المبادرات وبنمد ايدينا بالسلام، بدليل ان احنا كنا في مباراه الاهلي والزمالك، المباراه كنا في ضيافه نادي الزمالك الحمد لله، اما المباراه بتبقى في ضيافه النادي الاهلي يسال على هذا اعضاء مجلس اداره الزمالك بيتعاملوا ازاي، يسال على هذا لاعبين نادي الزمالك بيتعاملوا ازاي داخل النادي الاهلي. وكان لسه عندنا مباراه النادي الاهلي طايره ناشئين 19 سنه، ده يمكن انت النهارده وصلنا احنا بنشوف كم خدمات بتنزل من كتر الخوف، وفي الاخر الناس بتمشي. يا جماعه الرياضه مش كده. النهارده كابتن ويس سليمان اما راح دار كابتن محمد عبد الشافي، ودي يعني لفته طيبه جدا، العلاقه طيبه جدا بين اللاعبين، العلاقه طيبه جدا بين الجمهورين، العلاقه طيبه جدا بين المسؤولين وبعضهم. ولكن هناك من يريد ان يحدث فتنه، يجب ان يسال، يجب هذا الرجل ان يسال انت عايز توصل لايه؟ النادي الاهلي اتحمل كتير جدا، اتحمل من الضغط كتير جدا،
مجلس اداره النادي الاهلي على راسهم بالقوه الخطيب اتحمل ما لا يتحمله بشر. وكلنا انا يعني مش هقدر اتكلم على كابتن محمود عشان عيب، يعني مش هنزعل على حد. كابتن محمود الخطيب اتحمل ما يتحمله البشر، اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي نفس القصه، اداره تنفيذيه في النادي، اعضاء جمعيه عموميه، لاعبين نفس، ما فيش حد في النادي الاهلي مش متحمل هذا الضغط. ورغم كل ده النادي الاهلي عمره ما عاتب حد، النادي الاهلي بيعاتب نفسه لو في اي اخفاق بيعاتب نفسه وبيجري عشان يشوف ازاي يصلح ويقف جنب لاعبته، لكن ما بيرميش يعني انا اسف ما بنعلقش شماعتنا على حد. ولكن هناك وفي النادي برضو انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن ايمن، احنا ما عندناش ابو سنيده بصراحه ربنا عشان خاطر نقدر نقول كل شويه اصل ده مش احنا. هناك في يعني التسجيلات موجوده، صوت بصوره موجود، هقبل دعوه وانا بشاهد شعب مصر كله، لو الشعب المصري اهلاوي وزملكاوي يرضى بهذا الكلام هنقبل دعوه بشخص سب امهات مصر كلها. لو حضرتك انت شايف ان في حاجه غلط في كلامي بقوله قول لي انت متحامل شويه. انا لا بالعكس بالعكس، احنا شايفين موقف النادي الاهلي موقف اكتر من رائع. انا عايز حد مسؤول النهارده. انت بتقول مين اللي عايز فتنه؟ بقول لك كان ده اكتر من مره. انت في مباراه الاهلي والزمالك السوبر في برج العرب كان يعني انا عايز اقول لك كان عرس رياضي العالم كله يشهد بيه، الزمالك والاهلاوي رايحين مع بعض البرج. المباراه خلصت الحمد لله رب العالمين. برضه يعني هو نفس القصه، عايز يعمل مشكله، عايز يثير الفتن لصالح مين؟ على فكره مؤسسه الدوله تعلم هذا جيدا، المسؤولين يعلموا هذا جيدا. بيتقال لنا كتير الصبر، احنا صبرنا بقى فيه كفايه، ولكن مش هنوصل في الاخر متهم ونقعد ساكتين اكتر من كده. هناك بلاغات لدى السيد النائب العام، هناك بلاغات لدى الجهات المختصه، احنا بننادي ارجوكم عشان خاطر ما يحصلش فتنه، ارجوكم يكون هناك حد لهذا الموضوع. ما عندناش حاجه ثانيه نقولها، النادي الاهلي بيصدر بيانه دلوقتي بالشكل المحترم، احنا بنقدر نادي الزمالك وجماهيره كويس جدا جدا واعضاء الجمعيه العموميه النادي الزمالك بنقدرها كويس جدا جدا، ويسال على ذلك ثاني لعيبه نادي الزمالك، ويسال على ذلك ثاني اعضاء نادي الزمالك والنادي الاهلي. هناك كثير من النادي الاهلي اعضاء في نادي الزمالك والنادي الاهلي. وبرضه انتم ممكن كاس الاهلي تنزل تبقى موجوده. النهارده انتم عملتوا مبادره قناه الاهلي اول مره تعملها، دعوه كابتن حمدي طولان في الاستوديو التحليلي، اول حاجه حضرتك وكابتن باركتوا لنادي الزمالك. مظبوط. رغم ان في ناس اللي بقى المتعصبين بيلوموا على النادي الاهلي، بيلوموا ازاي انت بتبارك نادي الزمالك؟ لا، هو دي الرياضه، هو ده اللي احنا عايزين نوصله. هي دي الروح الرياضيه اللي احنا اتعلمناها في النادي الاهلي. هو ده الكلام يا كابتن ايمن، عايزين نقبل دعوه من حد اهان كل رموز النادي الاهلي؟ بيتهمنا، احنا عايزين نتحاسب، مش انت بتتهمنا، احنا عايزين نتحاسب. فانا بطالب دلوقتي اهو انا يا فندم لو احنا متهمين نتحاسب، ولكن القانون يطبق على الكل. صحيح، ده اللي احنا طالبينه، وده الرد بتاع النادي الاهلي. النادي الاهلي متمسك بمبادئه، متمسك باخلاقه، متمسك بقيمه، لغايه اما نمشي بينا من غيرنا النادي الاهلي هيكمل. احنا بنكمل، احنا قاعدين النهارده يعني قبلينا 1907 لغايه النهارده رؤساء مجلس اداره النادي الاهلي ولاعبين وكل الناس تشهد باخلاقها، تشهد باحترامها. صحيح، كل ده الناس تبقى واعيه ليه كويس قوي، لكن احنا ما بنتكلمش كتير. لو كان الكلام كتير عشان نثبت حاجات للراي العام، لا احنا قادرين اللي احنا نتكلم، ولكن احنا بنراعي الدوله المصريه وحاله البلد اللي هي فيها، واحنا بنساند مؤسسه الدوله المصريه. والكلام ده قاله كابتن خطيب محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي في اكثر من مناسبه، فهو بيناشد وبيساند وبيشكر الجيش والشرطه، النادي الاهلي بجماهيره دايما في ظهر الجيش والشرطه، في الجيش وظهر الشرطه المصريه. النادي الاهلي دايما هو وجماهيره مجلس ادارته وجماهيره في ظهر مؤسسات الدوله. فاحنا المفروض هنوصل لايه؟ احنا بيتقال لنا كتير جدا نصبر، بيتقال لنا كتير جدا نسكت، طب لغايه فين هنسكت؟ هذا الكلام مرفوض تماما، هذا الكلام غير مقبول تماما. في بيان من النادي الاهلي رد على هذه التجاوزات، يعني خلاص كفايه بقى. لو انا في حد من الموجودين مع حضرتك او حضرتك عندك اي اعتراض على كلمه انا قلتها، حضرتك قول لي احنا معترضين على الجزء ده. لا لا طبعا مفيش اي اعتراض، وبنشكرك شكرا جزيلا سياده العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. قبل ما نروح للكابتن ناصر، حد عنده رد على البيان والكلام اللي قاله العميد محمد مرجان؟ لما القانون يطبق كل واحد ياخد حقه، ممكن في الوقت ده تمد ايدك. بس انا رايي الشخصي انت ممكن تمد ايدك تعمل معاهده سلام مع الشيطان، ما تمدش ايدك لهذا الشخص. حد عنده تعليق؟ كابتن علاء، كابتن محمد، كابتن هاني.
عايز اقول حاجه بس كابتن ايمن، ان حضرتك زي ما انت قلت احنا النادي الاهلي الناس كلها عارفه اخلاق الناس اللي موجوده في النادي الاهلي، المبادئ اللي احنا اتربينا عليها في النادي الاهلي. احنا سهل قوي ان انت ممكن تطلع ترد بنفس الاسلوب او بنفس الطريقه، لكن احنا اتعودنا هنا ان احنا زي ما انت شايف حضرتك شايف احنا هنا في الاسلوب التحليلي ما بنتكلمش تقريبا عن نادي الزمالك في اي حاجه وحشه، حتى يعني احنا المفروض الناس تشكرك ان انت المره اللي فاتت جبت الكابتن حلمي طولان، ده شخصيه كبيره جدا في نادي الزمالك وشخصيه محترمه جدا، ده حاجه بتدل ان انت ما عندكش اي مشكله مع نادي الزمالك او جماهير نادي الزمالك، لكن هي المشكله كلها في شخص واحد. الناس كلها عارفه المشاكل اللي بتحصل، لكن النادي الاهلي عمره ما ابتدى باي مشكله مع اي حد، مش شرط نادي الزمالك بس، النادي الاهلي طبعا احنا يعني احنا بنبقى رد فعل. يعني النهارده لما انت زي ما سياده المستشار محمد قال ان انت النهارده بتيجي بتبدا بالسب وبتبدا بكذا وكذا وكذا وكذا، وتيجي ان انت تيجي بعد كده تقول ان انت عايزنا ان احنا نبقى فيه سلام او بيبقى فيه، لا ازاي، ما ينفعش، لازم يبقى في حدود. وزي ما احنا ماشيين بالقانون انا متاكد ان القانون المصري هيجي عليه وقت وهيجيب حق النادي الاهلي كامل. فانا زي ما انت حضرتك قلت ان احنا النادي الاهلي معروف عنده مبادئ وكيامه بتاعته هي موجوده في النادي الاهلي مش هتتغير مهما حصل، وده اللي احنا اتربينا عليه وماشيين عليه في النادي الاهلي. وانا متاكد برضو ان الكابتن اسامه حسني ما كانش يقصد ان حته انه يحط ايده مع شيطان او التحالف مع شيطان، لولا ان هو يعني عصبي شويه وطبعا خايف على النادي الاهلي واللي بتعمل في النادي الاهلي. اكيد طبعا. بص يا كابتن، احنا مش عايزين نحسن الصوره، مين في مصر ما تشتمش؟ مين في مصر ما تهنش؟ كل رموز النادي الاهلي، حتى خلي بالك كل رموز نادي الزمالك اتهانوا واتشتموا. بس انت النادي الاهلي برضه، لكن انت النادي الاهلي دايما بتتعامل بالزبط. عندك جماهير، عندك اجيال كتير بتعلمها دايما ازاي تاخد حقك في البلد دي بالقانون، خلي بالك مش بالشتيمه. كل مصر اتشتمت، في اللي بيخرج عن النطاق وبيشتم ورد الاساءه باساءه، لكن النادي الاهلي دايما رموزه، رؤسائه، داخل النادي الاهلي لاعيبته دايما بتتمسك بالتزامك انك شغال في مؤسسه وفي منظومه محترمه على مدار التاريخ. ما ينفعش صحيح. ترد لسابسه بتسلك وقتها الطرق المشروعه عشان تاخد حقك بالقانون. القانون ممكن بيتاخر شويه لكن في النهايه لا يصح الا صحيح. صحيح. والنادي الاهلي اكبر من كل هذه الافتراءات، حتى نقول ان هذه الحاله ممكن نقول اقصى درجات التهور، ممكن بطاقه صفر وليس بطاقه حمراء، وبالتالي ما كان يجب على الفار استدعاء الحكم في هذه الحاله، وبالتالي هنا بنقول مفهوم تطبيق الفار. يا كابتن اسامه ايه اللي غلطان في الحاله دي؟ في حالات انا هتكلم كابتن علاء لان في حالات كثيره جدا جدا حصلت وكان فيها الانذار الثاني خطا كذا بره، او حددت الانذار الثاني لو انت هترجعه حددت الانذار الثاني وحطيت بطاقه حمراء. لو احنا قلنا ان كل انذار ثاني هنراجعه يبقى احنا هنطرد بقى كل اللعيبه. طب كابتن ناصر يعني الفار مين غلطان في الاول؟ كابتن احنا بنقول هنا في مفهوم تطبيق الفار، لان زي ما قلت لحضرتك هو البنا قال ان دي حمراء، ابراهيم قال ان دي مش حمراء بالظبط. احنا بنتكلم في ايه بقى؟ احنا عاوزين كابتن، احنا عاوزين نوصل طبعا لحل. النهارده هذا الخطا او لو كان في خطا لم يؤثر في نتيجه المباراه، نتيجه فوز النادي الاهلي، ولكن المحصله ايه نطلع بيه النهارده كابتن اسامه لحكامنا كلهم؟ يا جماعه من فضلكم لابد ان احنا نفهم تفاصيل وشرح الحاله التحكيميه عشان نبقى انا ومحمد يوسف او انا واسامه وانا وعلاء فاهمين، حتى لما تكلمني تقول لي دي تستاهل كذا، مش في مشكله كابتن اسامه في احمر واصفر. طيب انا عاوز اقول يحق للنادي الاهلي تدين تظلم لجنه الحكام على طرد ديانج؟ لا كابتن، لا يحق، لان ده مش خطا في تطبيق الخطا الاداري. احنا قلنا كل الحالات التقديريه كابتن اسامه، هقول لك على حاجه، ما في احيانا بنشوف ركلات جزاء لم تحتسب وكلنا بنتفق عليها والحكم ما بيحسبش. هنا القانون بيقول لك ان كل الاخطاء التقديريه ليس فيها لجنه مسابقات فيها انك انت تعيد، ولكن احنا بنتكلم في خطا في تطبيق القانون. خطا بيبقى مثلا لاعب يستحق بطاقه ان هو مثلا خد انذار وخد الانذار الثاني وما اتطردش وبقى في الملعب بيلعب، لا دي هنا المباراه ممكن تعاد، ولكن الاخطاء التقديريه كابتن ايمن دي متروكه للحكم، وبالتالي هنا بنقول ايه المحصله ايه؟ من فضلكم المسؤولين ان النهارده الحكام يجب النهارده نتدرب كتير على، احنا عندنا تجربه جديده وحاجه كويسه جدا جدا، ولكن في اللي جاي لابد ان يكون في تنسيق وتفاهم ما بين حكم الفار وحكم الميدان كابتن اسامه، لان لو احنا هنتكلم بقى على الانذار الثاني لما في حالات قبل كده يمكن كابتن سيد كان بيتكلم كان هناك حالات تستدعي استدعاء الفار ويدي فيها طاقه حمراء، ولكن طبعا ما حصلش. في النهايه بنقول ان هذا الخطا
او ان كان هناك خطا لم يؤثر يا كابتن يوسف في نتيجه المباراه، نتيجه النادي الاهلي كسب، ولكن الاستفاده لحكامنا من فضلك راجع تاني وتدرب تاني عشان يبقى الاخطاء بتاعه التحكيم او الفار يعني بتبقى اخطاء قليله. شكرًا جدا، شكرا جزيلا لخبيرنا كابتن ناصر. شكرًا كابتن ايمن، بشكركم طبعا على تعاونكم ومساعدتكم الكليه في الشرح والتفصيل، واتمنى زي ما قلت كابتن ايمن ان احنا القناه النادي الاهلي ليس مع ولا ضد، ولكن احنا بنتكلم بالقانون، واحنا جبنا القانون بالنص الانجليش بنقول هذا القانون، وما جبناش النص بالعربي عشان الناس ممكن تقول لك احنا بنعدل في النص ولا حاجه، ولكن هو دوت النص الانجليش احنا اتكلمنا فيه، نتكلم بالقانون. نتمنى ان شاء الله التوفيق للتحكيم المصري في المباراه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. وفي كده اعزائي المشاهدين بنكون وصلنا لنهايه استوديو التحليل النهارده لمباراه الاهلي والجونه. الف مبروك للنادي الاهلي. نشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن علاء ميهوب الف شكر. شكرا نايم. كابتن محمد يوسف الف شكر. شكرا كابتن. شكرا. كابتن اسامه حسني الف شكر. شكرا كابتن. كابتن هاني العجيزي الف شكر. شكرا كابتن ايمن. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، على امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.